مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بحضراتكم ويوم جديد من ايام البيت الكبير. طبعا النهارده عندنا مواضيع كتيره جدا جدا هنتكلم فيها، خاصه زي ما حضراتكم عارفين النهارده كان في قرعه كاس العالم للانديه اللي اقيمت في سويسرا، وطبعا النادي الاهلي وقع مع فريق الدحيل القطري. ده في بدايه المشوار ان شاء الله، يا رب ان شاء الله كل التوفيق لفرقتنا. عارفين ان شاء الله المباراه ديت او البطوله ستنطلق باذن الله يوم 4 فبراير باذن الله. عندنا كلام كتير جدا عن هذه البطوله، استعدادات النادي الاهلي ليها، الدحيل القطري ما هو بالظبط نادي الدحيل القطري المنافس الاول في بطوله كاس العالم انديه للنادي الاهلي. هنتكلم على كواليس كتيره جدا واستعداد فرقتنا ان شاء الله لمباراه الدوري القادمه وكمان كاس العالم للانديه. عندنا مباراه مهمه جدا يوم الخميس اللي جاي ان شاء الله مع فريق المقاولين العرب، لكن يعني هنتكلم كواليس كتير وعندنا ضيوف كتير. قبل ما نتكلم على ضيوفنا طبعا برحب كالعاده بزميلتي سهام. مساء الخير عليك سهام. مساء الخير يا كابتن هاني، مساء الخير على جمهور النادي الاهلي العظيم اللي في كل مكان اللي بيشوفنا جوه وبره مصر. وطبعا زي ما كابتن هاني قال يمكن كاس العالم للانديه الحدث الاهم والحدث العالمي اللي كل جماهير النادي الاهلي والوطن العربي وافريقيا بتستناه من دلوقتي وبتحلم يمكن من جديد بتالق الفريق في البطوله واستعداد طبعا واستعاده بقى نقول استعاده امجاد 2006 في اليابان لما الاهلي ابهر العالم وفاز بالمركز الثالث في البطوله العالميه دي. النهارده قبل ما نتكلم في كل ما يخص البطولة وفي مباراة الأهلي المقبلة هنكمل أكيد كلامنا، بس خلوني الأول أفكر حضراتكم بضيوفنا اللي مشرفينا. الفقرة الحوارية طبعا الأولى اللي معانا النهاردة هكون مع الناقد الرياضي عمر البنوبي. عمر بيشرفنا كل يوم ثلاث وحديث مهم عن الأهلي ومشاركته في كاس العالم للأندية وغيرها من الموضوعات ونقاط اللي هو محضرها لينا. في الفقرة الحوارية الثانية مشرفنا النهاردة نجم النادي الأهلي السابق كابتن خالد جدلة، حديث برضو حوالين النادي الأهلي بتأكيد مباراة المقاولين العرب، الجدل اللي حاصل في مباراة الأهلي الأخيرة مع البنك الأهلي، بطولة الدوري الممتاز لحد دلوقتي الأهلي منها فين. الفقرة الثالثة هكون مع فقرة خط أحمر في البيت الكبير. للأسف أحمد أسامة مش معانا النهاردة، لكن زميلنا ونصه الثاني محمد فارس مشرفنا وهو طبعا هيتابع النهاردة فقرة خط أحمر في البيت الكبير. وعايز أقول لأحمد أسامة ألف ألف سلامة عليك، أنا أول مرة أعرف من شوية هطلع أكلمك سلامتك وهو بيشوفنا دلوقتي. طبعا ألف سلامة عليه، ودايما فقرة خط أحمر بصراحة يعني بتنول إعجاب كل الجماهير وكمان احنا بنستناها بشكل كبير، وانا متاكد النهارده هتكون حلقه ناريه من خط احمر نتيجه للاحداث اللي حدثت يمكن في الاسبوع الاخير. طبعا حضراتكم زي ما اتكلمنا النهارده الحدث الاكبر هي قرعه كاس العالم للانديه. القرعه اللي اقيمت في زيورخ المدينه السويسريه، اوقعت القرعه فريقنا النادي الاهلي في مواجهه مع فريق الدحيل القطري. هتكون ان شاء الله المباراه يوم الخميس 4 فبراير الساعه 7:30 بالليل. ان شاء الله ده هيتلعب المباراه على ملعب المدينه التعليميه في الدوحه، والفائز من المباراه ديت هيقابل العملاق البافاري يعني البايرن ميونخ. ان شاء الله باذن الله يكون النادي الاهلي يكسب اول مباراه وبعديها بقى نفكر مين اللي جاي، لان البايرن كمان من المباريات الكبيره اللي يحب النادي الاهلي يلعب فيها. يعني انتوا فاكرين واتكلمنا على جزئيه ان الكوره يعني ملهاش كبير، ويمكن اتكلمنا على مباراه البايرن في كاس المانيا وان البايرن ميونخ كان بيلعب بكل نجومه ويمكن يعني خسر او خرج من كاس المانيا عن طريق فريق من الدرجه الثانيه كيل، وكان الفريق يعني ظهر بمستوى عادي جدا رغم وجود عدد كبير من النجوم فيه. لكن البايرن طبعا قوه كبيره جدا جدا، لكن خلينا نتكلم بكل عقلانيه ان شاء الله هي المباراه الافتتاحيه، هي المباراه الاهم في وجهه نظري، هي المباراه ان شاء الله اللي هتوصلك باذن الله للدور قبل النهائي على طول ان شاء الله. ربنا يوفق لعبتنا فيها. احنا عندنا فريق الدحيل فريق قوي، فريق متميز جدا جدا، عنده عدد كبير جدا من النجوم الكبار، عنده لعيبه محترفه على مستوى عالي جدا. هنتناقش كل دوت مع عمر البنوبي لانه كمان عنده يعني عنده اخبار كثيره جدا عن هذا النادي. ان شاء الله ماتش النادي الاهلي وتحديدا الساعه 4 باذن الله مباراه اللي تليها هيكون مباراه تجمع ما بين اولسان هونداي ده بطل اسيا مع فريق تيجريس ده تيجريس اونال ده بطل كاس امريكا الشماليه والكونكاكاف.
الفائز من الفريقين دول حضراتكم عارفين ان المباراه الاخرى النهائيه في فريقين من البرازيل، يعني فريق من البرازيل بنتكلم على فريق قوي جدا جدا، عملاقين برازيليين، بنتكلم على فريق سانتوس، بنتكلم على فريق بالميراس. دول الفريقين ان شاء الله يكونوا يعني النهائي يوم 30، الفائز في هذا النهائي هيكون هيقابل او هيكون في دور التمهيدي لكاس العالم ان شاء الله. النادي الاهلي يعني دي المشاركه السادسه للنادي الاهلي، كلنا بنتكلم على طموحات كبيره جدا، بنتكلم على ازاي النادي الاهلي ان شاء الله خلال الفتره ديت القريبه جدا يستعد بشكل قوي جدا، ازاي النادي الاهلي يقدم مستويات تليق باسم اولا مصر، لان هو الممثل ممثل القاره الافريقيه وممثل مصر بشكل كبير جدا، ازاي النادي الاهلي باذن الله يعمل نتيجه جيده امام الدحيل ويصل للمباراه قبل النهائيه، وباذن الله كل الطموحات كل طموحات كبيره جدا جدا والثقه كبيره جدا في لاعبتنا وجهازنا الفني ان احنا باذن الله نوصل للمباراه النهائيه. نشوف مع حضراتكم تقرير عن النادي الاهلي وكاس العالم للانديه. بتاريخ عريض على صعيد المشاركة في نهائيات البطولة لا يملكه غيره من المنافسين، يستعد النادي الأهلي للمشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم للأندية والتي تستضيفها قطر خلال الفترة من الرابع من شهر فبراير المقبل وحتى 11 منه. وأقيمت قرعة البطولة مساء اليوم الثلاثاء وأسفرت عن وقوع الأهلي في مواجهة نظيره فريق الدحيل القطري في مستهل مشواره في البطولة العالمية، ويتأهل الفائز منهما لمواجهة بطل أوروبا العملاق بايرن ميونخ الألماني في مباراة الدور قبل النهائي للمونديال. ويشارك الأهلي في النسخة المرتقبة من البطولة بوصفه بطلا للقارة السمراء بعد تتويجه بطلا لدوري أبطال إفريقيا للموسم 2019-2020، وذلك للمرة التاسعة في تاريخه بعد فوزه على غريمه التقليدي في المباراة النهائية للبطولة بنتيجة 2-1، وذلك بعد مشوار حافل ومميز على مدار البطولة الأطول في تاريخ أبطال إفريقيا. ويشارك الأهلي في نسخة البطولة المقبلة للمرة السادسة في تاريخه متفوقا على كل الأندية العالمية باستثناء فريق أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، والذي لا يوجد أساسا مرشح غيره عن قارة أوقيانوسيا في كل عام. ويملك الأهلي تاريخا كبيرا في نهائيات بطولة كأس العالم للأندية، حيث شارك من قبل في 5 نسخ، وكان أفضل ظهور له في نسخة 2006 والتي أقيمت في اليابان، وحقق خلالها الفريق الميدالية البرونزية تحت قيادة الساحر البرتغالي مانويل جوزي المدير الفني للأهلي في تلك الفترة. جاء الظهور الأول للأهلي في نهائيات كأس العالم للأندية في عام 2005، وبعدها شارك في نسخ البطولة في أعوام 2006، 2008 و2012، بينما شهدت بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب في عام 2013 آخر مشاركة للمارد الأحمر في مونديال الأندية، وبعدها غاب عدة سنوات قبل أن يعود مجددا عملاق القارة إلى البطولة العالمية الأكبر على صعيد الأندية. وتشهد نسخة قطر 2021 من كأس العالم للأندية مشاركة عدد من أبرز الأندية أبطال قارات العالم، ومنهم بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا، تيغريس أونال المكسيكي بطل أمريكا الشمالية والكونكاكاف، وألسن هيونداي بطل كوريا الجنوبية وقارة آسيا، والدحيل القطري الفريق صاحب الأرض وممثل البطولة. ويتبقى فقط بطل أمريكا الجنوبية لاكتمال عقد الفرق المتنافسة على لقب مونديال قطر للأندية. مين بقى فريق الدحيل القطري ده؟ عايزين يعني يمكن نعرف حضراتكم هنا يعني بيه. فريق الدحيل القطري تأسس من 12 سنة بس، تحديدا في 2009، ولكن بسرعة جدا بقى واحد من أقوى وأهم الفرق القطرية والأسيوية أيضا. النهاردة بيشارك أو السنة دي في مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه، عشان هو طبعا صاحب الأرض، هو بينظم البطولة، هو بطل الدوري في قطر كمان. الدحيل النهاردة عنده يمكن في سنين قليلة قوي من 2009 زي ما قلنا لغاية النهاردة 7 ألقاب دوري،
عنده لقبين كاس قطر، عنده لقبين كاس الشيخ جاسم، ثلاث ألقاب لبطولة كاس الأمير، وعنده لقب وحيد في بطولة كاس ولي العهد. بيضم الدحيلة النهاردة مجموعة من اللعيبة الكويسة جدا، وفي مقدمتهم طبعا المهاجم القطري المعز علي، ده اللي فاز أو نال لقب هداف النسخة الأخيرة من بطولة كاس الأمم الأسيوية السنة اللي قبل اللي فاتت في 2019، ودي البطولة اللي كانت بتستضيفها الإمارات. كمان النهاردة الفريق ده بيضم المدافع الدولي المغربي مهدي بن عطية، نجم يوفنتوس الإيطالي والبايرن ميونخ الألماني السابق، وأيضا بيضم ثنائي منتخب قطر باسم الراوي وكريم بوضيف، دول أحدث انتدابات الفريق يعني الدحيل. طبعا عندنا مايكل أولونجا والبرازيلي الدولي دودو، دول طبعا بينضموا للفريق من صفوف بالميراس على سبيل الإعارة، والمدير الفني للدحيل طبعا الجزائري صبري الموشي، صبري الموشي اللي بيتولى النهاردة القيادة الفنية للفريق ده في شهر أكتوبر اللي فات. يعني صحيح، وكمان على مستوى اللاعبين زي ما انت قلتي عندهم لاعبين على مستوى عالي جدا، يمكن تاريخ النادي مش كبير لكن يمكن هو اتغير كمان اسم النادي لاسم اخر، لكن على مستوى اللعيبه عندهم لعيبه مميزه جدا. دودو البرازيلي ده لعيب مميز جدا، طبعا مهدي بن عطيه ابرز النجوم، طبعا عنده صولات وجولات في طبعا في البايرن، وبنتكلم على لعيب كبير في اليوفنتوس، بنتكلم كمان على مدير فني من اصل اعتقد فرنسي من اصل جزائري، كمان كان عنده خبرات على مستوى المنتخب، كان منتخب كوديفوار وكان عنده تجربه مع رين الفرنسي قبل ما يخش لفريق الدحيل. يعني فريق محترم، فريق لا يستهان به، ودايما بنقول ان البدايات بتكون مهمه جدا، بدايات البطولات، وخاصه البطوله ديت هي كلها ثلاث ماتشات باذن الله ربنا يوفق فيهم النادي الاهلي، لكن فريق يعني يستحق الدراسه. وانا اعتقد خلاص الجهاز الفني يمكن مركز في مباراه المقاولين ومباراه بيراميدز، لكن كمان بيبدا الشغل استعدادا ل ان شاء الله الشغل الفني استعدادا لكاس العالم للانديه. الحقيقه النهارده كمان كان للاسف كان في خبر وحش قوي، الخبر يمكن كلنا عارفين ان جماهير النادي الاهلي كنا متابعين غياب النجم الكبير وليد سليمان او اصابته في مباراه البنك الاهلي، وخروجه بعد يمكن دقائق قليله من الشوط الاول، وكان عنده شكوى من العضله الخلفيه. النهارده الاشعه اللي اجراها وليد سليمان اكدت اصابته بتمزق في العضله الخلفيه، هيغيب اكيد يعني مده لا تقل عن 4 أسابيع. تاكد غياب وليد سليمان طبعا كمان عن مشاركه في كاس العالم للانديه، ويمكن اتكلمنا هنا في البيت الكبير يمكن يعني كان في شويه قلق على وليد، واحنا قلنا طالما وليد لعيب كبير، يعني خلينا نبص من منظورين، المنظور الاولاني انت وليد لعيب كبير ولعيب عندك خبرات كبيره جدا، وانت بتسخن حسيت وخاصه العضله الخلفيه، واحنا قلنا كده في البيت الكبير لان الواحد عنده خبرات برضه في الملاعب، العضله الخلفيه عضله صعبه جدا، اول ما بتحس فيها بحاجه صغيره لازم على طول تريح، فاعتقاد الشخصي كان لازم وليد من نفسه حتى يحس ان هو لا يعني في حاجه صغيره، ف لا عندي حاجه مهمه وبطوله كاس عالم، وبالتالي كان ممكن وليد يطلب من الجهاز الفني ان هو ما يشاركش في المباراه. الجزء الثاني كمان ان يعني الجهاز الفني كان كمان يعني من الاولى ان هو يريح وليد، لكن قدر الله ما شاء فعل، يعني هو دوت نصيب وليد سليمان، اكيد هنخسره على المستوى الفني. وليد سليمان من اللعيبه الكبيره جدا وان شاء الله يرجع لنا في اقرب فرصه. كابتن سعد عبد الحفيظ كمان اكد ان وليد سليمان هيبدا من بكره على طول برنامج تاهيلي وبرنامج يأهل فيه وليد بشكل مناسب، وطبعا تحت اشراف الدكتور الفريق، وزي ما احنا عارفين يعني الاصابه ديت اكيد مش اقل من 4 أسابيع. نتمنى كل التوفيق لوليد، لان وليد كمان في الفترات الاخيره بيقدم مستويات رائعه، اصابته في مباراه البنك الاهلي وخرج تقريبا يعني بعد دقائق قليله، لكن وكان دخل طبعا ابو عيليا مكانه، لكن احنا دايما بنقول صحه اللاعبين اهم، ودي خبرات، ويعني كده كلمه صغيره في ودنك وليد، يعني ان شاء الله ربنا يعني يعديه على خير، لكن يعني كان لازم انت كمان تيجي منك ان انت تقول لا انا يعني مش قادر، وبالتالي يعني يرفع الحرج كمان على الاداره الفنيه. بنقول له الف سلامه عليه، هو طبعا ما شاركش لا في المونديال، لا هيشارك في المونديال ولا طبعا شارك في نهائي دوري ابطال افريقيا التاسع اهلي، بس طبعا يعني هو ادى اداء مبهر، ممكن يكون اتحسد طبعا، ظهر خلال مباراتي سيراميكا كليوباترا اللي نزل في اخر دقائق فيها وجاب جون جميل جدا، بعدها جاب جونين في مباراه الانتاج الحربي بعد طبعا ما نزل بديل، وجونين الحقيقه كانوا ملعوبين وجمال جدا،
فأنا برضو بقول لك ألف سلامة عليك، هنفتقدك، بس أعتقد أنه هيسافر مع الفريق، وحتى لو هيتابع أو هيشاهد المباراة وجوده في الملعب أو بره الملعب مهم جدا لكل الفريق يا وليد. سلامات. إحنا معانا دلوقتي وإحنا بنتكلم عن المونديال وأجواء الاستعدادات طبعا ومشاركة الأهلي الكبيرة جدا بعد سنوات كتير، معانا النهارده عن طريق سكايب دلوقتي على طريق عن طريق سكايب الناقد الرياضي أسامة السويسي عشان يكلمنا عن أجواء البطولة واستعدادات طبعا، يعني أجواء أكيد ولا أروع. كأس العالم للأندية شرفنا أستاذ أسامة، أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ إسهام، تحياتي ليكي والمشاهدي البيت الكبير، وطبعا للكابتن هاني رمزي صديقي العزيز، منور الدنيا كلها كابتن هاني. أهلا بيك يا أسامة. عايز اقول لكم في البدايه ان كاس العالم سعيد بوجود الاهلي، بعوده الاهلي كاس العالم، سعيد بعوده بطل افريقيا للمونديال، سعيد بعوده الفريق صاحب المشاركه رقم 6، هو اكثر فريق بيشارك في البطوله طبعا بخلاف اوكلاند سيتي النيوزيلندي، لانه ده بيشارك بصفه مستمره عن طريق قاره اوقيانوسيا. مش عايز اقول لكم ان الاستعدادات هنا لاستقبال الاهلي شكلها عامل ازاي، الاهلي ان شاء الله هيكون موجود تقريبا وسط جمهوره وفي ملعبه بالتمام كانه بيلعب في القاهره، خصوصا ان اللجنه المنظمه اعتمدت خلاص موضوع الحضور الجماهيري طبقا للاجراءات الاحترازيه المحدده، وهيكون ان شاء الله الحضور الجماهيري ما يقرب من 30% من ساعه الملعبين اللي هم المدينه التعليميه واستاد احمد بن علي بنادي الريان، وكل ملعب فيهم بيسع 40,000 متفرج، فبالتالي هيبقى عندنا اكثر من 13,000 متفرج، وهتكون الغالبيه العظمى للنادي الاهلي اللي بيحظى بجماهيريه كبيره جدا بين الجاليه المصريه هنا باذن الله، وهنسعد بيه وربنا يوفقه، وان شاء الله نتمنى لوليد الف سلامه، نقول له الحمد لله على السلامه، قدر الله وما شاء فعل، الإصابة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، ولكن سعيد إنه هيكون كمان موجود هنا علشان وجود وليد كعنصر من عناصر الخبرة الكبيرة، وليد روح للفريق، وليد مش بس الكابتن الثاني، لكن وليد وجوده مهم كمان، بالإضافة إن هو نوع من التكريم لوليد على مسيرته الطويلة مع الفريق، وكمان يتلقى العلاج التأهيلي هنا في مستشفى اسبيتار اللي بيجي لها من أوروبا عدد كبير من اللعيبه، ممكن كان اخرهم البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان اللي اتعالج في اسبيتار من اصابته الاخيره. يا اسامه عايز اسالك عن المتابعه النهارده، طبعا عارفين القرعه قيمت في زيورخ النهارده، عايزين نشوف ردود الافعال هناك في الدوحه على طبعا وقوع النادي الاهلي في اول مباراه امام فريق الدحيل القطري. هو طبعا الناس ما كانتش تتمنى ان الفريقين العربيين يلعبوا مع بعض ويطلع منهم واحد بس للمنافسه، ولكن قدر الله ما شاء فعل، دي القرعه. بس هي المساله ان انا شايف ملاحظ بعض الناس بدات تتكلم على مواجهه بايرن ميونخ، بايرن ميونخ لسه دي محطه ثانيه، وانا اللي واثق منه ان الجهاز الفني بيتعامل مع الموضوع خطوه خطوه أكيد. خصوصا زي ما شرحته ان فريق الدحيل فريق لا يستهان به، مش معنى ان هو بيشارك بصفته بطل الدوله المنظمه، لا، فريق الدحيل فريق قوي جدا، فريق عنده عناصر كثيره جدا متميزه، وكان احد المنافسين على لقب دوري ابطال اسيا في السنوات الماضيه، ورغم حداثه العهد فريق الدحيل مؤسس سنه 2009، وخلال 11 سنه بس من مشاركته في دوري النجوم القطري خد اللقب 7 مرات، تخيل 7 مرات. اكيد، وعنده لعيبه محترفه كمان كتير يا اسامه، يمكن من خلال يمكن اتكلمنا انا وزميلتي سهام على عدد المحترفين ومستويات اللعيبه، احنا عارفين ان عدد المحترفين في الانديه القطريه حسب اللائحه بتكون 5 لاعبين، منهم كمان 2 على سبيل الاعاره، بتكلم على بن مهدي، بتكلم على دودو، يعني كمان عناصر مميزه جدا. خلينا نتكلم خط خط يا كابتن، ونبدا باهم خط في الدحيل، الخط الامامي. الخط الامامي ده فيه زحمه كبيره جدا، 2 جناحين ممتازين بالسرعه الرهيبه، ادميلسون في اليمين وده بلجيكي من اصل برازيلي، ودودو في الشمال وده برازيلي خالص، الاثنين دول مهاريين وسرعة جدا، ودول بيمثلوا عنصر اللعب الاساسي للفريق، خصوصا في الحالات الهجوم العكسي من التحول من الدفاع للهجوم، عندهم سرعات غير طبيعيه، الاثنين مميزين كصناعه برازيليه بالمهاره العاليه جدا، بالاضافه للسرعه، بالاضافه لقوه التسديد، بالاضافه لصناعه اللعب.
مركز رأس الحربة بقى فيه زحمة شديدة جدا. رأس الحربة الصريح عندهم في الدحيل انضم مؤخرا أولونجا، أولونجا المهاجم الكيني هداف الدوري الياباني، ورقم اثنين في الفريق بعد وجود أولونجا المعز علي هداف المنتخب القطري، ورقم ثلاثة محمد منتاري مهاجم المنتخب القطري. زي ما قلت بالنسبة لخط الوسط، كمان تم تدعيم خط الوسط قريب جدا من أسبوعين بصفقة قوية جدا ومهمة جدا، وهي الإيراني الدولي علي كريمي كمحور ارتكاز بيلعب بجوار سواء كريم بوضياف أو لويس مارتن جونيور أو اللعيبة اللي هي عندهم حلول للعيب المهاجم اللي من تحت اللي بيكمل مع رأسي الحربة، وكلهم دول لعيبة مواطنين. أما خط الدفاع فبيقوده المغربي المخضرم المهدي بن عطية، معاه اتنين دوليين بسام الراوي، بالإضافة إلى أحمد ياسر المحمدي وده شقيق حسين ياسر المحمدي. عندهم كمان ثلاث حراس، الثلاث حراس دلوقتي اللي حارس الشاب الأساسي اللي بيلعب صلاح زكريا، أما الحارس الثاني فهو دولي أيضا محمد البكري، والحارس المخضرم خليفة أبو بكر بقى الحارس رقم ثلاثة. يمكن شوية عندهم مشاكل في الظهير الأيمن والظهير الأيسر، علشان كده جابوا علي من الله من الوكرة بالإضافة إلى وجود سلطان البريك، ولكن الفريق بشكل عام خط هجومه قوي جدا بدليل ان هو مسجل 36 هدف في 15 مباراه، ولكن في المقابل خط دفاعه مش بنفس الصلابه ومش بنفس القوه، اهتزت شباكه 21 مره. النهارده من شويه متعادلين مع نادي قطر في الجوله 15، وكده الفريق بيحتل المركز الثاني بعيد عن السد، لان السد خلاص مع تشافي هرنانديز السد وصل ان هو تقريبا يعني هيتوج بدري باللقب. الدحيل فايز في 9 مباريات ومتعرض ل5 هزايم، وعنده تعادل وحيد اللي هو التعادل بتاعه النهارده. صبري لاموشي المدير الفني الفرنسي من اصل عربي بيمتلك حلول في كل المراكز باستثناء ظهيري الجنب. ظهيري الجنب احيانا لما بيغيب علي من الله بيلعب محمد موسى بشكل اضطراري او اسماعيل احمد الجناح، نفس الكلام بالنسبه لسلطان البريك لما بيغيب بيضطر يجيب لعيب جناح اللي هو علي عفيف ويلعبه كظهير ايسر. ولكن لا، من الواضح جدا يا سامي، طبعا هو انت بتتكلم على فريق محترم، فريق يعني ان شاء الله يكون النادي الاهلي مركز بشكل كبير. وانت زي ما بتقول لو احنا يعني فصلنا هذا الفريق كمان لما تتكلم على النادي الاهلي بدايه من حراسه المرمى الخط الظهر الوسط، عندنا كمان لعيبه على مستوى عالي جدا جدا. احنا منتظرين ان شاء الله مباراه ان شاء الله تليق باسم النادي الاهلي وتليق باسم بطل افريقيا، لكن اللي بتقول عليه دوت يعني ما بي يعني هو مش هيقلق ان شاء الله، لكن بيزيد من تركيز بس الفريق. بس مهمه جدا، لازم نعمل حسابنا ونحترم الفريق بشكل انت كبير. انت بتتكلم يعني يا اسامه، وده كلام مهم قوي عن نقاط القوه والضعف لفريق الدحيل، وده المهم جدا انه جماهير النادي الاهلي تعرفه زي الفريق بالظبط. بس انا عايز اتكلم معاك بقى وانت هناك في قلب الحدث، تكلمني اكتر بقى عن اهتمام وسائل الاعلام بمشاركه نادي كبير زي النادي الاهلي، الصحافه، وسائل الاتصال الاجتماعي بتتكلم ازاي في هذا الموضوع؟ والله زي ما قلت لحضرتك الناس هنا ما يعني على الصعيد الاعلامي وعلى الصعيد حتى رسمي مبسوطين ان النادي الاهلي هو اللي جاي يمثل قاره افريقيا لما يمتلكه من شعبيه كبيره جدا سواء بين المصريين او شعبيه في منطقه الخليج بشكل عام، خصوصا ان النادي الاهلي معروف ان هو نادي بيكون وجهه مشرفه للكره الافريقيه والمصر بشكل خاص في كل المناسبات اللي بيشارك فيها، كمان بالاضافه الى ان هو بيمتلك جاليه كبيره جدا هنا ومشجعين مجانين اهلي بصراحه. ان شاء الله هتشوفوا مفاجآت غير طبيعيه جهزتها رابطه مشجعي النادي الاهلي في قطر، بدايه من وصول الفريق لمطار الدوحه. طبعا الكل هنا ملتزم بالاجراءات الاحترازيه اللي مفروضه من الدوله تجاه فيروس كورونا كوفيد 19، وبالتالي في ترتيبات مع اللجنه المنظمه ان يكون في استقبال من خلال الاجراءات الاحترازيه ديت، ويكون مفاجاه لعيبه الاهلي عشان يحسوا ان هم وسط جمهورهم ومش مش 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 بره مش بره مصر ان شاء الله. بالاضافه لان الاقبال على التذاكر اللي بدا من امبارح من قبل ما يعرفوا الاهلي هيلاعب مين اقبال غير
طبيعي على التذاكر، خصوصا ان الساعه المحدده للحضور الجماهيري هتكون 30%، والناس هنا ملتزمه جدا بكل الاجراءات الاحترازيه، وكل واحد عارف انه عشان ياخد التذكره هيحجزها عبر موقع الفيفا، بالاضافه ان هو مش هيستلمها غير لما يخضع لفحص كوفيد 19 قبل كل مباراه ب 72 ساعه. أكيد طبعا، كل التوفيق. بنشكرك أولا يا أسامة على هذا الشرح الوافي لفريق دحيل، وكمان على شرحك للأجواء استقبال دوحة للنادي الأهلي، وإن شاء الله على تواصل دايما معاك لطبعا معرفة وكواليس أخبار النادي الأهلي منذ وصوله. إن شاء الله نتمنى التوفيق للنادي الأهلي، وبنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا في قناة النادي الأهلي أسامة السويسي. شكرا جزيلا لك أسامة. بتمنى أنه الأهلي يحتل مركز كويس في البطوله دي. انا في رايي ان شاء الله باذن الله المباراه الافتتاحيه، انا اعتقد النادي الاهلي لو ان شاء الله باذن الله حقق نتيجه ايجابيه هنقابل البايرن، لكن دي حساباتها مختلفه خالص. المباراه الاولى طبعا هي المباراه الاهم، يعني مهمه جدا لفريق النادي الاهلي وجمهوره. اكيد في بقى خبر حلو حقيقه جميل جدا وسعيد، وبيرد على كل الكلام الفاضي اللي بيتقال في الفتره اللي فاتت دي حوالين محمد شريف مش بيفكر يجدد الاهلي ليه. في انديه سين وصاد النهارده بتفاوض محمد شريف، كلام طبعا من الناس الحقيقه، يعني انا مش عارفه هم بيجيبوا الكلام ده منين، بس النهارده مسؤولين الاهلي نجحوا في تجديد عقد محمد شريف لموسمين زي ما حضراتكم شايفين اهو، هيخلص عقده باذنك يا رب في 2024 بعد ما كان مقرر انه يخلص في 2022 السنه الجايه. امير توفيق زي ما انتم شايفين النهارده مدير التعاقدات طبعا في الاهلي كان في جلسه ما بينه وما بين كابتن محمد، اتفق خلالها على تمديد عقد محمد، وطبعا اللاعب طبعا وافق، ما كانش ليه اي شروط، قال ان الاهلي ده بيته وجدد عقده بكل ترحيب وبيستمر ان شاء الله زي ما قلنا تألقه مع فريق النادي الاهلي. عارفين حضراتكم كمان انه الاهلي كمان يعني كان راجع محمد شريف للفريق السنه دي بعد ما تألق في الموسم اللي فات مع انبي وقدم مباريات كبيره جدا مع الفريق البترولي. النهارده كمان يعني من ضمن الاخبار الكويسه جدا انه النادي الاهلي بيجدد عقد علي لطفي لمده 3 سنين، بيستمر كده علي مع الفريق الفتره طبعا اللي جايه. بنتمنى ده كان مهم جدا كل التوفيق ليه، ومحمد بنقول لهم الف الف مبروك. طبعا كان مهم جدا اولا انك عندك لعيب مميز زي محمد شريف، انك في اطول فرصه او اطول عقد ممكن هو يمديه، والنادي الاهلي قام بهذا الموضوع. كمان على المستوى النفسي وعلى المستوى المعنوي لعلي لطفي، علي لطفي من اللعيبه المميزه جدا، حارس مرمى كبير. كمان انتم عارفين غياب محمد الشناوي خلال الاربع مباريات الدوري اللي جايين، كمان تجديد علي لطفي كمان على الجانب النفسي مهم جدا ان يكون في استمراريه وفي استقرار في يعني حياه اللعيب. وعلي لطفي ان شاء الله كمان ما نحسش بغياب الشناوي، رغم الشناوي طبعا قيمه كبيره جدا، لكن كل التوفيق للاعبين باذن الله. طيب نروح سريعا لاخبار استعداد فرقتنا النادي الاهلي لمباراه يوم الخميس الجاي ان شاء الله امام المقاولين العرب. النهارده يعني صانع العاب الفريق وبطل القضيه زي ما بيقولوا محمد مجدي قفشه اتعرض لكدمه في القدم يعني خلال مشاركته في تقسيمه النهارده. قفشه ما كملش التقسيمه، ويمكن انها قبل ما تنتهي بدقائق خضع قفشه لبعض الفحوصات الطبيه عن طريق الدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق، اللي فضل طبعا عدم استكمال لاعب فقرات التدريب. وعايز اقول ان وارد الكدمات ديت، ما تقلقناش طالما كدمه في القدم ان شاء الله باذن الله بيعود سريعا جدا. يمكن هو الجهاز الطبي قال لك لا ما يكملش التمرين حفاظا عليه، لكن ان شاء الله باذن الله تكون حاجه بسيطه باذن الله. الف سلام عليه. طبعا النهارده لعيبه الاهلي بيأدوا تدريبات بدنيه قويه تحت اشراف كابتن كابيلو مدرب الأحمال لمدة 30 دقيقة في تدريبات بالكرة، فقرات متنوعة النهاردة بيأدوها بعد ما خاضوا تقسيمة قوية بين 3 مجموعات على مرمى واحد. موسيماني النهاردة حريص جدا أنه ينفذ بعض الجوانب أو الجمل التكتيكية والفنية ويوجه بعض التعليمات للعيبة. وكان النهاردة يمكن بيتسو موسيماني بيعقد محاضرة معاهم قبل ما ينطلق المران على ملعب التتش، اتكلم معاهم على أبرز السلبيات إيه هي الإجابات في مباراة الفريق الأخيرة قدام البنك الأهلي، كمان اتكلم معاهم على مباراة المقاولين العرب اللي جاية وكيفية الاستعدادات طبعا ليها بشكل أفضل. فإن شاء الله كل التوفيق ليهم في مباراة يوم الخميس إن شاء الله.
ان شاء الله باذن الله كل التوفيق لفرقتنا مباراه النادي المقاولين يوم الخميس ان شاء الله، استعدادا كمان لبطوله كاس العالم ان شاء الله. كل توفيق لفرقتنا. خلصت اخبارنا، هنطلع فاصل، وبعد الفاصل نستقبل الضيف المميز عمر البنوت. بجدد التحية مع حضراتكم، وفقرة الثلاث المميزة مع المميز عمر البنوبي، طبعا النقد الرياضي المتميز، وحديث مطول عن كاس العالم للأندية، ازاي شاف القرعة، يعني ان شاء الله النادي الاهلي ومقابلته الاولى امام دحيل القطري، كل ده من خلال الناقد الرياضي الكبير المتميز عمر البنوبي. بنرحب بيك يا عمر. والله وحشتنا. ميرسي يا كابتن على المقدمة دي. يمكن اول مرة يعني كان ماتش الاهلي، بس اهم حاجة الاهلي كسب يوم الثلاث اللي فات، و كلنا فرحنا يعني، وكان الاداء جميل. وبمناسبه الف سلامه لوليد سليمان، يعني كان هو اتحسد شويه. صحيح. يعني احنا يعني كنا نتمنى ان وليد يكون في بطوله عالميه زي ديت، لكن يعني قدر الله ما شاء فعل، وان شاء الله باذن الله اولادنا اداءه وقدود. شفت القرعه ازاي عمر؟ تابعتها ازاي النهارده؟ لا النهارده يعني كان يمكن في وقت ظروف الكورونا اللي احنا فيها، الاحداث اللي بقت زي قرعه كاس العالم للانديه، جائزه الافضل بقت بتتعمل كلها من مقر الفيفا، من داخل مقر الفيفا، بتقتصر على فردين ثلاثة هم اللي بيقدموا، لو في حد بيبقى اونلاين وكده. شفتها النهارده لايف اونلاين الساعة 5 من زيوريخ. الحقيقة كان موضوع مبسط جدا، ما اخدتش 15 دقيقة بالظبط، وكان يعني اللي بيدير القرعة هو نائب مدير المسابقات في الفيفا، وكانت اللي بتقدمها جيسيكا ليبرتس المذيعة الألمانية. يمكن هي بتقدم دلوقتي استوديو بونز ليجا، اكيد حضرتك بقى متابع على طول. يعني بونز ليجا مميزة جدا، وبيستعينوا بقى دلوقتي في الفيفا الايفنتات الكبيرة طبعا. يعني في الفيفا كتير، هي مثلا عملت الفيلم بتاع عيد ميلاد بلاي 80، هي اللي قدمته، وعملت حوارات مع يورجن كلوب ومورينيو وكافو واساطير الكرة العالمية في الوقت ده. الحقيقة حاجة كانت جميلة، شفت تجربة بالمناسبة هايلة، يعني في ظل الظروف اللي احنا فيها، ان انت تقدر تقدم حدث زي ده بالبساطة دي، برضو بتستعين بواحد من نجوم الكورة، برضو كان اللي بيسحب القرعة النهاردة دييجو، اللي هو حارس مرمى فولفسبورغ الألماني السابق ومنتخب سويسرا، دييجو بيناليو، هو كمان يعني آخر محطة له لعب في موناكو شوية، برضو من الوجوه اللي لعبت كأس عالم كمان مع منتخب سويسرا. يعني كان حدث بسيط وجميل، وان انت تشوف اسم النادي الاهلي وسط الانديه العملاقه على مستوى العالم، ابطال القارات المختلفه، اعتقد حاجه تدعو للفخر. يعني ان انت في ظل كل الظروف اللي بتمر بيها الكوره في افريقيا، وحتى في الدوري المصري، الدوري اللي كان مضغوط والبطوله اللي ما كانتش سهله، والظروف الكتير اللي انت كنت فيها، ان انت بتقدر توصل انك تبقى وسط اكبر انديه العالم. ده حقيقي. وانت بتتفرج كده على القرعه من اونلاين، وقبل القرعه ما بتتسحب، كان ليك تمنيات او فرقه يعني تقول يا رب دي تبقى مع الاهلي؟ واول ما شفت دحيل كان ردود افعالك ايه؟ يعني انا لو كنت اتمنى حته فنيه شويه، كنت اقول انه أولسان الكوري كان يبقى بالنسبه لي افضل. لو ليه؟ لانه أولسان الكوري مش بيمر بافضل مراحله في الوقت الحالي، بعد ما اخذ بطوله دوري ابطال اسيا، المدرب اللي كان معاه مشي، ظروف الفريق مش هي احسن حاجه في الوقت الحالي، فممكن شويه اقول ان يعني انت قبل كنت مستني يطلع نفسي شويه، يعني نفسك قلت انه احسبها ورقه وقلم يعني. لكن لما جه فريق الدحيل القطري، يعني انا شايف انه قرعه برده مش وحشه، بالعكس النادي الاهلي اي منافس من الثلاثه، سواء كان تيجرس المكسيكي او اولسان او الدحيل، ما تفرقش في النهايه، انت رايح تلعب عشان تكسب المباراه دي، وبعد كده تفكر في اللي بعدها. المباراه مش هتبقى سهل، يعني اعتقد برضو كل الفرق اللي جت فرق قويه، وفرق هم ابطال القارات بتاعتهم، يمكن الدحيل هو ممثل البلد المنظم، لكن برضو فريق عنده عناصر من المحترفين جيده. في الاهلي بقى انا بص كمان للنادي الاهلي، لا انا عندي برضو احسن عناصر محترفه داخل قاره افريقيا، بطل افريقيا، بطل ثلاثيه في الموسم اللي فات، بمثل القاره كلها في كاس العالم للانديه، وانا الممثل الوحيد للكره المصريه لحد النهارده في البطوله دي، فاعتقد انه انا برضو تاريخي يسمح لي ان اتفائل قوي بضربه البدايه ان شاء الله، وانه الاهلي يقدم مباراه كبيره ويصعد للمباراه اللي بعدها ان شاء الله. ودايما انا في اعتقادي الشخصي ان شاء الله المباراه الافتتاحيه دايما المباراه المهمه جدا، يمكن مش اهم مباراه الا لو انت رحت المباراه النهائيه، لكن مباراه مهمه. يعني الدحيل بنتكلم على فريق محترم، لكن مقارنه كمان بتاريخ النادي الاهلي ونجوم النادي الاهلي، قادرين باذن الله ان احنا نعدي، ولما نعدي هنقابل البايرن.
وخلي بالك يعني انا لو كنت بلعب اتمنى اقابل بايرن، مباراه عظيمه، مباراه مع ابطال العالم. فيعني اعتقد دي كمان دي حوافز للاعيبه النادي الاهلي، ان حتى في مباراه الضحيه ما بنفكرش في البايرن، لكن ده حوافز ان انا لو كسبت هلعب مباراه عالميه. يعني عارف يا كابتن هاني، يمكن لعبت قدام بايرن كتير قوي عشان انت بونز ليجا من زمان قوي، وكسبت بايرن قبل كده كمان كتير في البونز ليجا، لكن اعتقد اول بطوله ليه كانت على حساب بايرن ميونخ يا كابتن. اول بطوله 3-1، اول ماتش اول فيردا بريمن بايرن ميونخ، فيردا السوبر الالماني 94 بالظبط. يمكن لعبت انت على خط هجوم في الماتش ده فظيع. لا كان كمان بابان وكان سوتر السويسري وكان لوتا ماتيوس كان بيلعب، اوليفي كان يعني كان هيعد وداني مره في كوره طالع في الكورنر. لا يعني فريق عظيم، يعني فريق كبير طبعا، تاريخ كبير. لكن برضو ارجع اقول لحضرتك، الاهلي ياما لعب قدام فرق كبيره سواء على المستوى الودي او على مستوى بطوله كاس عالم للانديه. انا شايف انه لا، تاريخ الاهلي يسمح له جدا ان هو ان شاء الله يعدي المباراه دي، ويفكر كمان بعد ما يعدي المباراه الاولى انه انا ايه المشكله انا العب قدام بايرن ميونخ. بس عندي وجهه نظر بسيطه في الحكايه دي يا كابتن هاني، مهما كانت فرقه كبيره، مهما كانت الفوارق الفنيه والقيمه التسويقيه للعيبه، في النهايه ماتش 90 دقيقه، ظروف الماتش نفسها ممكن تحكمك. تخيل انت نزلت تلعب بايرن، اتطرد منهم لعيب مثلا في اول ماتش كسيناريو مثلا يعني، وبعد كده انت بتلعب مثلا، انت بتلعب فرقتك كامله وبتلعب 10 لعيبه من بايرن مثلا. لا يعني كمان خلي بالك عمر، انت اكيد متابع كاس المانيا، البايرن بيلعب كيل، ده درجه ثانيه، هولشتاين كيل فرقه يعني ما فيش خالص يا كابتن هاني، وقدرت انها تطلع بايرن ميونخ. وبعدين هنروح بعيد ليه؟ احنا لعبنا كاس عالم 2006 النادي الاهلي، لو كنا عدينا انترناسيونالي وصلنا النهائي ببرشلونه، لما وصل النهائي في البطوله دي ما لعبش كوره خالص واتغلب وخسر البطوله دي. انا كنت شايف ان الاهلي كان مستواه في البطوله دي اعلى بكتير من كل الانديه اللي كانت موجوده على مستوى الاداء الفني. اي حد شاف بطوله 2006 عارف ده كويس جدا. طول كاس عام 2006 الاهلي كان اعلى فريق فني بيلعب في البطوله دي كان هو نادي الاهلي. فيعني الحكايه هاخدك لسؤال يعني هخرجك شويه، وانا عارف ان مفيش مقارنات ما بين الاجيال، لكن لو قلنا 2006 و2021 عمر، انت شايف ازاي مقارنه بال يعني شايف الصورتين ازاي؟ عارف يا كابتن هاني، ده سؤال من اصعب الاسئله اللي ممكن تسال. لانه بيجي جيل يبقى موجود ما ينفعش تحطه في مقارنه مع جيل تاني، بالعكس كل جيل هيجتهد علشان يقدم احسن ما عنده علشان يكتب اسمه في تاريخ النادي الاهلي. لكن الجيل بتاع 2006 ده جيل يعني اللي عمله ما ينفعش يتقارن بيه دلوقتي، الظروف مختلفه طبعا زي ما حضرتك قلت، احنا ما بنقارنش بين الاجيال، بس لا ظروف 2006 حاجه ثانيه يا كابتن هاني. يعني برده معلش الفريق في ظروف بعيده كمان عن الكورونا والكلام ده، انت كان عندك فريق متكامل، فريق كله عناصر دوليه، كان عندك مانويل جوزيه كان مدير فني، كانت فتره استثنائيه قوي في تاريخ النادي الاهلي، حتى المباريات والبطولات اللي اخذناها كانت كبيره وقويه قوي. المنافسه في الدوري المصري كان الى حد ما يعني الاهلي كان مكتسح كل حاجه، بس يعني الى حد ما كانت الفرق الثانيه عندها شويه من النديه، فكنت بتقدم مستوى في الدوري بتجهز بيه فريقك لانه يلعب افريقيا يكتسح افريقيا انه يدخل كاس العالم. احنا شايفين على الشاشه دلوقتي نشوف المستوى والاداء ده انك تقدمه قدام اوكلاند انترناشونالي. يعني من الماتشات اللي يتزعل عليها ماتش انترناشونال، لعبت بعد كده مع كلوب امريكا المكسيكي وقدرت انك تكسبه باداء جيد جدا. فاعتقد انه يعني النادي الاهلي ما اقدرش اقارن جيل 2006 بالجيل اللي جاي، لكن اقدر اقول لهم ان انتوا بصوا على جيل 2006 يقدروا يكتبوا تاريخ، يقدروا ان انتوا تكتبوا تاريخ، لان برضو كل العناصر اللي موجوده في فريق النادي الاهلي في الوقت الحالي عناصر مميزه جدا. صحيح. فكره كمان الحافز يا كابتن هاني، ان اللعيبه دي في معظمها بيلعب كاس العالم للانديه للمره الاولى. انا افتكر كويس قوي لما واتر بواليا وقع للنادي الاهلي، كان في حواره كمان مع حضرتك هنا ومع سهام صالح، اتكلم في حته انا جاي العب كاس عالم انديه، يعني انا جاي اول بطوله العبها كاس العالم للانديه، هفكر ازاي في اي عرض تاني اصلا. يعني حتى هو كان عنده ترجي التونسي مثلا. بالظبط. بس في النهايه انا رايح بطل افريقيا. وهنا قيمه النادي الاهلي في حته انه ليه النادي الاهلي بينافس على كل البطولات، وليه النادي الاهلي حريص جدا على انه ما يفقدش بطوله افريقيا، وانه طول الوقت بيحاول سواء ما وفقش في نهائي او اثنين او ثلاثه، فهو بيحاول برضه انه يكون موجود على منصه التتويج علشان اللي احنا بنتكلم فيه ده، علشان انا ابقى النادي اللي لعيبتي ما بتفكرش انها اصلا تخرج منه.
كام لعيب خرج من النادي الاهلي في السنتين اللي فاتوا هيبقى شكله ايه وهو بيتفرج على فريق النادي الاهلي في بطوله كاس العالم للانديه. في النهايه كابتن محمود الخطيب قال كلمه حلوه قوي لما اتسال عن بعض اللعيبه اللي سابت النادي الاهلي، قال مش زعلان منهم لكن ازعل عليهم. صح. ازعل عليهم فعلا لده، لان صح. هو كمان بيتكلم بخبرات لعيب الكوره اللي عارف قيمه ازاي تصنع تاريخ وتصنع مجد، فاعتقد انه الجيل اللي موجود قدامه فرصه ذهبيه انه يحقق حاجه كبيره جدا لاسمه والتاريخ والفتره اللي جايه. طيب طبعا كلنا بنشوف يعني على الشاشه طبعا دي بطوله 2006 المميزه النادي الاهلي ادى فيها بشكل اكتر من رائع، وانا معاك يا عمر ان هو كان يستحق الوصول للمباراه النهائيه، لكن كلنا امل ودوت يعني لو لعبتنا بتتفرج دي ده لا يعني بتديه موتيفيشن وتديله حوافز ده معنويه كبيره جدا. نجم كبير زي ابو تريكه، بنتكلم على كل نجوم النادي الاهلي اللي كتبوا تاريخ، وهذا الجيل عنده فرصه ذهبيه كمان انه يكتب كمان تاريخ كبير جدا ليهم وللنادي الاهلي من خلال البطوله اللي جايه. طيب المباراه الثانيه اللي هتكون ما بين اولسان وتيجريس، ده دي مباراه كمان انت شايفها على المستوى الفني ازاي؟ انهي افضل فنيا او مين عنده حظوظ اكتر للوصول للمباراه القادمه النهائي؟ يعني النهارده الصبح بالصدفه كده بتكلم مع كابتن عظيمه وهو لعب في اولسن هيونداي، يعني هو كان اول جيل خد الدوري الكوري مع اولسن هيونداي، والحقيقه اتكلمنا في فرق الكوره ما بين كوريا وما بين افريقيا وما بين امريكا الشماليه. اعتقد ان الماتش ده هيبقى صعب جدا لان فريق تيجرس فريق عنده القوه البدنيه عاليه قوي، فريق اولسن عنده السرعات عاليه جدا وانتشار في الملعب رهيب، يعني هم عندهم حته التزام تكتيكي التزام وكمان من الفرق اللي صعب انك تكسبها لو انت مش في احسن حالاتك، لازم تكون في احسن حالاتك عشان تكسبها. فاعتقد انه هتبقى مباراه صعبه وصعب تتوقع مين اللي يفوز، لكن انا شايف انه الارجح كده ان تيجرس المكسيكي ممكن يعمل المفاجاه وهو اللي يصعد لمواجهه بطل كوبا ليبرتادورس في لسه المباراه النهائيه يوم 30 يعني. المباراه كانت اتاجلت علشان فيروس كورونا وبقت يوم 30 يناير ما بين فريقين كبار، بتتكلم على فرقتين من البرازيل يعني. فرقتين كبار وبالميراس الحقيقه السنه دي اعتقد ان هو اللي هياخد البطوله، يعني بالميراس تعاقد مع مدرب برتغالي هو ابل فيريرا كان بيدرب باوك اليوناني السنه اللي فاتت، مدرب جيد عنده طموح شاب وانا تابعته فتره في الدوري اليوناني مع باوك وكان موجود قبل كده برضه في الدوري البرتغالي تابعته عشان كان بيدرب كوكا في وقت من الاوقات. ابل فيريرا من المدربين الكبار اللي قدر ان هو يعني فكرته انه يطلع ريفر بليت طبعا الارجنتين ويكسبهم 3-0 يعني في الارجنتين، الموضوع مش سهل طبعا، وكان هيتعمل عليه ريمونتادا في ماتش الاياب. فالحقيقه اعتقد ان بالميراس الاقرب يعني عنده افضليه لانه اتفرجت على الماتشين، سانتوس مش بنفس قوه بالميراس فنيا على ارض الملعب، بخلاف انه برضو لما بيكون عندك مدرب شاب وعنده طموح ومعاه فريق كويس بيبقى يقدر ينقل طموحه ده للعيبه بشكل سريع، لانه كمان ابل فيريرا ما خدش وقت طويل مع بالميراس علشان يوصل للمستوى ده. فاعتقد انه راح لهم امتى؟ راح لهم ما كملش دلوقتي 3 شهور. فاعتقد انه هيكون هو البطل، بس يعني حتى لو تيجرس او اولسن عدوا من المباراه دي مش هيعدوا المباراه اللي بعدها تبقى صعبه زياده عن اللزوم، يعني فرق المستوى هيبقى عالي قوي ما بين الاثنين اللي بيتنافسوا. يعني ده يعتبر فريق برازيلي ضمن بالظبط، يعني هيبقى مباراه يعني. مش هتبقى سهله، لكن في نفس الوقت اعتقد ان الحظوظ هتبقى بطل كوب ليبرتادورس هو اللي يوصل فاينل، هيبقى اقرب شويه. طيب كان كمان فرص، وكنا بنتكلم على الحضور الجماهيري وكان معانا اسامه السويسي هناك من الدوحه، وطمنا ان في اجراءات احترازيه على اعلى مستوى وحضور جماهيري بنسبه 30%، ده كمان بلس ودوافع جديده. 30% يعني. اهلي 30% اهلي بالظبط، يعني 30% اهلي، انا متاكد من دي. جمهور النادي الاهلي موجود في كل حته، شفناه في اليابان وشفناه في المغرب وشفناه في اي مكان النادي الاهلي بيروحه بتلاقي جمهور النادي الاهلي موجود. فاعتقد ان ال 30% دول نتمنى بس ان هم يحضروا وتكون الاجراءات الاحترازيه زي ما قرينا، يعني شفت اللجنه المنظمه بتتكلم فكره انه يبقى في تيست قبل 72 ساعه من المباراه، هيكون في فصل كامل ما بين الجماهير المقيمه في الفقاعه الطبيه وما بين الجماهير اللي هتحضر برضو، ويبقى ارتداء ماسكات في كل الاماكن ممنوع انها تتشال. اعتقد انه هتبقى تجربه برضو مهمه لانه الحضور الجماهيري حتى لو بنسبه 30% مهم قوي ان احنا نجرب التجربه دي
في ظل الظروف اللي احنا صحيح فيها. صحيح، ممكن التجربه دي بعض الدول، واعتقد هم كمان بيقوموا بتجارب كتيره جدا، لان قطر مستضيفه كاس العالم الجاي، وبالتالي بتبقى بتعمليه بروبا، يعني ازاي بتستعد لاجراءات احترازيه، وجود جماهير 30%، ممكن لو اجراءات مشيت بشكل سليم جدا ممكن بطوله تقام، يعني مثلا الاولمبياد ممكن يكون في عدد من الجماهير موجوده، فكل ديت من خلال التعايش بشكل او باخر مع فيروس كورونا. يعني شفت السوبر الاوروبي اتلعب ب 30% من ساعة ملعب بوشكش، فكانت تجربة برضو كانت ناجحة. أتمنى أن احنا يعني نشوف جمهور النادي الأهلي مرة ثانية في المدرجات في بطولة كأس العالم للأندية، وأتمنى أن احنا نروح نلعب بايرن ميونخ بصراحة. يعني بالنسبة لنا احنا برضو لنا تاريخ مع بايرن ميونخ. على بايرن والنادي الأهلي ليه تاريخ طويل مع يعني مواجهات البايرن والبايرن ميونخ على سبيل تاريخ كبير جدا، ونتمنى كلنا نتمنى نشوف النادي الاهلي بيلعب في المباراه قبل النهائي مع البايرن. تاريخ نادي الاهلي مع البايرن، لا اول مباراه الاهلي يلعبها مع بايرن ميونخ مع جيل تاريخي من البايرن الاهلي كسب، كان يعني اول مباراه، اول مباراه بين الاهلي وبايرن سنة ميونخ كام؟ مباراه وديه سنه 77. المباراه دي يمكن من المباريات الجميله في تاريخ النادي الاهلي، يمكن نشوف هايلايتس بالالوان، وجزء هيبقى بالابيض والاسود. ده جون كابتن شريف عبد المنعم في سيب ماير، سيب ماير، سيب ماير، يعني هو كابتن شريف عبد المنعم سجل الجول الاول للنادي الاهلي، وده الجول الثاني كابتن محمود الخطيب اسطوره النادي الاهلي ورئيس النادي الحالي. كان كره هيلعبها كابتن مختار جوه منطقه الجزاء، وهيستقبلها كابتن خطيب وهيسجل جول الفوز. كابتن مختار، لا لسه كابتن مختار يبقى الناحيه الثانيه، ده هو كابتن مختار هيستلم من الناحيه الثانيه وهيقطع كده وهيلعب لكابتن بيبو، حطها بدماغه في الجول. يمكن الجمهور في الوقت ده لو شغلنا صوت الجمهور بيهتف بيبو بيبو يعني على طول كالعاده. يمكن دي الكره، دي الكره، ده نفس الصوره الابيض واسود. تصدق الابيض واسود احسن، اوضح. يعني كانت اوضح. كابتن مختار قدر انه يخلص الكره كده ويلعبها للكابتن خطيب، وقدر انه يسجل في سيب ماير الجول ده. يمكن كابتن خطيب بيعتز بالجول ده جدا، لانه كان هو اتكلم عنه حتى قبل كده، قال انه ده كان جيل قوي جدا من بايرن ميونخ، كان بطل طبعا اوروبا، وفي الوقت ده ان احنا نلعب قدامهم كان حافز للتاريخ اللي كان ليه يعني مباراه وديه. كان ساعتها ديتمار كرامر كان لسه سايب بايرن ميونخ، ووقتها بايرن ميونخ كانت يعني كان سيب مار حارس مرمى، كان في كارل هاينز رومينيجا كان بيلعب، كان اولي هونس كان بيلعب، ده كل يعني اساطير البايرن. بتتكلم في اساطير اللي هو جيل من اجيال التاريخيه لبايرن ميونخ بيلعب المباراه دي، والرسمه رجعوا لعبوا النادي الاهلي تاني في الثمانينات. الاهلي اتغلب 2-0 ماتش ودي برده. بعد كده كان في الماتش بقى يعني اللي كان فيه اداء عظيم من النادي الاهلي رغم الخساره، اللي يعني كانت بسبب حارس المرمى في الوقت ده ما كانش موفق قوي، كان شريف اكرامي ما كانش موفق في المباراه دي، لانه الاهلي سجل في بايرن ميونخ جول بركات، كابتن بركات في نقله الشفا طبعا من فيروس كورونا، كان جول حلو جدا في نوير، والكلام ده 2012 مباراه وديه، والمناسبه كانت في الدوحه برده، فده برده فيها الخير كده ان الاهلي لو لعب بايرن هيأدي نفس الاداء القوي ده. مباراه كانت قويه جدا، وجوزيه كان مستمتع قوي باداء النادي الاهلي في المباراه دي. كانت فرقه برده كان العناصر كلها قويه، بتكلم في ابو تريكه، بركات، حسام غالي في الوقت ده كان موجود في المباراه دي، كان كابتن النادي الاهلي في المباراه دي. جيل كان قوي جدا برده. المباراه كانت الناس متخيله ان بايرن ميونخ هيكسب بنتيجه، او انه الاهلي مش هيقدر يجاري لعيبه بايرن ميونخ في الوقت ده. 2012 برده من الاجيال القويه قوي لبايرن ميونخ، كان عنده فرانك ريبيري، كان عنده اريان روبن، كان عنده مجموعه من العناصر بخلاف مانويل نوير طبعا وغيره وغيره. كانت فرقه كانت قويه جدا، لكن النادي الاهلي عمل مباراه. ودايما المباريات ديت اعتقد بتبقى مباريات للتاريخ، واستعداد اللعيب والجهاز الفني بيكون استعداد مختلف شويه، مش مختلف على اساس، لا بيبقى فيه انجوينج، يعني انت بتلعب بالزبط. يعني بتلعب بتظهر مهاراتك بقى، بتظهر مهاراتك وبتقول ان انا لعيب كويس كبير من غير ضغوط كبيره بالزبط. يعني بتبقى مباريات كبيره، ومباريات احنا كمان مستنيين كجماهير تحب تتفرج على المباريات. انا اتمنى يعني كمان انه جمهور النادي الاهلي، وده يعني جمهور النادي الاهلي جمهور واعي جدا وفاهم كوره كويس قوي، بطوله كاس العالم للانديه هي بطوله ما بين ابطال القارات كلهم. انت مش يعني ممكن ما تكونش انت ليك حظوظ الافضليه فيها، لكن في نفس الوقت انت بتقدم الكوره بتاعتك، بتقدم هاي نفسك للعالم. براند النادي الاهلي بيظهر ما بين اكبر انديه في العالم، بطوله العالم كله بيتفرج عليها. في نفس الوقت انت ليك تاريخ في البطوله دي، انت مش رايح اول مره، بالعكس انت يعني رايح سادس مره وليك تاريخ، واخدت برونزيه قبل كده، واخدت مركز رابع، ولعبت فرق كبيره،
وقدمت لعيبه كتير. بالمناسبه كمان يعني وليد سليمان من اللعيبه هيغيب عن البطوله دي، لكن وليد سليمان لعب كاس عالم انديه، يعني برده من اللعيبه اللي هو لعب كاس عالم انديه. اعتقد كمان في ارقام تانية مميزه يعني طبعاً. في حال اشتراك يعني ان شاء الله باذن الله. خلينا بس ان الناس تعرف هي اللائحه بتاعه البطوله كام لعيب في القايمه، ولا ممكن جدا كل اللعيبه موجوده عشان فيروس كورونا عدد مفتوح من اللعيبه يعني؟ لا هو في طبعا تغيير بس في حته القايمه، ان هم سمحوا بعدد اكبر من اللعيبه علشان احتياطي عشان موضوع فيروس كورونا. لكن في نفس الوقت انت رايح بجيل معظمه ما لعبش كاس عالم انديه، ففرصه ان اللعيبه دي هتتكتب في تاريخها ان لعب كاس عالم انديه. انت عندك يعني اكتر ثلاث لعيبه لعبوا مباريات في كاس عالم الانديه هم النادي الاهلي، كابتن وائل جمعه، كابتن محمد تاريخ في تاريخ البطوله نفسها، كاس العالم للانديه اكتر ثلاث لعيبه لعبوا الماتشات في البطوله دي هم لعيبه النادي الاهلي، كابتن وائل جمعه، كابتن محمد ابو تريكه، حسام عاشور. ثلاث لعيبه دول 11 ماتش، 11 مباراه. تمام. في نفس الوقت زي ما حضرتك سالت بقى هل في رقم مميز احنا منتظرينه؟ في لعيب منتظر ورقم مميز قوي، حسين الشحات. حسين الشحات لو شارك في المباريات مع النادي الاهلي في البطوله دي هيبقى اللعيب المصري الوحيد اللي شارك في كاس العالم للانديه مع فريقين مختلفين. كان مع العين، كان مع العين الاماراتي، ويا سلام لو وصل فاينل، يبقى اللعيب المصري الوحيد اللي وصل فاينل مع فريقين مختلفين في كاس العالم للانديه. يمكن شفنا انه مثلا في حسني عبد ربه لعب كاس عالم انديه مع اهلي دبي لانه كان في دبي وقتها، كان موجود في اهلي دبي وكانت البطوله في الامارات فلعب. لكن وحسين الشحات برده مع العين نفس الكلام، لكن لما يلعب مع النادي الاهلي كمان يبقى هو اللاعب المصري الوحيد اللي لعبها مع فريقين يعني مختلفين. رقم ينتظر حسين، وسمعنا وحسين من اللعيبه المميزه. يمكن بعض الانتقادات، وانا مع ان انا نشد شويه يعني حسين لازم يشد نفسه شويه في الاداء التكتيكي، في الاداء البدني لازم يشد نفسه شويه، امكانياته تسمح ان يكون لعيب كبير، لكن لسه منتظرين منه الكثير، وده رقم جديد ليك يا حسين ان شاء الله كمان تستغل الحوافز ديت ويظهر بشكل جيد في مونديال الانديه ان شاء الله باذن الله. هنيجي على نقطه اخرى، ويعني غياب وليد سليمان، احنا برضو شفنا اصابه وليد سليمان، شفتها ازاي برضو تحليلك الفني لاصابه وليد سليمان؟ هل كان في خطا فني من موسيماني انه بيشركه؟ هل وليد نفسه كان لازم يقول لا انا يعني، لان احنا زعلانين على وليد بصراحه يعني. طبعا اولا يعني وليد سليمان من اللعيبه اللي هي انا بقول عليه دايما لعيب من الزمن الجميل. لعيب اولا اخلاقه عاليه جدا، ده رقم واحد. رقم اتنين لعيب كوره من اللعيبه الحريفه جدا، اهدافه في الدوري المصري من اول ما كان موجود في بتروجيتو وامبي والنادي الاهلي بعد كده بيجيب الاهداف الصعبه، بيمتع الجمهور جدا في كل مشاركاته. يمكن هو عامل السن بيلعب دور في وقت من الاوقات، زي ما شفنا ابراهيموفيتش بيتحامل على نفسه وبيلعب باداء قوي جدا، وبعدين جه اصيب لانه برده عامل السن في نفس أكيد. في الوقت ده، ويمكن حضرتك برده من الناس اللي استمرت في الملاعب لسن ما بعد ال 30، فبتبقى عارف انه العضله ممكن ما تستحملش خطا الخلفيه الاماميه ما بقاش هزار يعني. فهي دي كمان بيكون تقديرها الاصابات العضليه بالذات زي دي، بيبقى اللاعب هو اللي عليه برضو دور ان هو يقول مثلا انا مش هقدر ان انا العب على الشد او حسيته. اي شد بتلعب عليه بيجي لك مزق يعني. كنا نتمنى ان حتى الاشاعات باين انها بس يعني مزق. انا كنت اتمنى كمان انه كابتن وليد سليمان ان هو يريح شويه ويبقى موجود في بطوله كاس العالم للانديه، لكن برضه هو لعب كاس عالم انديه قبل كده. في نفس الوقت ما اعتقدش ان هو خطا من موسيماني ولا خطا من وليد، هو اللعيب لما يبقى حسابات مختلفه لعيب بيبقى غيران قوي ان هو عايز يبدا اساسي. هو بدا ماتشات نزل في وقت قليل، قدر ان هو يبقى على قمه هداف الدوري في جوله من الجولات يعني وليد سليمان. صحيح. وكمان في سن بتكلم واحد قرب على ال 36 37 سنه برده وبيأدي الاداء ده، فهو بيبقى عايز برده يلعب ماتش من بدايته. والله بيفكرني يعني الواحد بيقول كده، لكن لما بيتحط في موقف يعني انا في موقف مثلا كاس العالم واصابت في مباراه انجلترا، الاصابه كانت قويه ويمكن ما بين الشوطين كابتن جوهري قال لي طب تريح، انا كان عندي اصرار ان انا العب، رغم ان انا لما برجع بقول يعني الطبيعي الناس البروفيشنال ما بتشتغلش كده يعني بالزبط. انا بربط وبحط بينج وبنزل، ممكن جدا ياثر على فرقتي، ياثر عليا في المستقبل. فانت زي ما بتقول هي لحظات حسابات مختلفه شويه. وليد كان نفسه يبدا المباراه، عنده حوافز كبيره جدا، المدير الفني شايف ان وليد في احسن صوره. اتكلم عنه كمان كلام اتكلم طبعا هايل لما اتكلم عنه بعد الماتش، وقال انتوا ليه ما بتسالونيش عن وليد سليمان، ده لعيب كلاسيكي جدا، اي وقت بنزله بيسجل اهداف. ويعني اعتقد ان تقدير وليد سليمان عند كل المدربين اللي تولوا تدريب النادي الاهلي
كبير جدا. اكيد كبير جدا. ف يعني انا زعلان انه مش هيلعب بطوله كاس عالم الانديه، لكن في نفس الوقت زي ما قلت هو لعبها قبل كده وهو موجود بخبراته مع النادي الاهلي. مظبوط. كمل الموسم ان شاء الله يكون وهيروح معاهم كمان ان شاء الله مسافر بالظبط. يعني يبقى موجود مع الفرقه. اعتقد ان وجود الخبرات اللي زي كابتن وليد سليمان في فرقه النادي الاهلي بتفرق كتير مع اللعيبه، خصوصا اللعيبه اللي لسه صاعده كمان واللعيبه اللي جايه جديد النادي الاهلي في غرفه الملابس، ان هم بيلاقوا انه طبعا في لعيب كابتن برضو من كباتن الفرقه و ولعب كاس عالم فعنده خبرات كمان بالقيمه دي كمان. يعني انا شايف انه ده من اسرار نجاح النادي الاهلي، انه دايما الاجيال بتسلم بعض وكل جيل بيجي بيستفيد من اللي قبله ومن خبرات الجيل اللي قبله. اتمنى انه يعني ان شاء الله يتعافى سريعا باذن الله من الاصابه، وانه كمان في بقيه الموسم يواصل التالق وتسجيل الاهداف الجميله اللي انا الحقيقه بستمتع بيها جدا بصراحه. طبعا لعيب هايل. ولو رجعنا معاك شويه لمباراه البنك الاهلي والكواليس اللي حصلت وغياب الشناوي عن مباراه المقاولين اللي جايه ومباراه كمان بيراميدز، شايفها ازاي وحللتها ازاي يا عمر؟ لا انا الحقيقه موضوع التحكيم والطريقه اللي اتعملت بيها عقوبه محمد الشناوي من اغرب الحاجات اللي شفتها الحقيقه في اخر 10 سنين. يعني اخر 20 سنه بقى يعني كمان 20 سنه. يعني خليني اقول لحضرتك يا كابتن هاني، انت على اي اساس انه لجنه الانضباط بتجتمع يوم الاثنين؟ ماشي مفيش مشكله، بس من امتى وهي بتجتمع وتاخد قرار في جوله ما انتهتش لسه؟ ما كنا بنستنى بنقول فين العقوبات يا جماعه، يقول لك لما الجوله تخلص هنطلع العقوبات. وليه العقوبه طالعه بعد بيان النادي الاهلي على طول؟ هل هو رد على بيان النادي الاهلي او خطاب النادي الاهلي انه انا عاوز عداله تحكيميه؟ طب انا الحكام اللي عندي للاسف مستواهم مش احسن حاجه دلوقتي. في حكام انا شايف انه ادائهم لا يرتقي للدوري الممتاز، ممكن يحكموا شويه في الدرجات الادنى لحد ما الخبرات تبقى مش عندهم. مش وده مش عيب طبعا، وده مش هجوم على التحكيم، بالعكس انا لما بقول ده بقول ده مصلحه التحكيم. مفيش حكم عاوز يبقى وحش، بس في نفس الوقت لما يبقى حكم مش على قدر مباراه معينه ما ينفعش احطه فيها وافرضه، ما ينفعش. وبعدين يعني الحكم محمد سلامه شو تابعته في ماتشات كتير في الدوري، مش هو محتاج لسه شغل كتير علشان يحكم مباراه النادي يكون عنده كمان ثقه في نفسه بالظبط، او مباراه نادي الزمالك. يعني الانديه الكبيره صحيح. يا جماعه بتبقوا انتوا باصين لماتشاتها ان انتوا عاوزينها كاتحاد كوره انها تخرج بدون وجع دماغ وبدون مشاكل. بدون وجع دماغ مش عشان الاهلي ومش عشان الزمالك، عشان يبقى في عداله. العداله لانه ما ينفعش نادي يتظلم، سواء اهلي زمالك اسماعيلي بيراميدز اي فريق، ما ينفعش انه يتظلم تحكيميا. وما ينفعش انت كلجنه حكام ان انت تصدر لنفسك المشاكل، ولا بد ان انت تعيد تقييم الحكام تاني، ولا بد تبقى عارف انت بتعين مين للمباريات ايه. ما هو مش اي حكم يتعين لمباراه اهلي وزمالك يا جماعه، في حكام دوليين وفي حكام عندها خبرات. وما ينفعش اجيب حكم صغير او حكم لسه صاعد واقول له روح حكم ماتش الاهلي والبنك الاهلي ويحصل مصيبه، فابتدي ادافع. طب انا بدافع عن ايه؟ ودايما اول رد من لجنه الحكام يقول لك لا احنا ما وقفناش حكم، لا احنا ما بنعاقبش حد، لا احنا العقوبات سريه. طب وبقيه الازمات اللي ممكن تفسد مسابقه الدوري دي هتتعامل معاها ازاي؟ كاتحاد كوره لابد انك تكون حريص على المسابقه اللي انت بتديرها. وده ده مجمل خطاب النادي الاهلي. يعني برضو الناس شافت النادي الاهلي من وجهتين نظر، وجهه نظر طبعا انا بايدها ان النادي الاهلي بيحاول بقدر الامكان يعني بيدافع عن حقوق النادي من خلال مش انذار لكن لفت نظر، يا جماعه خلي بالكم. وده كمان عائد للمصلحه العامه للبطوله. هي يعني دي المسابقه، هي دي يا كابتن هاني. يعني مسابقه دايماً لازم دايما النادي الاهلي لما بيكون له موقف عمره ما بياخد موقف اللي هو انا عايز مصلحتي، اكيد انا عايز مصلحه النادي ده اول طبيعي اكيد، لكن في نفس الوقت ما هو انا عاوز العداله علشان تبقى ليا فرصتي زي ما الناس الثانيه لها فرصها. هو انا ليه اخسر نقط بسبب التحكيم انه كان غير موفق؟ مش هقول انه متعمد، هقول انه غير موفق لان الحكم مش على مستوى المباراه، وفي فرق تانية بتستفيد من اخطاء التحكيم، وتلاقي لعبه هي هنا بتتحسب حاجه وهنا بتتحسب حاجه، وتلاقي حد طالع يبرر لك هنا ويبرر لك هنا. بالظبط. ما هو ده كمان ده اللي يغيظك. يعني هل القانون مثلا على كيفك بقى؟ القانون مره كده ومره كده؟ ما هو ده كلام مش منطقي، ولابد انه الموضوع ده يتحسم ويتحسم بشكل سريع، لانه الكلام ده بيهدد مسابقه الدوري. وانا شايف انه هنتكلم من حته اقتصاديه شويه، ما حدش فكر في حته الغاء الدوري دي خالص. ما ينفعش. لا مستحيل طبعا. ما ينفعش تبقى وارده، لان بشوف ان في ناس بتقول ده تمهيد للغاء الدوري. ما ينفعش دوري يتلغى يا جماعه، لانه في النهايه دي مسابقه
وفي عوائد للانديه وعوائد لاتحاد الكوره، ما ينفعش الموضوع يتم التعامل معاه بالطريقه بتاعت انه الموضوع سهل. لا، هو الموضوع مش سهل، مش بسيط، مش حاجه بسيطه، وما ينفعش ان انت تسيب اخطاء صغيره تتراكم لحد ما تبقى اخطاء كبيره وتبتدي تقول لا ده انا عندي ازمه. لا، الحق الازمه من بدري، ولابد ان لجنه الحكام، وده اللي قاله بيان النادي الاهلي، الحق نفسك عيد التقييم من دلوقتي بالظبط، واختار بعنايه الحكام اللي هتدير مباريات الجولات اللي جايه. مفيش مانع ان انت تدي فرص لحكام شباب، ومفيش مانع ان انت تجرب، لكن ما ينفعش تجرب وانت المسابقه لسه يعني مش واضحة المعالم في الموسم. على الاهلي بصراحه ما تجربش على النادي الاهلي يعني. ولا على الاهلي ولا على غيره. انت ادي كل واحد حقه، وفي نفس الوقت احنا هنا دوري في ظروف صعبه، مضغوط وفي ظروف كورونا، وكان عندك من السنه اللي فاتت ان انت ضغطت في تنظيم البطولات وطلعتها بشكل كويس، وكنت عاوز تكمل الدوري بتاعك في ظل ظروف الكورونا وقدرت تكمله. ما ينفعش بقى اقول اصل موسم على حساب موسم، ده مش هينفع. المفروض انه زي ما النادي الاهلي طالب في خطابه ان يكون العداله التحكيميه تتوفر، انه ما ينفعش انا اصدر مشاكل من بدري كده للانديه وللدوري كله. واتمنى اتحاد الكوره يكون هو حريص على المسابقه، واعتقد ان المهندس احمد مجاهد حريص على المسابقه اللي اتحاد الكوره بيديرها لحد ما يبقى في رابطه انديه هي اللي تدير، ويبقى عندنا حاجه اسمها حكام محترفين. طب طب يعني خلينا نتكلم في نقطه مهمه جدا، واحنا ساعات بنتفرج على مباريات الدوري بنشوف، وده قلته في هنا بمناسبه جول ايمن اشرف، قلت الجون ده لو في الدوري الانجليزي هتحسب وانت مغمض، هتحسب هدف يعني بدون نقاش، ده جول. وايد كلامي بعديها كان حكم دولي انجليزي قال لك الهدف 100%. هل ده راجع نرجع تاني اختلاف الثقافات واختلاف التدريب، والحكام عندنا بتصفر كتير على الفاضي والمليان بدايه من الناشئين؟ انت شايف النقطه دي ازاي، انك ممكن تقول على كره لا دي لو في الدوري الانجليزي بتحسب هدف، فيجي هنا الدوري المصري بتبقى كارثه يعني؟ عارف يا كابتن هاني، تحس انه الجو السوشيال ميديا اثر على التحكيم برضو شويه. يعني في حكام بقت تحب ان هي تاخد اللقطه وتاخد الشو، وتحس ان هو نازل حابب يعمل مشكله وحابب يزعق للعيب ده زي اللقطه اللي عملها الحكم مع محمد الشناوي. هو محمد الشناوي عفويا بيقول له يا كابتن انا بكلمك، فيروح باصص كده وماشي. طيب يا جماعه ما هي الحكايه ما بتمشيش كده والله. يعني هي التحكيم، ايوه طبعا، انت مش هتبقى نجم الا بادائك التحكيمي الكويس. بيير لويجي كولينا كان حكم اشهر حكم في العالم عشان كان حكم حازم وصارم وله قرارات سليمه وقدام اهم نجوم العالم. الفكره مش ان انت تعمل شو على نجم، ولا انك تعمل شو قدام لعيب النادي الاهلي. مش يا جماعه كل الناس فاكرين دوت كل يعني الناس بتبص لتيشيرت النادي الاهلي علشان عاوز الناس تبص عليها. طب يا جماعه ما انتوا لما تبقى حكم كويس الناس تقول عليك حكم كويس. مش لازم تعمل مشكله، لان للاسف بقت عاده عند بعض الحكام في اخر 5-6 سنين ان احنا بقينا نشوف حكام بتحاول انها تجتذب الكاميرا طول الوقت. النوع ده من التحكيم مش هينفع. وبالمناسبه احنا لما نيجي نبص بقى على الحكام بتوعنا في افريقيا ولا في مشروع التحكيم المحترفين بتاع افريقيا، انت عندك حكم واحد، حكم واحد للاسف، امين عمر هو اللي دخل المشروع ده. إيه، انت مش اقل من بقيه الدول اللي عندها حكم واثنين وثلاثه عندهم جوه المشروع ده، او هم من حكام الصفه في افريقيا. طب انت ما سالتش نفسك ليه انت حكامك ما بقتش بيعتمد عليها بالشكل اللي يليق بتاريخ الكره المصريه وتاريخ اتحاد الكره المصري وتاريخ التحكيم المصري؟ ما هو السؤال ده هو اجابته كلها ان انت مستوى التحكيم عندك محتاج وقفه، ومحتاج نظره، ومحتاج اعاده تقييم. فاعتقد انه برضه حته اختلاف الثقافه يا كابتن هاني، اصل القوانين الكوره واحده، هي القانون واحد. انا بسالك انت ليه بتقول دايما ده في الدوري الانجليزي تحسب، ده في الدوري المصري ما تحسبش؟ يعني ليه بيحصل الجدل ده؟ والله يا كابتن هاني فعلا ملاش اجابه، لانه زي ما حضرتك قلت القانون واحد، القانون واحد. انت ليه ممكن، وبعدين يقول لك طب ليه احنا، يقول لك لما نجيب حكم اجنبي لماتش اهلي ولا ماتش الزمالك يقول لك شوف الحكم ما بيصفرش كتير وسايب مدي مساحه للالتحامات. طب ما هو ده الطبيعي يا جماعه، من العالم كله ماشي كده يعني، المفروض ده صح، ما هي الكوره كده. طب احنا ليه ما بنعملش ده هنا؟ ما هو ده السؤال. وبعدين يرجع يقول لك لا، ما ادوا فرصه للحكام المصريين وما تجيبوش اجانب. الموضوع معادله صعبه، الموضوع معادله صعبه قوي يا كابتن، يعني معادله صعبه، لكن دايما بنقول عمر يعني الحلقه المهمه جدا جدا، بنتكلم على لعيبه، بنتكلم على مدربين، بنتكلم على ادارات، لكن كمان حلقه التحكيم وخاصه في مصر يمكن السنين اللي فاتت بتمر بازمه، واحنا بنقول ازمه علشان يبقى في كمان الحلقه دي مهمه جدا، انك خلاص توصل لمنظومه تحكيميه تليق كمان بالدور المصري. عندنا رابطه انديه محترفه جايه، احنا نفسنا خلال سنتين ثلاثه يكون عندنا دوري محترفين على مستوى عالي جدا، يعني في احتراف حكام بالظبط، يبقى الحكم وظيفته حكم يعني. ويتقيم ويبقى هو ده مصدر
يعني دخله الاساسي ان هو التحكيم، انما احنا لحد دلوقتي ماشيين في سكه الهواه، واعتقد انه محتاجين نحط برنامج زي البرنامج اللي اتعمل في الكاف ده للتحكيم في مصر، لما يكون عندك 20 30 حكم محترف. لكن هي بيبقى لها حسبه بقى، يجي مثلا لو جبت رئيس لجنه حكام وتساله هيقول لك لا ما انا محتاج ان انا يبقى عندي 36 حكم جاهز ومكان مساعد ومش عارف ايه. ماشي، كل ده انا شايف انه سهل لما يبقى عندك احتراف للحكام. ايوه مش يعني ما انت ما عندكش مشكله انك بالظبط يعني هات الناس واعمل لهم برامج تدريبيه واشتغل عليهم واديهم الرواتب اللي تناسبهم علشان تقدر تعمل احتراف للحكام. وفي نفس الوقت مسلسل تعيين الحكام اصلا نفسه في الماتشات هنا غريب جدا، يعني برضو دي نقطه ما ينفعش تعدي. في حكم ممكن يحكم مثلا 5-6 ماتشات للاسماعيلي وتلاقيه ما بيحكمش اهلي خالص، وتلاقيه مثلا ما بيحكمش زمالك، وليه دي فجاه نازل يحكم درجه تانية؟ ايه المعيار؟ ملهاش معايير ومقاييس. ايه المعيار ده؟ لسه باعتين حكمين قالوا له روح حكم في مباراه واحده، مباراه بني عبيد في الدرجه الثانيه، اثنين حكام رايحين على اساس هم الاثنين حكام ساحه، فقال له ده انا الحكم، الثاني قال له لا ده انا الحكم، فعاملين تليفون يا عم خلاص امشي ده وخليه. يعني حاجات لو انت حكيتها بره الناس مش هتصدق، او يبقى احنا عايشين في حته تانية خالص بصراحه. يعني ويعني انا اعتقد انه الفتره اللي جايه يعني اتحاد الكوره بس لابد انه يفكر في موضوع رئيس لجنه الحكام هيبقى مين، لانه برضو لجنه الحكام لما بعد الكابتن جمال الغندور ما قدم سالته هي مشيت بالكابتن وليه احمد والكابتن عزب حجاج. اعتقد ان الموضوع محتاج برضو شويه ايه نظره شويه، يعني اعتقد برضو الحكايه لازم تختلف شويه. هما طبعا كلهم شخصيات محترمه، لكن محتاجين ان احنا نشوف حاجه بروفيشنال. احنا طبعا بنحترم الناس كلها، وحتى لما بنجيب بعض الاسماء مش انتقاص من قدراتهم، بالعكس هي يعني كلهم ناس محترمه وكل الناس نعرفها على المستوى الشخصي، لكن لازم نفرق ما بين يعني المستوى الشخصي والمستوى الاحترافي. واداره منظومه بالظبط. يعني انا بتكلم يعني على اداره منظومه التحكيم. كل الناس انا حتى علاقتي بالوسط الرياضي كله كويس، طبعا بكل الانديه وكل المسؤولين، ما عنديش مشكله مع حد، لكن في حاجات يا كابتن هاني ما ينفعش برضو يتسكت عليها اكيد، لانه لما هتتساب زي ما قلت لحضرتك هتتراكم وهتعمل مشكله اكبر. نتمنى ان شاء الله يعني التوفيق لحكامنا، لان زي ما بنقول حلقه مهمه جدا جدا في كره القدم. اخيرا طبعا عمر بنشكرك شكرا جزيلا، فقره مميزه كالعاده، وان شاء الله باذن الله الثلاث اللي جاي تكون معانا ومحضر لنا حاجه كويسه ان شاء الله. شكرا ليك. مرحبا بحضراتكم مره تانية في البيت الكبير، والنهارده فقرتنا الحواريه مع واحد من نجوم النادي الاهلي الكبار، وواحد من طبعا اللي يعني بنوا اسم النادي الاهلي. والحقيقه النهارده في استياء شديد جدا بين جمهور النادي الاهلي بسبب طبعا المباراه الاخيره والجدال حتى اللي بدا بدري ده بخصوص التحكيم واداره مباراه الاهلي والبنك الاهلي الاخيره. لكن في المقابل بينتظر الاهلي مباريات مهمه جدا، بينتظر الاهلي حدث عالمي كبير جدا في مونديال كاس العالم للانديه. ان شاء الله مش منتظرين الخروج او التمثيل المشرف، ان شاء الله زي ما بقول من امبارح ان احنا نحصل على مركز جيد في هذه البطوله العالميه. انا برحب بالكابتن الكبير جدا خالد جدلة عشان نتكلم معاه في كل ما يخص النادي الاهلي والساحه الرياضيه. اهلا بك كابتن. اهلا بيك يا سهام، واهلا بيك يا كابتن. منورنا يا كابتن ومشرفنا في البيت الكبير، وحضرتك دايما قيمه وقامه كبيره، بنستفيد بحضرتك. الله يخليك يا كابتن. والله يا كابتن، وسعداء بوجود حضرتك معانا في ظروف انا شايفها ظروف محتاجين، وجماهير النادي الاهلي محتاجه تسمع راي مختلف ووجهه نظر مختلفه لان شاء الله المشوار النادي الاهلي الفتره اللي جايه. هبدا مع حضرتك بقرعه كاس العالم للانديه اللي اقيمت النهارده، حضرتك تابعتها ازاي وشفت يعني مباراة النادي الأهلي الافتتاحية أمام الدحيل القطري؟ والله القرعة الحمد لله يعني القرعة جت بشكل كويس مناسب، والمفروض إن احنا ما نفكرش يعني وكل فرقة جامدة، يعني كل الفرق اللي هتبقى موجودة هتبقى على مستوى عالي. أيه. والنادي الأهلي طبعا فريق قوي وفريق كبير، هو المهم دلوقتي إن احنا لازم ندرس فرقة الدحيل بشكل كويس جدا جدا جدا، يعني الجهاز الفني يبتدي من دلوقتي. طبعا هو بيفصل، احنا عندنا ماتش في الدوري مع المقاولين، دي حاجه، ده الشغل الفني اللي داخل الملعب، ولكن من دلوقتي في شغل تاني، الجهاز الفني بيدرس فرقه الدحيل، بيشوف مواطن القوه والضعف، امكانيات اللعيبه، مين المفاتيح اللعب، مين اللعيبه الكويسه اللي عندهم، لان سيستم اللعب بتاع النادي الاهلي لازم هيختلف.
يعني اللي احنا بنشوفه في الدوري مش هينفع نشوفه بنفس الاسلوب في المباراه بتاعت كاس العالم للانديه. فلازم السيناريوهات دلوقتي تبتدي تتحضر، دراسه الفريق المنافس بشكل كويس جدا جدا جدا، لان برضو الدحيل بيلعب على ملعبه في وسط بلده طبيعي. التحكيم يعني التحكيم برضه هيكون موجود، عارف ان الدوله البلد المضيفه ممكن يعني ما مش تشكيك احنا مش عايزين نخلي اي حاجه مزبوط. خارجيه تاثر علينا. الجهاز الفني لازم يبتدي شغل كويس جدا، فرجه كويسه جدا، تقييم الفريق الدحيل بشكل كويس جدا، مواطن القوة الضعف، امكانيات اللعيبه، ازاي احنا نستثمر نقاط الضعف اللي موجوده هناك، يعني بيتحط بشكل عام الخطوط العريضه. وبعد ما نخلص باذن الله مباراه المقاولين يبتدي بقى الشغل الفني داخل الملعب والتجهيز باذن الله، لان دي طبعا دي بطوله مش تتكرر، يعني دي بطوله من ثلاث ماتشات. انا بحب اول حاجات دي يعني كاس عالم من ثلاث ماتشات، هتلعب الدحيل كسبت، هتلعب سيمي فاينل مع البايرن، مع بايرن ميونخ، فرقه طبعا كبيره وعظيمه، ولكن برضو احنا فرقتنا كبيره وعظيمه. صحيح. يعني انا ما انا فانا لو يعني اتمنى ان انا اكون بلعب ثلاث ماتشات كلنا بصراحه، او يعني ثلاث ماتشات اركز 90 دقيقه حتى لو بلعب قدام بايرن ميونخ وليفربول واي حد. صحيح. اركز 90 دقيقه لان الكره فيها كل حاجه. صحيح. وهي اللي بتفرق دلوقتي على فكره، يعني امكانيات اللعيبه حتى على مستوى بره، ودلوقتي الامكانيات كلها متقاربه، مفيش حاجات غير في مثلا ميسي رونالدو الحاجات، محمد صلاح الحاجات الفزه دي، ولكن بالفكر الجماعي الكويس ممكن تقدر تعمل كل حاجه كويسه. كابتن خالد، يعني ممكن ان احنا نشوف كاس العالم للانديه ان شاء الله كده يعني تالق عدد من اللعيبه زي ما شفنا فلافيو قبل كده؟ يعني النهارده واحد زي فلافيو ده من احد نجوم النادي الاهلي اللي تالقوا في كاس العالم للانديه، وبعد كده يعني ما شاء الله فتحت معاه، يعني ممكن نشوف كده في مونديال السنه دي؟ طبعا، وسهل جدا نشوف كده، يعني انا متاكد ان لعيبه النادي الاهلي هتبقى مركزه، هتكون في قمه تركيزها. يعني في بدايه البطوله هيكونوا في قمه تركيزهم. ليه؟ لان ده برضو فرصه ليهم كويسه جدا ان هم يسوقوا نفسيهم. يعني يسوقوا نفسيهم على مستويات اعلى، يعني فكل واحد هيثبت نفسه، المفروض ان هو يبان بشكل كويس، بيسوق نفسه بشكل كويس، قيمته بتزيد. فلازم طبعا هنلاقي باذن الله نجوم كتير. طب بعد ما القرعه تم اعلانها اليوم، ايه نصيحتك للعيبه طبعا واحنا داخلين على البطوله المهمه دي، كابتن خالد جد الله يحب يقول لهم ايه؟ اقول لهم فكروا في اول ماتش بس، يعني ما تفكروش في اللي بعد كده، فكروا في ماتش الدحيل بس، ازاي نكسبه ونعديه، وبعد كده نبتدي نركز في بايرن ميونخ. بس لازم هو المباراه الاولى دي دايما البدايات في اي بطوله بتبقى صعبه جدا وبتبقى مهمه جدا، البدايه هي اللي بتحط رجلك، لإما بتديك ثقه كبيره جدا لو نجحتي ان انت تعملي نتيجه كويسه، او لا قدر الله لو في نتيجه سلبيه الامور بتهرب منك. فانا اتمنى ان يكونوا في قمه تركيزهم باذن الله الماتش او في الماتش الاولاني، عشان باذن الله لازم نعديه باذن الله ان شاء الله. احنا بنتكلم طبعا عن النواحي الفنيه ومباريات، لكن كمان في الفاليو بتاع البطوله نفسه، قيمه البطوله ووجود النادي الاهلي النهارده حتى في القرعه وسط اكبر انديه العالم طبعا على راسها البايرن، وجود النادي الاهلي، وكمان النادي الاهلي يعتبر من اكثر الانديه يمكن اشتراكا في البطوله لاكثر من ثلاث مرات على مستوى تاريخ البطوله. بنتكلم على ثلاث لعيبه من النادي الاهلي اكثر اشتراكا في تاريخ البطوله، كنا بنتكلمنا على وائل جمعه، بنتكلم على بوتريكا، يعني تاريخ كبير للنادي الاهلي. حضرتك شايف كأهلاوي ومحب للنادي الأهلي، صورة النادي الأهلي داخل هذه الاحتفالية الكبيرة عاملة زي بعيدا عن الفنيات يعني؟ لا، صورة طبعا مشرفة، لأن طبعا النادي الأهلي بيعتبر من أبرز الأندية على مستوى العالم. أيوة. يعني نادي القرن الأفريقي وعلى مستوى حتى دول أوروبا، والحمد لله النادي الأهلي صيته وباعه كبير جدا ببطولاته بإنجازاته، فهو في مصاف الأندية الكبرى. يعني لما تقول برشلونه، لما تقول ريال مدريد، تقول بايرن ميونخ، تقول النادي الاهلي. صحيح. لازم هتذكر النادي الاهلي مع الفرق، حتى الفرق الايطاليه، انتر ميلان، يوفنتوس. لا يعني النادي الاهلي من الانديه الكبيره جدا على مستوى العالم، وهيتعمل له الف حساب. يعني احنا بنتكلم ان احنا نركز ونعمل حساب للفرق اللي احنا هنلعب قدامها،
على النقيض على الجهه الاخرى لا الفرق الثانيه هتعمل النادي الاهلي حساب كبير. شفنا لسه حتى قبل حضرتك ما تخش كنا بنتكلم مع عمر البنوبي وجاب النادي الاهلي كسب البايرن باساطير كان يعني مولر كان بيلعب بتتكلم على اساطير اماير حارس المرمى وحضرتك اشتركت في المباراه ديت ولا لا لا ما اشتركتش فتاريخ لا. النادي الاهلي حتى امام الفرق الكبيره تاريخ مشرف ده يدي ثقه للاعيبتنا ويدي ثقه للجهاز الفني يعني ده شيء اكيد يعني وانا متفائل جدا بالبطوله دي وباذن الله هنعمل فيها حاجه كويسه وهنعمل نتائج كويسه باذن الله هنعمل مركز كويس يا رب ان شاء الله باذن الله لان ده هيبقى يعني اللعيبه لازم تعرف ان ده هيرفع بشكل كبير جدا 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 يعني. والبلد المضيف كمان فيها اهلاويه كتار جدا يعني افتكر ان ده ممكن يساهم بشكل كبير ان شاء الله يعني بإذن الله. الفريق باذن الله يحقق حاجه باذن الله. ماتش المقاولين قبل ما نتكلم على اللي فات واللي حصل والجدال اللي حصل في المباراه الاخيره للاهلي بس ما بنقولش يعني الاهلي ما بيوقفش على مباراه ولا الدوري بيوقف على هذه المباراة بس برضو عايزين نتكلم على المباراة المرتقبة مهمة جدا بالنسبة للنادي الأهلي وحصد الثلاث نقاط يوم الخميس كابتن خالد شايف المواجهة دي ازاي بعد الجدل أو خاصة بعد الجدل اللي حصل لا هو الماتش هيبقى صعب المقاولين برضو كان بيمر بفترة مش كويسة يمكن قدروا يكسبوا الإسماعيلي الماتش اللي فات ادهم ثقة شوية أيوة ودايما على مر السنين مباريات الاهلي والمقاولين بتبقى صعبه وبتبقى جامده يمكن بس برضه انا بقول هتبقى صعبه وجامده باذن الله لغايه لما النادي الاهلي لو قدر ان هو يحرز هدف مبكر الدنيا بتتفك يمكن ده فرق معانا في مباراه البنك الاهلي الجمله اللي حضرتك الاخيره اللي قلتها طبعا هدف مبكر بالظبط بيفك لك اي ماتش لان مش بيفك لك اي ماتش هتجيب الثاني والثالث والرابع انا كنت معاكم قبل ماتش اتحاد السكندري وفاكر كنت قلت لي الماتش قلت لك ماتش ثقيل بس لو جبنا جون بدري جبنا جون بدري كسبنا اربعه وفرقه لان خلاص هو كل فرقه بتبتدي تهاجمك وبتفتح فانت بتلاقي عندك المساحات وبامكانيات لعيبتك بقى سواء الفرديه او الجماعيه بتقدر ان انت تحرز عليها فبرضه ده ينطبق على ماتش المقاولين النادي الاهلي لازم في اول ربع ساعه ثلث ساعه قدر يحرز هدف الدنيا بتبقى سهله جدا جدا يعني خلاص الماتش يعني بنسبه 90% بيكون بيخلص ولكن كل ما الوقت بيعدي الفرقه الثانيه اللي قدامك بتاخد ثقه دوافعها بتزيد بيبقى عندها امل ان هي وهو اقصى الامل ان هو التعادل البونت يعني انت انا يعني لو في فرقه هتلعب قدام الاهلي عندها طموح ان هي تكسب احنا مش هيبقى عندنا مشكله في اي ماتش يعني لو فرقه بتهاجمنا مش هيبقى في مشاكل يعني مش هيبقى انما هي كل القصه طموح اي فرقه بتلاعب النادي الاهلي في الدوري بتاعنا عايز البونت بيتعادل كمان الماتش لما بيخلص بتعادل بتلاقي الفرقه فرحانه المنافسه فرحانين جدا ولو النهارده كمان كابتن خالد المقاولين اصل النهارده العدكه بتاعت الماتش فالنهارده المقاولين منتعش بعد ما فاز على الاسماعيلي فالنهارده عنده حوافز جديده جدا وهو داخل على مواجهه الاهلي المرتقبه فالنهارده عايز اتكلم على الاساسيات اللي المفروض يعتمد عليها فريق النادي الاهلي علشان يحرز هدف بدري مبكرا الاساسيات هو اي فرقه عشان تقدر توصل لمرمى الفريق المنافس لازم يعني احنا بنقول بيبقى في تنوع في الاداء الهجومي يعني ايه تنوع في الاداء الهجومي عشان نبص بقى للناس بلاش الكلام المكلكع دون ان لازم يبقى في اختراق من الجانب الايمن واختراقات من الجانب الايسر واختراقات من العمق وتسديد من خارج منطقه الجزاء التصويب اللي هو بيحللك ويفكلك اي تكتل اي فريق بيعمله قدام لو النادي الاهلي قدر ان هو ينوع ما بين الاربع حاجات دول باذن الله هنقدر ان احنا يعني يبقى في فرص عندنا نوصل للمرمى ونقدر نستغلها على فكره امبارح انا كنت بتفرج على ماتش مصر الهاندبول لان مع السويد مع السويد الهاندبول فيه كتير قوي من الكوره على فكره يعني اللي بيحب يتابع ويحلل احنا امبارح خسرنا ماتش عشان المدير الفني بتاعنا في الشوط الثاني يعني هنا بقى في 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 حاجه في حتت الواحد بيحس بيها المدير الفني بتاعنا ما عرفش يتعامل هم عرفوا يتعاملوا معانا الشوط الثاني احنا الشوط الاولاني كنا مكتسحين وكسبنا فرق يعني اكتر فرق من 3 جوان في الشوط الاول وكانت حالتنا 10 على 10 ولكن احنا بنلعب يعني انا اتفرجت على فرقتنا احنا بنلعب بثلاثه من بره بيشوطوا حاجه بسم الله ما شاء الله علي زين ويحيى الدرع ويحيى خالد دول الثلاثة هم دول فرقة منتخب مصر
فرقه السويد الشوط الثاني اتعاملوا معاهم بقى بطريقه وقفوا قفل عليهم بشكل كبير جدا. فاحنا اتشلينا. فكمان الهاندبول يعني اللي انا كنت بقوله دلوقتي التنوع في الاداء الهجومي. لو في الهاندبول امبارح عندنا تنوع في الاداء الهجومي ان الثلاثه اللي بره دول بيشوطوا والجناحين بنقدر نستثمرهم وبيخشوا وبيجيبوا جوان والراجل اللي بيلعب على الدائره برضه بنقدر نستغله ويجيب جوان. غياب احمد الاحمر كباك يمين او وينج يمين اثر شويه رغم يعني نزوله الشوط الثاني بس يحيى خالد هايل. لا الثلاثه اللي بيلعبوا يعني الثلاثه اللي بيلعبوا من بره دول احسن ثلاثه وجامله تحكيميه يعني كمان يا كابتن خالد. ولكن احنا اتشلينا ليه؟ لان طريقتنا اتحفظت. هم دول الثلاثه اللي بيجيبوا الاجوان طول ما هم كويسين احنا في منتهى الخطوره. فلما وقفوا والناس ركزت معاهم في الدفاع بشكل رهيب جدا احنا تعبنا. وعشان كده انا خايف في الماتشات اللي جايه. يعني الماتشات اللي جايه هتبقى تقيله وفرق جامده. لازم يكون عندنا انت بتعمل فاست بريك. احنا ما بنعملش فاست بريك كتير ما بنجيبش جوان. لا لازم يبقى فيه فاست بريك ولازم الجناحين ولازم الراجل اللي على الدايره والثلاثه اللي بره يشوطوا. نفس الكلام ينطبق على الكوره. صحيح. كل ما يكون عندك الحلول من جنب يمين او جنب شمال او اختراق من العمق او تسديد من بره مش هتتزنقي في حاجه. وده دور المدرب دي هتلاقي دي. بالظبط طبعا دور المدرب انك شايف خلاص هم قفلوا في الحته دي فممكن جدا لا خلاص يبقى اعتمد على الجناب. قفلوا الجناب يبقى عندنا التصويب وهكذا. وبيدي لك المدرب الشاطر بيدي لك كل الحلول اللي ممكن تقابلك خلال الماتش لان مفيش حاجه محفوظه. ان مفيش طبعاً. مدير فني قاعد عارف الماتش اللي جاي هيحصل ايه بالظبط. لا انما هو متوقع وبيدي الحلول للعيبه عشان بتواجه موقف بيبقى عندك الحل ان انت تحل الموقف ده. فباذن الله احنا باذن الله هنعمل ماتش كويس وهنعوض الماتش اللي فات. على فكره الماتش اللي فات احنا ما كناش وحشين. ما انا كنت لسه اقول بالعكس احنا وصلنا لجون كتير جدا وفي شوط وممتلك واحتفاظ بالكوره. انت اللي ممتلك الكوره 100%. فرقه البنك الاهلي بتدافع بس يعني احنا ما كناش وحشين ولكن الظروف برضو المطر والجو كان دمه تقيل شويه ما قدرناش نجيب جون في الاول. فالدنيا ابتدت كل ما الوقت بيعدي الدنيا كانت زي ما تقول. ايوه انا اعتقد كان الكلام هيختلف تماما لو كنا فرصتين بس من ال 11 فرصه اللي جم للنادي الاهلي لو فرصتين جم اجوال كان الموضوع اختلف شويه. عندنا بعض السلبيات هنعالجها. اخد من حضرتك النقطه ديت انت شايف ايه من السلبيات اللي كانت في مباراه البنك الاهلي على مستوى التشكيل على مستوى التغييرات ممكن موسيماني يتلاشى هذا الخطا ويصححه في مباراه المقاولين رغم اختلاف طرق اللعب يعني المقاولين والبنك الاهلي؟ هو انا اول حاجه حصلت انا ما انبسطتش منها اصابه وليد سليمان لان وليد اشتكى من هو بيسخن كان لازم يقعد. وبعدين الحاجات دي ما فيهاش راي لعيب يعني ما فيهاش اقول لوليد انت قادر ما. لا 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 انت اشتكيت تقعد ليه؟ لان النادي الاهلي يعني نمره واحد لمصلحه اللاعب لمصلحه وليد لان وليد هو يتعور مش هيروح كاس عالم الانديه. انما لو كان ريح اتفق معاك طبعا. طبعا دي نمره واحد. نمره اتنين مش هتخسر تغيير ملوش لازمه مش هتخسر فرقتك فرصه ملهاش اي لازمه. فدي كانت اول حاجه انا كنت يعني اتوقع ان هو هيشد وليد ويريح. ده ما حصلش. الحاجه الثانيه هو بيلعب بطريقه هو ذكي جدا ذكي جدا. بمعنى ايه؟ هو درس الدوري المصري كويس جدا ودرس امكانيات الفرق كويس جدا. خد بالك احنا النادي الاهلي احنا بندافع بخمسه لعيبه هو رامي ثلاثه قدام على طول ما بيرجعوش لان هو عارف يعني الثلاثه الفراوده بتوعنا مرميين قدام. حتى هو عشان قاس امكانيات الفرق في الدوري المصري كويس حتى لو بيقول لك لو حد زاد مش هيعمل لي مشكله. بالظبط. انما لما بقطع كمان تلاقي النادي الاهلي بقى الميزه اللي موجوده في النادي الاهلي ويمكن ما حدش اتكلم فيها. النادي الاهلي اكتر اسرع فرقه في الدوري المصري بتوصل لمرمى المنافس باقل عدد من التمريرات. يعني انت ممكن تحول من الدفاع للهجوم عند الجون. مظبوط. وده ليه؟ لان هو رامي الثلاثه دول قدام بيدافع بشكل كويس وعنده امكانيات اللعيبه الدفاعيه اللي بتدافع بتقدر بمجرد ما بتستخلص الكوره بتلعب الكوره قدام بكوره ثانيه بقيت عند الجون. فالنادي الاهلي انا نفسي لان انا جبت ستوب ووتش وقعدت اشغلها اسرع فرقه في الدوري ومفيش يعني مفيش منافسه يعني كام؟ لا بعيد قوي يعني بعيد. احنا بين اسرع فرقه في الدوري المصري بنوصل لمرمى المنافس بمجرد ما بنقطع الكوره. يعني قطعنا الكوره بنروح للجون في قد ايه؟
الفرق الثانيه بقى بتقعد تنقل وبالعرض وورا يعني اكن واحد ماشي على عكاز. طب كلمنا عن المدير الفني للفريق المنافس في المواجهه اللي جايه كابتن عماد النحاس، مواطن برضو القوه والضعف في المقاولين العرب. فرقة المقاولين يمكن من وجهة نظري يعني من وجهة نظري أنا هو أخطرهم الولد الكولومبي السريع اللي قدام، بس عماد على طول بيطلعه يعني، فأنا أتمنى أنه يطلعه يوم ماتشنا يعني ما يخليهوش كتير يعني. إنما هو لعيب خطير ولعيب سريع، ولو استغلوه كويس ممكن يعمل مشاكل لأي فرقة. تمام. إنما فرقة المقاولين فرقة بتلعب يعني جماعيا أكتر، الفرديات عندهم قليلة، بيلعبوا بشكل جماعي، بيحاولوا بقدر الامكان ان هم قدامنا يوم سيبك بقى من الكلام، حد يطلع مثلا يقول لا احنا هنلعب على ثلاث نقاط والبتاع، لا ده كلام بتاع السوشيال ميديا والبتاع، يعني هم برضو هينزلوا هيدافعوا بحيث ان ما يجيش فيهم جون، قدروا بقى ان هم يعملوا يسجلوا ماشي، ما قدروش يبقى بالنسبه لهم برضو حاجه كويسه. فمهم جدا النادي الاهلي يجيب جون من البدايه، من البدايه من البدايه. وبعدين احنا عندنا 45 دقيقه دايما يعني في 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 مديرين فنيين يقسموهم اول ربع ساعه انا هلعب ضغط ضغط عالي في نص ملعب الفريق الثاني، تمام، مع الربع ساعه الثانيه ممكن اهدى شويه تمام واحتفظ بالكوره عشان يبقى شكلي برده كويس ما يبقاش باين ان انا، وبعدين الربع ساعه الاخرانيه ممكن اضغط ثاني. ما هو ده التنويع، وهي دي يعني ايه فكر المديرين الفنيين، مش لعيب لعب كويس ولا لعيب وحش لعب وحش، دي بتبقى حسب حاله اللعيب، لا دي حاجه مرتبطه باللاعب، انما في حاجات مرتبطه بالمديرين الفنيين. يعني انا لما بقعد اتفرج على اي فرقه بشوف المسافات بين الخطوط عامله ازاي، ما هو ده مدرب مش لعيبه بقى، يعني لما بلاقي الفرقه بتهاجم فبتتحرك كلها وحده واحده، الدفاع بيزق نص الملعب، نص الملعب يزق الفراوده لقدام، ده شغل مدرب يعني، ده شغل مدرب، وانت بتهاجمي وانت بتدافعي ده شغل مدرب، كور ثابته. انا في الدوري المصري ما شفتش فرقه حتى احنا يمكن اشتغلنا فيها كويس قوي في الفترات الاولى من موسيماني، يعني في ماتش يعني مثلا الوداد الزمالك، الزمالك اشتغلنا فيها احنا كويس، جبنا جون في ماتش الزمالك بس بعد كده ما فيش، لا كور ثابته، كورنر بتعمل منه حاجات كتير ولازم تتشاف لان ده برده شغل مدرب. صحيح. الاوتات انا بشوف اوتات، انا عندي يعني من حاجات شغلي يعني اوتات بتيجي جوان في التلت الاخراني، ازاي بيتعمل الفنت وواحد بيجي وفوت الكوره وواحد من نص الملعب يعني في حاجات، في افكار وفي شغل. احنا لما انا عن نفسي لما بلاقي حاجه كده ببقى مبسوط، لان بحس الناس بتشتغل والناس بتفكر والناس بتبتكر، مش العمليه اللعيبه بتنزل بتلعب وخلاص. مظبوط. فانا نفسي بالنسبه للنادي الاهلي يمكن دي حاجه انا كنت يعني ناسيها، لا كور الثابته لازم نستغلها بالذات بقى بالذات في كاس العالم الانديه. لازم يبقى في تريكات في الكورنر، في الفاولات، في الاوتات، لازم السلاح مهم جدا. انت يعني طبعا سلاح الكور الثابته يمكن يعني بفكر الساده المشاهدين وحضرتك انه كان سلاح مهم جدا في مباراه الوداد، مباراه الزمالك، نتكلم على مباراه كبيره جدا كان الاهداف بتيجي من كورات ثابته، وخاصة في البطولات الكبيرة يعني فرق ممكن جدا ما تخلقش عدد فرص للتهديف اللي تخلقه في الدوري المصري، يعني عندنا قدام البنك الأهلي 11 فرصة تهديف، أعتقد في كأس العالم الأندية مش هيتيح لك الفرص الكتيرة اللي جات لك في الدوري المصري. بالظبط، فممكن تستغل بقى كورة من الكور من الكرات الثابتة، سواء الفاولات اللي بره ال 18، القرار، الأوتات. أنا الجون اللي جبناه في الزمالك أنا بصراحة يعني أنا ضحكت، مع إن نادي الزمالك فيه لعيبة دوليين يعني لعيبه الديفنس لعيبه دوليين، فانا لما طلع الفراوده بتوعي كلهم وقفهم على خط 18 وبعدين الاقي ديفنس، ده بيديني مدلول لحاجات ان ممكن اللعيبه دي ما سمعتش حاجه، ما اتعلمتش حاجه ولا سمع. فلما اكون انا مثلا طبعا انت 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 كابتن هاني هتحس بالكلام ده، ياسر دباك فيقوم سايب ده وطالع على خط 18، طب ما الراجل اللي واقف على خط ما هيجري يجي لك هنا، انت بتراقب ايه؟ انت بتراقب اللعيب يعني ولا بتراقب المساحه واللعيب؟ بالظبط. اي مدافع دلوقتي في الكره الحديثه بيعمل حاجتين، انا مساك مراقب المساحه اللي بلعب فيها ما بسيبهاش وامشي، انا هنا واللي بيجي بمسكه، ليه؟ يبقى انا قافل الملعب. النادي الاهلي معظم اهدافه بتيجي في الدوري المصري مع الفرق ان هم كل ما الكوره بالظبط كل ما الكوره تتحرك يجروا ورا الكوره، فالدنيا بتفضى تلاقي، واحنا لعبتنا بقى بتقدر ان هي تستغل الكلام ده بشكل كويس جدا. فاحنا محتاجين مهم جدا ان احنا نحس بالشغل التدريب، شغل التدريب لازم يتحسن.
يعني مدرب بياخد فلوس قد كده وبيشتغل ومعاه امكانيات، لا لازم نحس ان في حاجه مرضوط. احنا حتى نستفيد منها. طب النهارده في غيابات كتيره، يمكن حضرتك ذكرت وليد سليمان ربنا يشفيه، النهارده برضو محمد الشناوي قرار الايقاف، والغيابات دي تاثر عليه على المباراه؟ لا 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 باذن الله، النادي الاهلي ما طول عمره في ناصر طبعا واجاييه لا النادي الاهلي ما طول عمره الغيابات ما بتاثرش معاه، وعندنا لعيبه، احنا عندنا في كل مركز اثنين وثلاثه ما يفرقوش عن بعض. فبالعكس لا مش هتفرق، بس دي غيابات مؤثره برضو يا كابتن خالد. مؤثره ايوه، بس ما بتدي دافع للعيب اللي احنا عندنا لعيبه برضو كلهم مؤثرين. تمام. يعني احنا اللعيبه هو دلوقتي هو موسيماني بيعمل ايه؟ بيشيل كل ماتش 3 4 ولاعب 3 4 يعني الدنيا مش مثبت لا في روتيشن طبعا. ايوه ليه؟ لان الامكانيات كلها اللعيبه عندك قماشه تقدري تتحركي فيها بشكل وتستخدميها بشكل كويس. احنا كلنا ثقه في علي لطفي، لان خاصه يعني مركز حراسه المرمى بيبقى حساس شويه طبعا. الشناوي ماشي بشكل اكتر من رائع، غيابه اعتقد هيكون كمان حوافز لعلي لطفي، عنده امكانيات كويسه جدا كمان، لسه النادي الاهلي مجدد عقد او يعني عقده جدد له العقد، فدي كلها امكانيات ونكسب كمان علي لطفي على المستوى، على مستوى ان احنا عندنا حارسين قريبين جدا من بعض، لان المنافسه لازم تكون قريبه ما بين طبعًا. حراس المرمى بشكل طبعًا. كبير يعني، وعشان كده لازم ما يبقاش يعني المفروض كل فتره يدخل علي شويه طبعا ده لازم لاي ظروف بقى، يعني الشناوي هو جه ظرف موقوف 4 ماتشات او لا قدر الله في حاجه تاني في لاي ظرف ان هو مش هيكون موجود، لازم الحارس اللي بعديه ما يجيبوش مره واحده يلعب وهو يكون بعيد لا يكون برضو بيشتغل، زي ما بعمل روتيشن في اللعيبه 3-4 بلاعبهم عشان الناس كلها تبقى بتشارك والناس كلها توصل في حاله ذهنيه وبدنيه وفنيه وتكتيكيه وخططيه بمستوى عالي، لازم برضو حارس المرمى كل 3-4 ماتشات ما فيش اي مانع ان هو ياخد له ماتش. اكيد في النهارده هجوم حاصل، وبعيدا حتى عن الاخطاء التحكيميه، ولو ان برضه عايزه تعليق حضرتك في الموضوع دوت، افتكر انه هيبقى مميز، بس النهارده في هجوم ولغة كبير جدا حوالين اللعيبه وموسيماني والجهاز الفني، يعني كلمني عن اللغط ده، خاصه في يعني احنا بنتكلم في توقيت مهم جدا في مشوار النادي الاهلي، ودايما يعني ملاحظين ده بشكل كبير، اعتقد يعني مش عارفه هل متعمد ولا متعمد في بعض الاحيان، احيان كتيره جدا لا اللغط بسبب التحكيم ولا اللغط بسبب والهجوم إيه؟ النهارده بقى على بعض اللعيبه على السوشيال ميديا تحديدا النهارده ليه هجوم على بتهاجم لا في طبعا بعض الناس بتتكلم على تقييم او اعاده تقييم لموسيماني بشكل مباشر مش واحد يعني عشان ما ده انا بقول لحضرتك كابتن هاني وبعض اللعيبه بعض المراكز يعني حسين يعني حسين انا اعتقد ان هو لازم يشد حلو شويه بصراحه بكل امانه. قفشه النهارده برضو يعني في ناس يعني في لعيبه لا بتتعرض لهجوم، وموسيماني طبعا على راسهم على راس اللي بيتعرض لهجوم. موسيماني الراجل ماشي كويس، عامل نتائج كويسه، ماتش الدوري على فكره طويل جدا، يعني ما ينفعش دلوقتي تقولي فرقه هتاخد دوري، ما ينفعش تقولي الاهلي هياخد دوري ولا الزمالك حاجه، لا لسه بدري كتير جدا، وعايز نفس طويل واحنا اللي عندنا النفس الطويل وعندنا الاصرار، يعني دي حاجه مش جديده علينا، يعني مش ان احنا خسرنا نقطتين فالدنيا هتتدربك، لا ده عادي جدا مفيش اي مشكله. وبعدين حتى لو مقصر زي ما انت قلت ماشي على حسين، بس النهارده يعني انت مش مقصر، في فرق بين مقصر ان هو لازم يشد. انا بتفق مع كابتن هاني بس بس يعني عارف بيبقى الهجوم عنيف يا كابتن برضو خالد، يعني بيبقى عنيف جدا وحاد جدا. ما هو بس ساعات بيبقى مفيد الهجوم ده اللي مع اللي بيبقى مكسل، يعني انا لما كنت معاكم برضو في الحلقه اللي قبل ماتش انا قلت على اثنين، على محمود وحيد وصلاح صلاح محسن او مروان راس حرب. لا صلاح محسن صلاح محسن لازم يشدوا حلو، لا حسين الشحات لازم يشد حيله. ما انت بتلعب في النادي الاهلي، لو مش هتشد حيلك انت لازم الناس هتنتقدك. مش كل اللعيبه، مش كل النفسيات الهجوم عليها او الحده بالنسبه لها يعني تيجي معاها بالايجاب، يعني محمد ابو تريكه مش عارف كان بيتكلم على جوزيه لما كان بيعنفه جدا كان بينزل يعمل افضل حاجه عنده، لكن في لعيبه لا العكس، في فرق كهربا العكس.
لا في فرق لما المدير الفني يعنف او السوشيال ميديا تعنف. ده في فرق كبير جدا. ممكن اللعيبه ما تتقبلش كل واحد في فروق فرديه كل واحد ده من ناحيه المدير الفني. ولكن من ناحيه الجمهور والسوشيال ميديا لا، اللي هيكسل لا، ما الناس مش الناس بتحب الاهلي وعايزه الاهلي يكسب ومش عايزه حد ياثر ولا يبقى كسلان. لا ما ينفعش. الهجوم على موسيماني في محله؟ لا طبعا مش في محله. ليه؟ ماتش ونقطتين راح وفي لسه مشوار طويل يا كابتن. جدا. وهاخد من المشوار الطويل ده يعني تقييما كمان للدوري. حضرتك شايف الدوري ازاي خلال يمكن ده الجوله الثامنه في الدوري؟ وحضرتك قلت ولا هتعرف مين اللي هياخد الدوري لسه ولا المربع الذهبي. رؤيتك الفنيه كمدير فني كبير وبتتابع الدوري المصري، بدايات الدوري عامله ازاي ورؤيتك ازاي للثمان جولات الاولى من الدوري الممتاز؟ يعني انا الدوري برضو هتبقى المنافسه في الاخر منحصره ما بين الاهلي والزمالك لوقت معين، ولكن بعد كده احنا هنفرق ان شاء الله. يعني هيبقى في منافسه ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك لوقت معين، مش لاخر الدوري، لا لوقت معين وبعدين احنا هنفرق. بيراميدز هيبقى بعيد، بيراميدز هيبقى بعيد مش شايفه السنه دي كويس. لا 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 مش شايفه، لا لا مش شايفه في اي بطوله. يعني بينقصهم حاجات كتير، بينقصهم اصل دايما كابتن هاني الفرق اللي هي ما عندهاش جمهور لو المدير الفني كل يوم مش كل ماتش كل يوم في التمرين لو ما خلقش دوافع جديده للعيبه الفرقه بتقع من غير ما يحس. وده اللي بيحصل مع بيراميدز. يعني انت ازاي تخلق لهم دوافع جديده تعوضهم عن غياب الجماهير او الضغوط؟ بالظبط. يعني ضغوط لازم تتشال لان دي وظيفه الـ لا يعني في ضغوط ايجابيه. يعني كلام الضغوط الايجابيه ازاي دي بقى ده ذكاء وده موهبه وده مش بتاع مدير فني موظف بيروح كل يوم عشان ساعتين ويروح. لا بيراميدز مش هتلاقيه، مش هتلاقيه. وده دايما هتلاقيه مثلا في الماتشات. طب ما هو بيراميدز قدام البنك الاهلي مش تعادله؟ تعادل 0-0. طيب قامت الدنيا وبيراميدز تعادل مع البنك عادي عدت. يعني مش قصه. مش قصه. هو زي الاهلي طبعا اكيد يعني. وهيبقى برضو الدوري زي السنه اللي فاتت، فرق كتيره معظم الفرق بقى اللي بعد كده هتصارع على الهبوط. يعني نفس القصه. انا برضو يوميها كنت معاكم اتكلمنا على اسوان وقلت لك اسوان ممكن ياخد بونت في اول الدور التاني. ما كانوا 6 بونت. كانوا 6 بونت. كسبوا اول ماتشين. سيراميكا كان اول الدوري اول. لا سيراميكا احسنهم. احسنهم يعني بتتكلم على غزل المحله والبنك الاهلي واسوان والبنك الاهلي. لا سيراميكا احسن وسيراميكا ممكن يقعد. بيلعبوا كره. فرقه سيراميكا ممكن تقعد بامكانيات اللعيبه اللي موجوده بالفكر اللي موجود بالمدرب اللي موجود. يعني هو مش همه حاجه وبيلعب ومفيش حاجه بيبكي عليها يعني ومفيش ضغوط. فانما سيراميكا ممكن تقعد. ولكن هتلاقي بقى كل الفرق برضو في دوام، هتخش في الدوام. اسماعيلي طبعا للاسف. انا معلش زعلان. انا شفت زعلان جدا والله يا هاني، لان انا شفت على اليوتيوب فيديو لابو طالب. طالب العصر. حزنت حزن انا مش هقول لك، يعني صعب عليا جدا. و النادي الاسماعيلي بعد مباراه بعد ماتش المقاولين. على فكره عملوا ماتش كويس، وان هم يخسروا دي نتيجه برضو غريبه. يعني المقاولين ما كانش يكسب يعني. يعني اقل حاجه للاسماعيلي التوفيق. طبعا اقل حاجه للاسماعيلي يكسب للماتش يطلع بعد، انما المقاولين يكسب لا. لما شفت ابو طالب نادي الاسماعيلي مشكلته ايه؟ ما هو احنا بنحب النادي الاسماعيلي من زمان طبعا. ونادي جماهيري ونادي شعبي. دخلوا في دوامه لان هم مش عارفين ايه السبب. هو مش مدير فني ولا مدرب ولا نمره واحد لعيبه. نمره اتنين انا عايز اسال رئيس النادي حسني عبد ربه فين من فرقه كوره؟ يعني ازاي انا اكون رئيس نادي صحيح استاذ ابراهيم عثمان ويكون عندي واحد زي حسني عبد ربه وبطل ما استفدش بيه؟ ابعده ليه؟ يا حتى لو انا بقول له من هنا، حتى لو انت ما بتحبش حسني، حسني لازم يكون موجود مشرف عام على فرقه الكوره، لان دون نمره واحد هيغير من فرقه كتير جدا. ابن النادي الاسماعيلي. ابن النادي وكابتن النادي وكابتن النادي لا وتاريخ ومنتخب يعني مصر هو بعيد. انا من برضه يعني اقول حسني فين؟ يعني ازاي بعد كل اللي اداه لمصر واداه النادي الاسماعيلي حتى ما تشوفوش في حاجه؟ وده وضع مش طبيعي. مظبوط. يعني وضع مش طبيعي. فحسني لازم يكون موجود. نمره اتنين نجيب لعيبه كويسه مش المدير الفني.
يعني حرام حرام مش مدير فني هيجيب اي مدير فني باللعيبه اللي موجوده، لا صعب جدا. ما هو لازم التحضير للعيبه مميزه على بحجم نادي الاسماعيلي يكون من اول من بدري علشان تجيب لعيبه تناسب المكان اللي انت بتشتغل فيه والطموحات اللي انت كمان بتشتغل عليها كابتن، وطموحات جماهيرك، لان جماهير الاسماعيليه انا في ماتش الرجاء اتفرجت انا 24 ساعه يعني الكوره ما بسيبش الكوره، اسماعيلي والرجاء في البطوله العربيه الشوط الاولاني 0-0، بس انا قاعد عارف الاسماعيلي هيخسر مش هيقدر يعني انا قاعد مستني هيخسروا امتى، وبعد خسروا 3 يعني جون في الثاني في الثالث خلاص دب 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 مش هيقدروا حرام. فعشان الجمهور نمره واحد اول خطوه ايجابيه لازم تحصل في نادي الاسماعيلي ان حسني عبد الرب يكون موجود. انا يا ريت الراجل يعني رئيس النادي يكون سامع الكلام ده، و ما اعرفش يجي ازاي حسني مشكلته ايه انا مش عارف. طب وده يا كابتن خالد هيدخلنا برضو في فكره المدربين وتغيير المدربين، يمكن اطول مدير يعني اطول مده قعدها مدير فني في السنتين اللي فاتوا كان كابتن مختار حبيبك ورحل وكابتن حموده صدقي، بتشوف ازاي كمان الفكره دي؟ وطبعا اكيد ليها تاثير وتاثير كبير جدا على الفرق، اثر على استقرارها. مختار ماشي كان مع الانتاج بشكل هايل، في لعيبه كتيره مشيت من الانتاج ولعيبه مؤثره. رجعنا تاني للعيبه صح طبعا يعني انت هتحكمي على مختار دلوقتي؟ لا طبعا مش هنحكم على مختار دلوقتي، ولكن مختار كان ماشي كويس مع فرقه الانتاج وفرقه الانتاج لان كان عندهم لعيبه تقدر تعمل حاجه. اللعيبه في لعيبه اتباعت، وحتى حرس المرمى عامر شديد لعيب كويس طبعا باك الشمال. انت بتستغني وما بتعوضيش، ما تطلبيش بقى المدير الفني الاداره يعني بتبيع لعيبه تمام وما بتعوضش اللعيبه دي بناس قريبه من مستواه، فما تجيش بقى تلومي المدير الفني. المدير الفني مش هينزل يلعب يعني لازم يكون معاه قماشه كويسه، لو ما فيش قماشه كويسه حتى لو هو احسن مدرب في العالم مش هيقدر يعمل حاجه. مش اللعيبه امكانياتها مش هتقدر تنفذ له اللي في دماغه. انت طالبه حاجات وبتحطي فكر وبتحطي خطوط عريضه وبتحطي جمل وبتحطي خطط، انت عايزه الناس تستوعب الكلام ده، هم دول اللي بينفذوا. لو ما بينفذوش بشكل كويس هيخلوا شكلك وحش. طب هي سؤال برضو يا كابتن، وخاصه من اتكلمنا على الاسماعيلي وبنتكلم على الانديه الشعبيه، بنتكلم على الاسماعيلي الاتحاد المصري الانديه الشعبيه اللي ليها غزل المحله، بنتكلم على انديه عندها قاعده كبيره جدا من الجماهيريه. هناقش حضرتك في نقطه مهمه، هل الاداره بتوصل طموح خاطئ لجماهير هذه الفرق ان احنا لا يا جماعه اصبروا ده احنا السنه الجايه هنبقى في المربع الذهبي، لا وبالتالي نقدر نقول ان طموحات جماهير الانديه الشعبيه اكبر بكتير من امكانيات النادي في الظروف الحاليه ولازم المعادله دي تتغير؟ طبعا انا موافقك 100%، يعني ادارات بتحط طموحات وبتحط اهداف هي مش تقدر تنفذها قدام الجمهور. الجمهور بيعرف، فلما ما بيحصلش الكلام ده الجمهور بيزعل وبيصور. لا انا مثلا غزل المحل انا لسه طالع السنه دي، لا اقول للناس يعني احنا لو قعدنا السنه دي ده يبقى هو ده الهدف الكبير اللي احنا هنعمل عليه. قدرنا لان خلاص الكره بقت فلوس. طب النادي اللي عنده فلوس وبيقدر يشتري لعيبه وبيقدر يصرف وبيدي مكافئات وبيدي الفلوس للعيبه في اوقاتها ده بيمشي بينجح، انما لو ما عندكش الامكانيات الماليه الاول فما تقولش بقى ان انا في المربع الذهبي بقى السنه الجايه وانت لسه ما يعني لسه ما ظبطتش فكرتك يعني. طبعا بالظبط، يعني انت بتقول يا كابتن هاني كلام 100% صح. وبعدين ده بره بيحاسبوا المديرين الفنيين ازاي؟ انا هقول لك حاجه بقى سيام عشان تتابع. مدير فني مسك فرقه، الفرقه دي بامكانيات اللعيبه طموحها ان هي توصل المربع الذهبي. المدير الفني ده اللي ابتدى مع الفرقه من اول الموسم وشكل لعيبته وجهازه وابتدى وفتره اعداده، هيلعب مثلا في الدوري سي 34 ماتش تمام، بيقسموا ال 34 ماتش دول على 3 مراحل. احنا هنحاسبك، هنقف لينا وقفه بعد اول 12 ماتش، احنا هنعمل لك كل اللي انت عايزه. طيب بعد 12 ماتش لينا وقفه. المدير الفني بقى المحترف بيجي اول 12 ماتش دول، لو هنقول مثلا الانتاج الحربي اي نادي هيجي اول ماتش الاهلي بيقعد مع الاداره وقعد مع الاداره والكلام ده بيبقى مكتوب تمام. طيب بيقول لهم لا هنخسر،
هنا صفر. الماتش الثاني مثلا غزل المحل هاخد 3 بونت، مش عارف ايه بونت، مش هخسر في ال 12 في ال 12 ماتش دول انا هاخد مثلا 14 نقطه. بعد ال 12 ماتش بعد ما اتفقوا يعني على الكلام ده وهم في تارجت محطوط 14 نقطه، بعد ال 12 ماتش تهاتوا، انت هنا ما حصلش وهنا ما حصل، بيمشي. حتى هو هيقولك انا همشي. مدير الفايدين معظمهم ما بيعملش كده، او تقريبا كلهم. السمه دي ما فيش حد بيعملها، مفيش حد بيعملها. في مدير فني كان اشترط على نادي عشان يروحوا ان ما يمشوهوش غير بعد نهايه الدور الاول. طب ازاي؟ طب انت هتقعد تتغلب لغايه الدور الاول وبعدين ما يقدروش يمشوك؟ يعني انت كاتب بند في العقد ما النادي ما يقدرش يمشيني غير بعد نهايه الدور الاول. طب ما النادي هيكون تتغلب، النادي هيكون نزل كمان، يعني هو النادي هيستفيد ايه؟ ما هي دي نقطه الجدل. يمكن انا في اعتقادي لازم يكون في فرص اكتر شويه، يعني احنا بنتكلم، حضرتك بتتكلم فيري بروفيشنال، وده اتطبق يمكن مع ليفربول لما جه يورجن كلوب قال لهم انا عندي مشروع، انا عندي مشروع لمده 4 سنين، ليفربول ما خدش الدوري بقاله 30 سنه، انتوا اهدافكم ايه؟ اهدافنا البريمير ليج، الشامبيونز ليج، وفي الاخر خالص لو كاس انجلترا. فالاهداف محطوطه، لكن كمان في لونج بلان، يعني طبعًا في فترات امتى هتتنفذ، امتى هقدر انفذ ده. انا بقى رايي كابتن، وما اعرفش راي حضرتك ايه، ده المفروض يتم في الانديه الشعبيه زي الاتحاد، زي المصري، زي الاسماعيلي، زي غزل المحله، ان يكون عنده مشروع ان خلال 4 سنين حقق اهداف 1 2 3. طبعا لا، كلام 10 على 10، كلام سليم 100%. بس مين اللي هيعمل الكلام ده؟ ادارات محترفه. ما احنا 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 عندنا هنرجع للاداره بقى، اداره محترفه مش اداره، يعني المنظومه لازم كلها تبقى محترفه. انما احنا حتى على مستوى اللعيبه بنطبق الاحتراف بنص نص، يعني مش كله. انت اكيد طبعا انت سيدي وما تعلقش الغلط على شماعه المدير الفني فقط يا كابتن خالد. احترفت بره يعني انا على فكره هقول لك حاجه انا افتكرتها وانا جاي والله. اتفضل. انا كنت في لايبزيج كانت 96 تمام، وكان معايا شوقي غريب. انتوا كان عندكم ماتش، انا مش فاكر كنت في انهي نادي في الوقت ده. 96 كنت في كايزرسلاوتر. كان عندكم ماتش ورحت، لا فيردا بريمن حاجه، انا رحت كازلاتان 98 بالظبط، وكان استاد صغير ما كانش ملعب كبير، كان لايبزيج حاجه كده. كان لايبزيج. برافو عليك. ورحت انا وشو، قلت له تعالى انا اروح عشان انا اشوف هاني. طبعا انا رايح وقلت هشوفه ازاي بقى، هاني في الملعب انا في المدرج و... وكان معانا ناس، انت عارف الدوره بتاعه لايبزيج دي بتبقى في كل الالعاب، يعني جزء الكوره هاندبول مش عارف. كان معايا ناس اصحابي جدا من الارجنتين، فرقه هاندبول اوكي، فخدتهم معايا اتفرجنا على الماتش. طبعا انا عمال اقول لهم بقى هاني ده ابن النادي، ابن النادي. انا كنت بلعب لا ده شرف ليا يا حبيبي، ربنا يخليك. المهم فمنهم بنت، كان في بنت منهم قالت لي طبعا عايزه التيشيرت بتاعتك. طبعا انا بقى قلت لا تقول عليا انا بكذب، لا ده صاحبي وبيلعب معايا، طب انا اجيب التيشيرت. المهم خلص الماتش وهاني دخل، انا بقى جيت له في الحته المدرب بس فوقي افتكرت يعني قلت له هاني ازيك وبتاع، هات لي التيشيرت الحق قدامي قلت له يلا فعلا. فانا فطبعا يعني الشرف لينا كابتن، لا ربنا يخليك، كابتننا كلنا والله يا كابتن، ربنا يخليك، انت تستاهل كل خير. فاحنا هنا الاحتراف يعني موارب، فاهماني؟ يعني الاحتراف موارب، يعني مثلا موضوع وليد سليمان ان هو يلعب وحاسس بتعب ويلعب ويتعور، لا في الاحتراف دي قصه ثانيه مختلفه، مش هقول عليها، مختلفه تماما. مش هتعدي، ما ينفعش، مش هتعدي ولا عليه ولا على المدير الفني. يعني صحيح. ما فيش مشاعر. الشغل مفهوم شغل الكوره، بس احنا عندنا هنا في مصر 70% مشاعر و30% شغل، يعني دي الحقيقه يعني. انما هو المفروض ما فيهوش، يعني شغل الكوره ما فيهوش مشاعر، الخطوه بفلوس، مش في احتراف بتخطي خطوه بتاخد فلوس، بترجع خطوه بتدفع فلوس، ما فيش كلام. نتمنى ان شاء الله كابتن نشوف الحياه الاحترافيه، ونتمنى نشوف حضرتك كمان في الكادر، لان حضرتك خبرات والله يعني خبرات تدريبيه كبيره، وكمان عندك افكار وعندك يعني رؤية. لكن محتاج مشروع تنفذ فيه افكارك. نتمنى حضرتك وامثالك كمان، عندنا مدربين كتير عندهم مواهب كتير،
وان شاء الله باذن الله يعني نشوف حضرتك في الدوري المصري، ونتمنى كمان الدوري المصري يعني يشتغل بشكل احترافي اكتر خاصه على مستوى التحكيم يعني. اكيد الله يعني. خليك يا كابتن. لا باذن الله ربنا يسهل، بس انا عايز حد يتبناني يعني حته التبريد عشان محتاج يا كابتن. لا والله مش محتاج. لا اصل انا يعني انا في موضوع الشغل ما هو حاجه من الاثنين يعني، دايما اللي بيبقى عارف ما بيزهق بيبعد يعني. ما هنا لا، العمليه بالنسبه للشغل مختلفه شويه. اللي بيعرف يوصل بيشتغل، بس هل هو بيعرف يشتغل ولا ما بيعرفش يشتغل دي مش مهم. بيشتغل اللي يعرف يوصل، بس انا ما بعرفش اوصل بقى بصراحه. ان شاء الله الناس توصل لك يا كابتن. انا ابتديت تدريب من 89 يعني، من 89 ما فيش سنه كلمت حد، كل سنه بشتغل من 89 ل 2005. الشغل بيجي لي، انا اتكلم ليه ولا اروح لرئيس نادي ولا ليه؟ الشغل هو اللي بيتكلم. انا حتى لما كنت بسافر السعوديه او الامارات ما كنتش اعرف رئيس النادي ولا اشوف حد، بروح امرن وامشي ما بشوفش حد يعني. والماتشات شغاله والنتائج شغاله. نعم. ماشيه كويس هيقعدوكي، ماشيه وحش هتمشي، والدنيا سهله. اتمنى لك التوفيق يا كابتن ان شاء الله. انت حضرتك قامه كبيره جدا طبعا. جدا طبعا. ودايما سعداء بوجودك معنا في البيت حبيبي. انا اللي سعيد بيك جدا وليالي الشرف طبعا. انت لي الشرف كابتن مصر، وحاجه شرفتنا يعني. شرفتنا يا كابتن والله. وسعيد بيك يا سيام، مبسوط بيك جدا. احنا مبسوطين بحضرتك ورقيك حتى في الحديث. شكرا ليك، شرفتنا. فقره خط احمر في البيت الكبير جاء بوعدها مع زميل واحد بس، محمد فارس. وبنتمنى طبعا يعني بنتمنى يعني كمان السلامة لأحمد، ويرجع إن شاء الله في أقرب وقت لأحمد أسامة. أهلا بيك يا محمد. أهلا بيك يا سام. أهلا بكابتن هاني، وبنشكركم دايما على مشاعركم الطيبة تجاهنا، وبتمنى السلامة لزميلي أسامة اللي أصيب بفيروس كورونا. فعلا مفتقد النهاردة. أسامة مش مجرد زميل عمل بالنسبة لي، أسامة صديق وأخ ورحلة كفاح بنيناها مع بعض في البرنامج ده، وان شاء الله الحلقه الجايه يكون موجود جنبي هنا. واكيد بسلم على كابتن خالد، هدفه في كاس مصر 83 وثم كاس مصر 84 في النهائي ضد المصري، ذكريات لما جينا نتعلم يعني ايه اهلي، اتفرجنا عليها واستمتعنا بيها. حبيبي الله يخليك. طبعا الناس كلها منتظراك يعني، انا اعتقد انها هتكون حلقه ناريه ان شاء الله الناس تستمتع بيها. نتمنى لكم التوفيق، ودايما بالتوفيق لخط احمر اللي عامل شكل مميز جدا، والناس كلها بتستناه بالتوفيق، وان شاء الله يعني حلقه موفقه باذن الله. نشكرك جدا يا كابتن هاني، وهي فعلا حلقه هتفكر ناس كتير جدا بمفهوم الاهلي خط احمر بجد. نطلع لفاصل وبعدين نرجع نبدا حلقتنا. ورجعنا لكم وبدايه حلقتنا. حابب كده في بدايه الحلقه ناخد دقيقتين فيهم رسالة لأحدهم، وأكتفي بوصفه بأحدهم. الكذب تجارة البعض بيجدها، خصوصا لو مريديه عندهم الميل النفسي والاستعداد لتصديق الأكاذيب كنوع من الهروب من الواقع، خصوصا لو الواقع ده فيه منافس زي النادي الأهلي، كل حظوظك تتلخص في محاولة اللحاق بمجده، فتبدأ تختلق الأكاذيب عشان تلاقي نفسك مرتاح نفسيا وقادر تتجاوز الواقع بتاعك ده، زي انك تسمي نفسك مدرسة الفن والهندسة، وتشوف ان الأداء والكورة الجميلة بيعوضك عن البطولات. بتعمل كده ليه؟ عشان تلاقي مبرر نفسي ترضي بيه نفسك مع كل بطولة بتخسرها، ولكن مع أول بطولة بتفوز بيها مع أداء سيء بتشوف ان الغاية تبرر الوسيلة، وان القصة عمرها ما كانت في الأداء. زي برضو ان انت تشوف انك عمرك ما كنت النادي صاحب النفوذ، مع انك انت النادي اللي تشرفت بفكرة ان اسمك يكون على اسم الملك، واللي سعى في ده كان رئيس اتحاد الكورة مع رئيس ناديك. برضو من الاكاذيب اللي بتحب تصدقها، زي فكرة انك انت النادي اللي طول الوقت مضطهد من اتحادات الكرة المختلفة، مع انك انت النادي اللي انسحب من مباراة على خلفية قرار تحكيمي بالمناسبة كان صحيح، وكانت اللائحة بتقول انه هو في مباراة القمة بعد انسحابه يهبط للدرجة الأدنى. طلع وقتها وفي تصريح شهير سمعناه على لسان وزير الشباب والرياضة في الوقت ده، قال ان كان عندنا حلين، يا النادي ده تطبق عليه اللائحة ويهبط للدرجة الأدنى، يا إما نحل اتحاد الكورة فنحل المشكلة، فتحلت المشكلة بحل اتحاد الكورة. برضو من الأكاذيب زي إنك تشوف نفسك طول الوقت إن أنت النادي المضطهد تحكيميا، واللي أنت وقع عليك تاريخيا ظلم تحكيمي، وما تشوفش ده استثناء، مع إن أنت النادي اللي طلع مسؤول بارز في التحكيم وقال إن الحكم ده جالي النادي ده
عشان رئيس النادي ده بيحبه. زي برضو فكرة ان انت تبقى شايف ان بيتم اعاقتك عن تحقيق البطولات بوضع رقيل في طريقك، مع ان انت النادي اللي مدير تنفيذي سابق للاتحاد قال المستشار عايز بطولة وقد كان. اعتقد نزيح الستار عن اكاذيب الفن والهندسة وندخل بقى لحلقتنا وكتير من الحقائق اللي ما فيهاش اكاذيب. اول الحقائق دي معانا ان النادي الاهلي بيشارك للمرة السادسة في مونديال الاندية، مجد عظيم يليق بالنادي الاهلي وهو بين الكبار. النادي الاهلي اللي البعض كل املهم ومعرفتهم عن كاس العالم او طموحهم وارتباطهم بيه ان هم كانوا محتمل مشاركتهم. النادي الاهلي جمهوره لازم يكون سعيد ويعرف ان البطولة دي زي ما هي مهمة، زي ما كمان عندنا مباراتين مهمين في الدوري، وزي ما كمان مهم نعرف النادي الاهلي هيقابل الدحيل القطري لو شفنا القرعه اللي حصلت النهارده، بحيث نشوف البطوله ماشيه ازاي. هنلاقي ان النادي الاهلي هيقابل الدحيل القطري، والفريق المكسيكي تيجرس هيقابل فريق اولسن الكوري، والكسبان من النادي الاهلي والدحيل هيقابل بايرن ميونخ، والكسبان من الفريق الكوري والفريق المكسيكي هيقابل الكسبان من كوبا ليبرتادورس. عايز اقول ان بطوله كوبا هيتقابل ويا بطوله امريكا الجنوبيه هيلعب فيها بالميراس مع سانتوس، الاثنين برازيليين كانوا بيقابلوا قبلها على سبيل الصدفه فريقين من الارجنتين ريفر بليت وبوكا جونيور. الفريقين اتقابلوا على غرار دوري ابطال افريقيا، فريقين من المغرب وفريقين من مصر، وصل للنهائي فريقين من البرازيل، هيلعبوا يوم 30 يناير واعتقد هتكون مواجهات مهمه. فريق الدحيل القطري انا شايف على عكس البعض اللي بيهون من المقابله، المباراه صعبه جدا ومحتاجه تركيز ومحتاجه كل المجهود. الدحيل عنده لاعبين مميزين جدا استقدمهم، خصوصا في بعض المراكز اللي كان عنده نقص فيها زي علي كريم اللاعب الايراني بعد ما فشل في ضم فرجاني ساسي، وكمان عنده جناحين مميزين جدا ادميلسون جونيور واللاعب ايضا الجناح البرازيلي الاخر اللي جاء من بالميراس، وهو لاعب مميز جدا حتى في ارقامه التهديفيه. وكمان عندهم المهاجم القطري، وهنا احنا بنتكلم في الجناح البرازيلي دودو، وبنتكلم في المهاجم القطري المعز علي، وميشيل اولونجا اللي هو المهاجم الكيني اللي ضموه اخيرا. فريق ما ينفعش يستهان بيه، وفريق لازم نكون مركزين في المباراه بتاعته بالشكل الامثل، لان كاس العالم زي ما هي بطولة احنا بنتمنى نحقق فيها مركز متقدم، لازم كمان نعمل اقصى مجهود عندنا. واذا نجحنا وقابلنا البايرن وبقت مواجهة منتظرة، في اللحظة دي هنتمنى التوفيق، هنعمل كل اللي علينا، والباقي هو الدعوات من السماء ان احنا نعبر مواجهة صعبة جدا، ولكن كل الطرق تبدأ من الدحيل. خلاص خلصنا القرعة، عشان ننتقل بقى لحاجة تانية خالص، وهي جمهور النادي الأهلي ما بيتكلمش غير فيها، ده هيكون معانا في فار روم. النادي الأهلي حصل اتجاهه أحداث تحكيمية، الجمهور بقاله يومين بيتكلم هنرد نتكلم في ايه، هنقول ايه، هنعرض ايه. النهاردة هنوريكم ليه اصلا بيان النادي الاهلي صدر، وهنوريكم ملابسات الموضوع وهل ده شيء النادي الاهلي عنده حق فيه ولا لا، وهنقول لكم ابعاد قرار الشناوي ايقافه 4 مباريات، وهتشوفوا معانا حاجات وحالات ولقطات بتشوفوها لاول مره. طبعا السوشيال ميديا وكل البرامج كان لها دور كبير جدا، ولكن كمان احنا بنكمل وبنوريكم فكرة تنسف أي مبدأ لإيقاف الشناوي. اتحاد الكورة في ظل الغضب العارم لجمهور النادي الأهلي خرج منه البعض بيتكلم في فكرة إن يا جماعة الإعلام اللي بيثور على فكرة الإيقافات وعلى المشكلة التحكيمية وعلى بيان النادي الأهلي لازم يراعي إن عندنا مونديال الأندية. أكيد كلنا متكاتفين فيما يخص مونديال الأندية، ولكن هي الفكرة، هي المشكلة عند مين؟ هو مين أصلاً اللي عمل اللغط؟ هل النادي الأهلي كرد فعل هو اللي بيحاسب، ولا المشكلة أصلا في الفعل؟
وإيه هو الفعل؟ غياب الموضوعية وغياب العدالة التحكيمية. النادي الأهلي عنده أخطاء حصلت في حقه ما اعتقدش على سبيل المصادفة، عشان كده خرج بيان لو حكم الساحة بيخطئ في وجود الفار فده مقبول. ده بيان النادي الأهلي اللي ركز فيه، ولكن الأخطاء بتكون من حكام الفار، وهنا ده اللي غير مقبول وغير مفهوم وغير منطقي. كمان فيما يخص إيقاف الشناوي، أنت في الوقت اللي الجمهور عنده موقف وفي الوقت اللي الجمهور فيه غاضب وشايف أن في قرارات تبعاتها لازم تكون موقف من النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي بتكون حاضرة للدفاع عن حقوق ناديها كالعادة، بيحصل موقف غريب جدا، بتخرج القرارات في ثانية، بتخرج القرارات لإيقاف الشناوي وكأن بيتقال للنادي الأهلي نحن لا نبالي. على فكرة فكرة خط أحمر لما احنا فكرنا أساسا في اسم البرنامج ما كانش أن النادي الأهلي خط أحمر أنه لا يجوز نقضه ولا يخضع لقواعد ولا يخضع للوائح منظمة إطلاقا، اللي فاهم كده تفكيره محدود جدا، ولكن كانت الفكرة أن حقوق النادي الأهلي خط أحمر، الاستهانة بالنادي الأهلي هي مليون خط أحمر، والقرار خرج باستهانة في النادي الأهلي، مش عشان النادي الأهلي ما فيهوش لاعب يعاقب لا إطلاقا، إنما أنت عاقبت اللاعب بدون حيثيات. أي حد فاهم قانون عارف إن في فكرة قانونية اسمها بطلان الإجراءات. لو أنت عندك قضية حتى لو كانت أنت شايف إن فيها حد مخطئ، لو راحت لحد بيحكم فيها وشاف إن الإجراءات الأساسية اللي وصلت له القضية كانت غير سليمة، بيحكم إن القضية دي ما ينفعش يتاخد فيها حكم على الشخص المدان. ليه؟ لأن كان فيه بطلان إجراءات، وده اللي حصل في الحالة دي. بطلان الإجراءات هو قرار الحكم بتاع الساحة اللي ما خرجش في حق الشناوي، فبالتالي ما كانش أنا ينفع أخد قرار بإيقاف الشناوي. ليه؟ وفكرة بطلان الإجراءات دي جت منين؟ جت عشان المشرع رأى إن لو الموضوع اتاخد بدون مقاييس أو إجراءات صحيحة هيبقى الحكم على الأهواء، وهيبقى دايما الحكم قابل للطعن وقابل للغضب الجماهيري المبرر، وده اللي حصل فعلا، وده اللي شفناه، حكم وقرار غير منطقي ولا يحمل اي ملابسات ومرفوض تماما. مش مرفوض عشان زي ما قلنا النادي الاهلي فوق اي لوائح، لا 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 ابدا، مرفوض عشان النادي الاهلي ما ينفعش يخرج قرار في تضارب مع قرارات اخرى كتير وتقرير حكم تم، بلاش اقول التلاعب فيه، تم خروجه في ملابسات غير مفهومة بالمرة. طيب النادي الأهلي طلع القرار ده بلا حيثيات؟ أكيد لأ، أكيد ده ما حصلش. نشوف أساسا بيان النادي الأهلي استند على إيه، وده خطاب للرأي العام كله. عايزين نشوف هل اللي حصل مع النادي الأهلي في ظل عدد الماتشات دي، أنت أقعد خرج نفسك من فكرة أنت أهلاوي ولا لأ، اتفرج واسمع وشوف هل ده سياق طبيعي للأحداث ولا سياق غير طبيعي. بنبدأ بفكرة حكم الفار محمود الدسوقي، 7 مباريات بداية من ماتش الاتحاد، بيدير في النادي الأهلي 3 مباريات من 7. حكم الفار ده اللي بدأ في حوالي 40 يوم أو أقل بيدير 3 مباريات، عمل حاجة غير مسبوقة في التاريخ، وأتحدى حد يجيبها، إنه خد قرار في ماتشين مختلفين تجاه نفس اللاعب في لعبة مماثلة، والقرارين بتوع التسلل بتاعة محمود الدسوقي في مباراة سيراميكا والمقص على محمد شريف الاتنين غلط، دي حطها على جنب. طيب هل هي دي بس الجزئية اللي نقدر نتكلم فيها؟ لا، هنروح لحالة تخص دجلة، مباراة الأهلي ودجلة، وبتتحرم من نقطتين مستحقتين عن طريق ضرب الجزاء لم تحتسب للنادي الأهلي، بيكهام والشد واضح قدامنا كلنا، والنادي الأهلي بيتحرم من اللقطة دي. بتيجي بعد النقطتين دول الأمور ما بتتصلحش، ده بالعكس لسه في إصرار على الخطأ. أيمن أشرف بيسجل هدف صحيح، وهنروح معاكم وهنقف في مرحلة مستقلة عند الهدف ده. أنا عايز نشوف في اللقطة دي دراع المدافع، هل هي إيه وضعها التشريح إن هي تكون في الاتجاه ده؟ هل ده طبيعي؟ لا، أيمن أشرف كان بيتم إعاقته ومع ذلك حاول يعمل الجامب وسجل الهدف. مش كده وبس، بنشوف تناقض كمان يستحق كلنا نقف عنده ومحدش ينفع يشوفه، ان في حسن نوايا، لان الطريق الى جهنم مفروش بالنوايا الحسنه. رامي ربيعه الكره دي اتحسبت عليه في مباراه الاسماعيلي الموسم الماضي ضربه جزاء،
وما تمش تطبيق فكرة الارتداد. كان مين الحكم الرئيسي؟ كان محمود عاشور. حلو، هنقول إن محمود عاشور ممكن يكون ده تفكيره ودي قراراته، بس لما نروح ونلاقي محمود عاشور في مباراة المصري والزمالك حكم فار، وبتيجي لعبة مماثلة والكرة بتخبط في إيد مدافع الزمالك وهو حكم الفار ويروح له الحكم، كان إيه رأيه؟ هل طبق نفس المنطق إن الارتداد هنا بيتحسب ضرب الجزاء؟ لا، تغاضى عن اللعبة. طيب هل كل اللي احنا بنقوله والشيء المخيف ده من المغالطات اللي اتعملت في حق النادي الأهلي في القرارات، هل ده بس كان كده؟ لا، ده كمان النادي المنافس تم مجاملته، نادي الزمالك أمام نادي إنبي في لعبتين بضربتين جزاء بشهادة خبراء التحكيم، ضربتين الجزاء الاتنين ما بيتحسبوش. أدي واحدة منهم اتكلمنا في بره أو جوه عشان نلهي الناس عن كرة طارق حامد اللي ما كانش فيها أي مبرر إن هي ما تتحسبش والدفع كان فيها واضح جدا. كده احنا بنتكلم في الكم ده من الحالات في الفترة المحدودة دي. وانت قاعد بتتفرج عندك عقل، سيبك من انتمائك وجرد أي انتماء. هل بعد كل ده النادي الأهلي لما يصدر بيان بيحط كل واحد فيه في اتحاد كرة أو كل مسؤول في لجنة الحكام أمام مسؤولياته، هل النادي الأهلي هنا ما عندوش إعلاميا وأمام الرأي العام كل الحيثيات اللي تخليه يقول يا جماعة ثانية واحدة في حاجة غلط، في حاجة مش مفهومة، في حاجة كم من الأخطاء مستحيل يتقبله العقل إن بيحصل في المدة دي؟ طيب بعد القرار إيه اللي حصل؟ بعد القرار بنشوف خبر إيقاف الشناوي. طيب إيقاف الشناوي 4 مباريات زي ما شفنا، في جرأة مش في القرار، سرعة إعلان القرار كانت رسالة، رسالة للنادي الأهلي مش إن إحنا بنطبق العدالة، لا 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 لا، دي رسالة للنادي الأهلي إن النية مبيتة، رسالة للنادي الأهلي إن إحنا خلاص مش فارق معانا إمام عاشور وفرجاني ساسي في مباراة بتحصل بتاريخ 1/10، اللجنة بتجتمع بعد 6 أيام ولاعب يستحق الإيقاف بيلعب مباراة بعدها، الجميع بيعلم إن القرار اللي المفروض بحقه إن هو يتم إيقافه ومع ذلك ده ما بيحصلش، بيلعب مباراة بعدها وبعد كده يطبق الإيقاف، ولكن المرة دي مفيش الكلام ده، القرار هيطلع وقتها وبأسرع وقت ممكن. طيب هنتكلم في فكرة إن القرار طلع بسرعة، مفيش مشكلة، هل أصلا القرار ده صحيح؟ هل أصلا القرار ده مستند على أي وقائع؟ هل أصلا القرار ده منطقي؟ يا جماعة لو ما عندناش معيار كلنا ثابتين عليه تأكدوا إن كلنا عندنا حاجة غلط. ليه ما عندناش معيار ثابتين عليه؟ لأن هتشوفوا معانا بعض الحالات اللي عرضت وحالات بتعرض لأول مرة. لو رحنا في مباراة بيراميدز رمضان صبحي اعترض على الحكم، لو شفنا الصورة داخل المباراة بعد المباراة بيعترض على الحكم، مسكه من كتفه، كان ايه القرار؟ الحكم اشهر بطاقة في وجه رمضان صبحي. طيب بعد البطاقة دي ايه اللي حصل؟ الحكم ما كتبش حاجة في تقريره، اكتفى بفكرة ان هو خد عقوبة داخل الملعب. طيب هنا في حاجتين لازم انت وانت بتتفرج تفكر فيهم لما تيجي تقارن بواقعة الشناوي، اللي هي كمان هنا واضح ان اللاعب كان الانفعال زائد لان القرار كان واضح. طيب هتفكر في حاجتين، ايه هما الحاجتين؟ الاول لو احنا بنتكلم ان الحكم كتب في التقرير زي ما حصل في واقعة الشناوي وبيقال، طيب هنا الحكم كان هيبقى متسق مع ذاته، خدت قرار وكتبته في التقرير، طيب ايه الادعى؟ حكم الساحة في مباراة الأهلي يرى إن الشناوي ارتكب مخالفة فيشهر بطاقة تجاهه ويحط ده يضمنه في تقريره، ولا إن الحكم وهو عنده الفرصة وهو عنده الوقت وهو في الملعب وهو صاحب القرار وهو سيد قراره وحط تحتها 1,000,000 خط، إيه اللي عمله؟ ما شافش إن اللعبة تستحق أي حاجة. إيه اللي حصل بعدها؟ بعدها خرج علينا قرار الإيقاف لأن اعتبروا ان الحكم شاف
ان التجاوز حصل في حقه فيستدعي ايقاف 4 مباريات اللاعب. طيب ايه المنطقي اكتر؟ ان الحكم نفسه صاحب الواقعه هو اللي يشوف مدى الواقعه اللي حصلت من اللاعب، ولا حد تاني لغرض تاني يشوف اللعبه زي ما هو عايز عشان الشناوي يتوقف في مرحله مهمه جدا؟ ظلم تحكيمي، حط كمان ايقاف الشناوي مع بعض النتائج اللي بيحصل فيها تخبط، فشوف الصوره كلها هتوصل لموسم 2015، لا ده هتوصل لأسوأ. طيب هنيجي نشوف القرار اللعبه اللي احنا شفناها في رمضان، لا مش دي بس، هنشوف لعبات تانية كمان. لو رحنا وشوف مباراه الزمالك واسوان هنشوف فرجاني ساسي، ولقطه واضحه جدا الحكم طارق سامي كم مره تعرض للعبه زي ما حصل من الشناوي، مع العكس ان اللعبه دي كان فيها تعمد اكتر، وكان فيها تعمد ان الحكم مديلك ظهري، مش انا بكلمك، لا ده الحكم مش باصص، انا بحط ايدي عليه وبحاول اوصل له رساله. طب هل دي كانت جوه اللعبه بس؟ لا ده محمود علاء بعد كده وفرجاني ساسي بيتعرضوا للحكم بشكل مباشر. ننقل للصوره اللي بعدها اهو، طبعا الانفعال واضح والكلام واضح ورياكشن الحكم واضح جدا ان هو في كلام عايز يتقال. هنروح بعدها للحكم وهو محمود علاء حاطط ايده عليه، وفرجاني ساسي غالبا يعني مش بيسيء اليه، لا بيوجه ليه نقد قاسي. طيب هنروح بعد كده للعبات تانية معانا. يستمر هنا مصطفى محمد بيشد الحكم من ايده لمحاولة برضو ان هو يكلمه. تخيلوا ان كل الالعاب دي اللي هي اسوأ من واقعة الشناوي ما اتخدش اي قرار تأديبي فيها. هنا لازم واقفة، احنا ما بنهزرش ولا بنهرج، الموضوع مش ان انت جالك مزاج ان انت تطلع قرارات فهتعاقب النادي الاهلي، فين كل دول لو انت بتتكلم ان انت شفت ان ده اساءة؟ مع ان الشناوي كان بيكلم الحكم، الحكم تقريبا ما سمعوش او بيتحرك فقال له انا بتكلم معاك. طيب انت شفت ان ده غلط، طب فين كل الحالات اللي فاتت دي وكان التقرير فيها عامل ازاي؟ طب نروح لحالات تانية لان مش ده بس اللي معانا، هنتكلم في برضه حالة تانية زي ما نشوف الحالة اللي بعدنا اللي معانا بعد كده ونعلق عليها. هنا برضه دي مباراة بيراميدز والزمالك، المشهد احنا ما عرفناش نجيبه فيديو عشان الحقوق، انتوا لا تتخيلوا اللي كان بيتعرض ليه الحكم من كل اللعيبة بتشد ايد عبد الله جمعة على الحكم، اللعيبة بعضها بيدفع الحكم، البعض بيتوجه للحكم بشكل مباشر. كل ده يا جماعة ما اتخدش فيه قرار، احنا مش هنقف عند لعبة رمضان بس، فين كل ده؟ فين العقوبات؟ مش كده وبس، هنروح لبعد كده مصطفى محمد في واقعة شهيرة وهو بيمنع محمود عاشور من انه هو مش بس خطأ مركب، ده بيمنعه يشوف اللعبة، بيمنعه يستأنف اللعب، وكمان حاطط ايده على الحكم وبيمنعه من الحركة. كل ده كل ده ما استدعاش قرارات ايقاف، ولكن الشناوي تم ايقافه. هل بيعتقد البعض ان الاهلي مستضعف؟ لا الاهلي مش مستضعف، اللي اتعرض ده وما اتخذش فيه قرار والشناوي اتخذ فيه قرار، احنا قدام جرم في القرار وجرم في العقوبة. وانا عايز حد يوصف لي الموضوع بشكل غير ده، اديني مبرر، حد يقعد يقنعنا يا جماعة عشان الرأي العام اللي انتوا زعلانين ان هو منفعل يهدى، حد يقنعنا، حد يفهمنا ايه ملابسات كل ده. طيب عندنا واقعة أسوأ، لو احنا هنتكلم هنفترض مثلا ان انت لجأت للفيديو، عندنا واقعة من امام عاشور وهو بيقوم بالبصق على لاعب اخر في سلوك، يعني انا بحاول ساعات انتقل الفاظ في المشاهد اللي زي دي لان ده ما ينفعش يتقال عليه سلوك غير رياضي، ده سلوك غير انساني وسلوك غير ادمي. والبعض طلع يتكلم عن فكرة اللي شد سماعة خد 6 مباريات بس اللي اهان انسان ما توقفش. طب اللي اهان انسان يا فن وهندسة، طب دي ايه؟ فين الاخلاقيات لو انت شايف ان اهانة انسان؟ ولا حاجة، ولا اتخد اي عقوبة تأديبية. طيب معانا بقى لقطة في الموسم ده، لان البعض هيجي يقول لا ده في حالات، يا جماعة بلاش اعلاميا نقيس حالات على حالات، طب ازاي؟ ما انا عايز معيار في المسابقة. هنيجي بقى الواقع حصلت السنة دي في مباراة سيراميكا، طارق سامي الحكم
ونشوف حصل مع طارق سامي ايه من اللاعب بتاع سيراميكا. مع سموحة طارق الحكم المساعد بيتم دفعه في صدره في لقطة، يعني دي ايه تفسيرها؟ يعني ايه تفسيرها؟ ما اتخدش فيها قرار. كل اللي فات ده انذار داخل الملعب، ما اتخدش عقوب، ما اتخدش ايقاف 4 مباريات، ما طلعش القرار في ثانية بعد البيان بتاع نادي. كل ده بنتكلم فيه ان هو حصل مع لاعب وهو الشناوي. وكل الحالات دي بنطرحها على الرأي العام قدام اي عاقل. انا عايزك تخلي جمهور النادي الاهلي مستقر ان العقوبة دي يحترمها. عايزك تخلي جمهور النادي الاهلي مستقر ان انت عندك حيثيات. يا اما مش بس فكرة الغاء العقوبة، ده لازم نطلع نقول ان ده خطأ حصل وان ما كانش ينفع يحصل لان هو اجدج الرأي العام. وهنا بقى ده مش عقدة اضطهاد ولا مظلومية، دي دلائل ووثائق بنتكلم بيها. طيب هناخد يعني بريك واحنا شغالين في فكرة ان احنا نهدى بقى شوية ونطمن على أسامة. يمكن انفعال برضو الواحد في القرارات اللي كانت حاصلة، حابب اطمن على أسامة وحابب اطمنكم عليه، وكمان هحاول انكشه كده في اللي بيحصل، يمكن يكون اكثر هدوءا نتيجة ان هو تعبان. ازيك يا أسامة؟ والله العظيم بجد وحشتني وبجد مفتقدك، والف سلامة عليك حبيبي يا فارس. الله يسلمك، كفيت ووفيت، واعتقد عامل شغل جيد جدا ممتاز كمان مع فريق الاعداد والتوقيع والنور. حبيبي والله ربنا يخليك يا رب. واعتقد بعد كل الحالات اللي انت طرحتها دي على المدار الفتره الاخيره سواء مع اللجنه الخماسيه او اللجنه الثلاثيه، فبتؤكد ان فعلا القرار فيه مش ظلم، فيه تسرع يعني. بالظبط، في توجه يا أسامة أكيد أنت شايفه تجاه النادي الأهلي، وأكيد شايف أن القرارات اللي حصلت دي كانت مستحقة، والنادي الأهلي بدأ يتحرك بشكل لمش تهدئة الجماهير، لا، لأن ده موقف لازم نتضافر فيه كجمهور وإدارة عشان النادي الأهلي ياخد حقوقه. طب يا ابني اطمن عليا الأول. لا ما أنا قلت لك ألف سلامة، أنا كل شوية أكلمك وأنا سايبك تطلعني وحش. ألف سلامة عليك يا أسامة، وأنا عارف إن فعلا يعني أنت قدها وقدود إنك تعديها بسرعة. الحمد لله. إن شاء الله الحلقة الجاية تكون موجود هنا، وكالعادة الدويت وباصي وهات وخد الثنائية دي ما نتحرمش منها، لأن هي فعلا بالنسبة لي حاجة خاصة حتى في حياتي على المستوى الشخصي. حبيبي يا فارس ربنا يديم دايما الإخوة بينا. حابب بس أنا أتكلم بس في نقطة بسيطة، طالما طلبت تعقيب، يعني هم محورين صغيرين جدا. محور فكرة اللي بيحصل مع النادي الأهلي أو العقوبة اللي خدها محمد الشناوي، دي عقوبة كانت منتظرة من يوم 27 نوفمبر 2020 بالظبط، بكل تأكيد. يعني هي الفكرة كلها عبارة عن محاولة رفع الضغوط. يمكن أنا وأنت كنا في البرنامج وقلنا ما عندناش أدنى مشكلة إننا نرفع الضغوط على نادي الزمالك والمساعدات اللي تمت من اتحاد الكرة، وإن إحنا بنساهم في ده، واستشهدنا كمان بكابتن أمير توفيق. لكن للأسف فكرة رفع الضغوط على نادي الزمالك فقط لا غير مش كافية، فبالتالي نضع ضغوط على النادي الأهلي، وخاصة كمان ضغوط إعلامية. ويمكن قبل كده استعرضنا الكابتن مدحت شلبي وبيتكلم رمضان صبحي، لو أنت في النادي بالزبط. الأهلي ما كانش ده حصل معاك بالظبط. النهاردة أنت بتستعرض صورة واضحة جدا لرمضان صبحي ما خدش عليها أي عقوبة برغم في تقرير الحكم، وما فيش عقوبة، وعقوبة موجودة على الشناوي برغم عدم وجود تقرير الحكم. صحيح. فدي نقطة واضحة جدا من الإعلام. المحور الثاني وده اللي أنا بخشى دايما هي فكرة، أنا مش هنرجع للسيناريو إن شاء الله 2014-2015، إحنا راجعين لسيناريو مايو 2019 تاني تحديدا مايو 2019، لما بيبقى المسؤول عن إدارة اللعبة بيضع نفسه منافس مع الأندية المتنافسة على تحقيق البطولة. هي دي الأزمة، هي دي الأزمة اللي إحنا ممكن نواجهها في أزمة محمد الشناوي. أتمنى ده ما يحصلش، وأتمنى من جماهير النادي الأهلي إنها تبقى عارفة لو بتوجه ضغط توجهه فين. جماهير النادي الأهلي لازم تكون مساندة لموقف إدارة النادي الأهلي واللاعب النادي الأهلي، وإن شاء الله زي ما أنت قلت النادي الأهلي مش مستضعف ولن يكون مستضعف، والنادي الأهلي قادر جدا على الحفاظ على حقوقه. أكيد يا أسامة، صوت لصوتك، وبطالب برفع العقوبة عن محمد الشناوي أسوأ بما حدث مع رمضان صبحي. مش عايز أطول عليك أكتر من كده يا فارس. لا ده أنا هستناك بعد الفاصل تيجي تكمل معايا هنا. أشوفك على خير إن شاء الله يا أسامة، وألف سلامة، وبشكرك جدا. متألق و
ومستمتع بيه. حبيبي يا اسامه ربنا يخليك واشوفك على خير ان شاء الله. طبعا كان لازم نطمن على اسامه وحبيت برضو افوقه كده برضو معانا. ولازم بقى نروح لزي ما قلنا البنك الاهلي ومباراه البنك الاهلي والحالات اللي كانت فيها. لان البنك الاهلي كمان احداث الشناوي يا جماعه ما ينفعش تخلينا نروح عن حاله حصلت في مباراه هي محتاجه فعلا وقفه، لان كواليس كمان تحليل التحكيم في المباراه دي كان غير اي كواليس تحكيميه شفناها قبل كده. حاله البنك الاهلي هنطلع ونسمع راي الخبير احمد الشناوي فيها عشان عندنا تعقيب مختلف جدا عن رايه في اللعبه. نطلع ونسمع الفيديو. الهدف طبعا اللي تم الغائه هو الغي طبقا للقانون وليس طبقا لراي حد تاني. اللعبه واضحه، لكن يعني يمكن انا ممكن ما شفتهاش، كنت شايفها لكن في الاعاده وشفتها والحاجات دي كلها قدمها حكم الفار بتقنع ان في حاله من الوسب. ده الحكم كونه لما يرجع لتقنيه الفار ويغير من قراره معناها انه شاف شيء. حضرتك شايف انه في فاول وان قرار حكم المباراه بالزبط. صحيح كان هنا بقى ايد اللاعب بالشكل ده، يا ريت هتشوفوها يعني لما تقولي بص ايد اللاعب بقى نمشي. أيوة. بص ايد اللاعب ايده جنبه عامله كده، يعاقب ازاي؟ يعاقب ازاي؟ دي هي ده طبقا لقانون ايده ملاصقه ليه وعامله اتاتشنج، ما فيش حاجه يبقى لا تحتسب لمسه. دي الحاله اللي تقريبا كابتن احمد الشناوي حط نفسه فيها في مأزق. شفنا راي كتير جدا من الحكام سواء مصريين او عرب او حتى اجانب في اللعبه وهنستعرض اراء، ولكن حابب اقف عند حاجه تانية. كابتن احمد الشناوي هنا مش هو محلل التحكيم، هنا كابتن احمد الشناوي الاب هو اللي بيحلل. ده تحليل كابتن احمد الشناوي الاب لابنه هو حكم الفار. طب احنا حابين نروح نشوف كابتن احمد الشناوي الاب بيفكر ازاي في علاقته بابنه تحكيميا في فيديو بيعرض بشكل مهم جدا ان احنا نفهم كواليس التعليق على القرار ده. نطلع ونشوف الفيديو ونرجع نعلم. كابتن احمد انت لو رئيس لجنه الحكام هو مين اللي بيشكل لجنه الحكام؟ الاتحاد؟ لا يعني رئيس اللجنه بيشجيب، يعني الاتحاد بيختار رئيس وبيقول له شجيب لجنه، وانا بقعد كرئيس لجنه بشكل الاعضاء معايا وبختار دول. حضرتك اللي بتجيب. انت اللي بتجيب. طيب خلاص انت 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 هذه الفكره مؤمن بيها، ما تجيبش حد يكون له ابن او اخ او قريب في التحكيم. ولكن اصدار القرار اعتقد ان الكلام ده حاله غريبه، قرار غريب لم يحدث في تاريخ الرياضه، لم يحدث في تاريخ اي شيء. انا اتمنى انه هذا الكلام بقى لو احنا هنطبقه يبقى يطبق على الجميع. يعني انا عايز اقول ان عشان برفع يعني الحرج عن حضرتك. لا ما برضه. انا مش هي مساله الحرج، انا عايز اقول ايه؟ هو انت النهارده بتبعدني ولا بتبعد ابني؟ ببعدك انت؟ ببعدني انا، خلاص بس اهم حاجه ابني ياخد حقه. لا بس خلي بالك يعني ما بقاش ان مش تضحيه يعني. بس خلي بالك. طيب هنا القصه دي ايه؟ القصه ان اتاخد قرار ان الذين لهم اقارب او ناس على صله في التحكيم من الحكام الحاليين ما يكونوش موجودين داخل اللجان درءا للشبهات والاسباب كتيره جدا. كابتن احمد الشناوي كابتن سمير عثمان بيقول له انا برفع عنك الحرج. فكانت الفكرة بتاعة كابتن أحمد الشناوي حاجة مختلفة تماما، وهو قال له أنت بترفع عني حرج إيه؟ واتكلم في الموضوع إن ابنه عنده مسيرته يمكن أهم منه هو شخصيا، وقال له ده ابني. طيب شعور أبوي رائع جدا، ولكن القاضي اللي بالمشاعر دي لما بيكون عنده حالة زي دي بيتنحى. حضرتك ما عملتش ده، انت شايف ابنك مسيرته اهم من انك تكون موجود في اي منصب تحكيميا. طب هل الاب اللي شايف ده لما يكون بيحلل واقعه زي واقعه ايمن اشرف هيشوف ان ابنه اللي غير قرار حكم الساحه اخطا، ولا هيوجه ان بشكل ابوي ان ابنه كان قراره صحيح؟ ده اللي حصل من كابتن احمد الشناوي، واللي انا في رايي ان هو كان لازم يعتذر عن تحليل المباراه لأن هو وضع نفسه في مأزق، والفيديو ده بين للناس ليه التحليل كان طالع بالشكل ده وفهمنا بشكل واضح. طيب نروح ونشوف الحكام الآخرين تناولوا الواقعة ازاي
عشان نفهم ان حقيقة الواقع بعيدا عن الاهواء والمشاعر الابوية كانت ايه. نطلع ونشوف كابتن سمير عثمان. الهدف رأيك فيه ايه؟ انا لو حكم مباراة هحسب الهدف ومش هرجع للبار. دي ده داخل على السخان انت كده على طول. اصل احنا نجيب اللقطة ونعيدها. حكم مباراة النهاردة حسب الهدف صح؟ اه. طب كان قريب كم ياردة من الهدف؟ كان حوالي 7 ياردة. طب اسال حضرتك سؤال يا كابتن. حضرتك حكم وحسبت والفار قال لك فاول، تعمل ايه؟ تمام، مش هروح للفار خلاص اصلا. انا شايف الفار يا كابتن البروتوكول بتاعه كلنا عارفينه. طب فلسفته ايه؟ فلسفه الفار ان بينادينا على الكور الواضحه اللي انا ما شفتهاش. ميدو سلامه يبعد عن الكوره 10 ياردات. طب انت حسبت ليه؟ بص ميز مفيش اي زاويه رؤيه. بص هو ايده بتعمل ايه كمان؟ بص الحكم بيعمل ايه؟ شايف ايده بيقول لك ايه؟ ايده بتعمل ايه؟ البادي لانجوج بيقول لك مفيش حاجه. صح انت شايف معايا ولا لا؟ تمام. اللقطه اللي موجوده في الملعب ومكان حكم المباراه تخلينا نقول ان في هدف. طيب لو انا بلعب من غير فار ولو انا الحكم في المباراه ولو المباراه ما فيهاش فار هدف ومفيش حد هيعترض، وانا بلعب بالفار يبقى لازم يتوفر ليا اللقطه اللي تقول ان في مخالفه ارتكبت قبل تسجيل الهدف. بقالي 3 ساعات قدامي الحاله وبدور على اي لقطه عشان اثبت فيها شيء قد يكون موجود، ولكن للاسف الشديد مفيش لقطه تقدر تثبت لنا ده. انا في الحاله دي عندي قرار اتخذ في الملعب وما عنديش ما يثبت عكس هذا القرار. هل في اي قناعه او اعتقاد عند اي انسان ان الحكمين دول اتفقوا في حته فنيه جدا، وهو انك انت كحكم اقرب لاي حد من اللعبه، اقرب حتى من الفار واقرب من الاعادات، انت شايف الكوره بسرعتها الطبيعيه واللعبه بوضعها الطبيعي، فما كانش مفترض اساسا ان انت ترجع للفار. هي دي الفكره المهمه جدا، وعشان كده احنا بنتكلم في ان رأي كابتن احمد الشناوي ما كانش ليه اي نسق منطقي ولا مفهوم بالنسبة لنا. بس حابين نقول ان البعض قال ان لا، اصل كابتن ياسر عبد الرؤوف قال ان هي كانت مفترض ان الهدف يلغى. طب كابتن ياسر عبد الرؤوف في لعبة كان فيها وقعة الوسب مختلفة تماما، واللاعب أساسا وصل لمرحلة من الجنب ما كانش ممكن يوصل ليها غير بوسبة زي دي في وقعة الونش في حرس الحدود، كان رأيه إيه؟ نطلع ونسمع. لأن الواضح قدامنا الشكل العام بتاع اللعبة إن في مدافع قفز على المهاجم، فكان يبقى طبيعي جدا إن القرار يبقى ركلة جزاء. ولكن هنا مين السبب في المخالفة؟ السبب في المخالفة هنا هو المهاجم. هو اللي بلغتنا احنا دخل تحت المدافع. فبالتالي بلنا الشيء ده حصل قفل اللعب وتم استدعاء محمود ناجي لحكم الفار. كابتن ياسر عبد الرؤوف كان رأيه الفني وقتها ان اللاعب هو اللي دخل نفسه تحت الونش. اعتقد كابتن ياسر عبد الرؤوف لو عنده اي تناقض في الواقعة دي هي محتاجة جزء كبير جداً من الفلسفة وحساب المثلثات عشان خاطر يقنع الناس ان هو هيكون قراره متناقض في اللعبتين. طيب هنيجي بقى لحكم اجنبي، بس مش هو كمان المشكلة، كابتن احمد حسام ميدو. وعلى فكرة عايزين نديله حقه في حاجة، لان تجربته هي انا ارى ان هي تجربة اعلامية مختلفة، وعلى فكرة فيها حاجات احنا بنستمتع بيها. حتى لما وجهنا له المرة اللي فاتت نقد كان في جزء مهم جدا عندنا حق فيه. لما انت يا كابتن احمد حسام ميدو طلعت وقلت رايك في لعبتين انبي، قلنا ان رايك ده غلط، وانت دايما بتصدر احكام متسرعه في لقطه التحكيم وترجع تعتذر عنها وترجع تلاقيها غلط، فمفترض ان انت تهدي ده شويه. كابتن احمد حسام ما تعلمش الدرس، ولكن افتكروا معانا بقى عملنا حاجه هنا احنا بنذكرها لنفسنا، ان احنا قلنا له فين ديرموت جالاجر الحكم الاجنبي اللي بيجي، وعلى فكره يا فقره رائعه، فينه من لعبتين انبي، عشان كنا واثقين انك كنت هتبقى غلط ما جبتوش. طيب عملت ده بعدها في وقعه ايمن اشرف، قلت في تويتين ايه؟ نعرض التغريدتين. قلت يا جماعه الكوره فاول ما فيهاش كلام، قرار صحيح من الفار وحكم المباراه بالغاء هدف الاهلي، ما فيش حاجه في الكوره بالعافيه، احنا برضو اللي بالعافيه. كابتن الشناوي أخيرا خد حبوب الشجاعة. طيب يعني
كابتن ميدو لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لا دي التالتة، ونتمنى تكون التالتة تابتة. يعني حصل قبل كده انت حالات كان لك رأي فيها ورجعت قلت أنا بعتذر. طيب نشوف الأول جالاجر قال إيه عن اللعبة عشان بعد كده نعرف كابتن ميدو إزاي دايما بيكون رأيه خطأ تحكيميا، ونتمنى بس يعني إيه واحدة واحدة قبل ما نقول أرائنا التحكيمية. نطلع ونشوف جالاجر قال إيه. أنا سألته عن الـ عن الـ عن الهدف اللي تم إلغائه، والراجل قال لي ان هو متفاجئ ومش مصدق ان الحكم لغى الجول، بيقول ان الكره جول 100%، بيقول ان 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 ذا فورورد يعني عنده المهاجم اللي هو في الحاله دي ايمن اشرف عنده كل الحق ان هو يروح للكوره. انا عن نفسي كنت انا شايفها مش جول. هو بيقول ان هو دخل في ارجمنت مع آلان شيرر الاسبوع اللي فات في في في, في الاستوديو في انجلترا في هدف برضه مماثل على ماجواير، وآلان شيرر كان بيقول ان هي فاول وهو قال ان هي مش فاول، فهو بيقول ان الجول بتاع النادي الاهلي جول 100%، وهو متفاجئ ان الكره او الحكم راح للفي ار ولغى الجول. يعني الحكم والمحلل متفاجئ ان الحكم راح للفار، ما لو عارف التويتات اللي انت كاتبها هيتفاجئ اكتر ولا لا. بس في نقطة بقى هنا تانية في كلامك، وكالعادة بتخالف معيارك، وهو ان رغم ان جالاجر قال ان اللعبة كانت هدف صحيح ومفترض حكم الساحة ما يرجعش للفار، كنت انت برضو متمسك بفكرة بس انا شايفها جول. طب هو ده اصلا المعيار اللي انت حطيته لنفسك ولمشاهديك داخل البرنامج؟ نطلع ونشوف كابتن ميدو وهو بيتكلم وبيعتذر للحكم ابراهيم نور الدين عن شيء مماثل، نشوف الفيديو. يبقى انا بعتذر لابراهيم نور الدين لان انا هاجمت ابراهيم نور الدين بشكل كبير جدا على قراره ان هو راح للفار وما حسب الكره مش ما حسبهاش بينالتي، وانا طلعت هاجمته بشكل كبير جدا. لكن انا راجل مش بتاع تحكيم، انا على تويتر بقول رايي. الراجل ديرموت بيقول ان قرار ابراهيم نور الدين كان قرار صحيح 100%، وان هو مستغرب ان الفار اصلا ندهله ان هو يبص على الكوره. هو شايف there is no enough contact، يعني مفيش التحام كافي في الكوره، وان هو شايف ان ابراهيم نور الدين كان صح ان هو ما يحتسبش الكوره ضرب الجزاء. زي ما انا طلعت عجنت ابراهيم نور الدين بقول لك بعتذر لك، انا اسف، انا مش حكم، انت صح انا غلط. على فكره احنا مش بنعيد الفيديو ده، برضو نفس الفكره ان الحكم كان قراره هو صح واندهاش من جالاجر. وميدو هنا هو اللي خالف معياره، أول مرة كان بيتكلم في فكرة أنا مش حكم، وقال حاجة مهمة جدا، أنا على تويتر بقول رأيي، وممكن أتقبل ده أن كابتن ميدو في مساحة شخصية على تويتر بيقول رأيه، ولكن داخل البرنامج ده مساحة خاصة بالقناة اللي بيقدم فيها البرنامج ولكل المشاهدين، فهو قال أنا بعتذر، أنا ما بقولش رأيي، أنت الحكم، أنا مش حكم، أنا غلط. طب المرة دي بعد الرأي بتاع جالاجر والمرة الثالثة كابتن أحمد حسام ميدو بيصر على أنه هو برضو يقول رأيه اللي بيطلع غلط، قال أنا برضو شايف أن الكرة مش هدف. أتمنى كابتن ميدو توحد معيارك، لأن الحتة دي بتخونك كتير جدا وبيبقى فيه تناقضات صارخة، مع أن زي ما قلنا في حاجات في البرنامج إحنا شخصيا بنستمتع بيها، ولكن حقوق النادي الأهلي أهم بالنسبة لنا من أي حاجة. نطلع فاصل ونرجع لفقرة ريمونتادا، نشوفكم بعد الفاصل. فقرات الأهلي خط أحمر لا تفقد أبدا سخونتها، وعشان كده هنبدأ ريمونتادا. صديق البرنامج الذي يرى أنه خط أسود كابتن رضا عبد العال كان له رأي في كيفية حسم النادي الأهلي للدوري، تعالوا نشوف رأيه ونرجع نعقب. الأهلي ياخد الدوري بدون أي مشاكل، بدون أي منافسة؟ أي منافسة، هي المنافسة تبقى بين بيراميدز والزمالك على المركز الثاني. أنا بقول لك الكلام ده. أيوه يعني كلاكيت تاني مرة نفس السيناريو السنة اللي فاتت، هيبقى سيناريو السنة دي بالظبط كده، لأن في حاجات كتيرة. يعني ناس جماهير الزمالك زعلانة مني بتقول لي إزاي ما الزمالك بيكسب؟ ماشي، طب أنت
هتروح اسماعيليه، الاهلي مش هيروح اسماعيليه. النهارده بيراميدز لما لعب وكسب النهارده 3 مش راح الشرطه اتحاد الشرطه وخسر بين بون. الاهلي هيروح الزمالك؟ لا مش هيروح. يبقى مفيش عداله. احنا عايزين العداله دي عشان نحس بالدوري يا مهيب. يعني لازم 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 على اتحاد الكره كان يوفر 10 ملاعب يتلعب عليه كله، عشان ما تقولش ايه انا مش هروح الفيوم، انا مش هروح المحله، انا مش هروح بورسعيد، انا مش هروح اسماعيليه. 10 ماتشات 10 ملاعب للفرق كلها والدوري يتلعب عليه. والله لو ركزت مع طنطا شويه ربنا هيكرمك. بس نسيبنا من موضوع طنطا ده ونروح بقى للي يخصنا احنا. نفسي كده تجيب بورد تكتب عليه نادي المصري ونادي الاسماعيلي ما بيلعبوش في الاسماعيليه وما بيلعبوش في بورسعيد، بيروحوا يلعبوا في برج العرب. تحفظ يعني، حاول تكتب وتحفظ. رقم 2، نادي الاسماعيلي لسه خسران من المقاولين في الاسماعيليه. رقم 3، تعالى بقى لنادي الزمالك المنافس على الدوري اللي انت بتقول لجمهور الزمالك مش هياخد الدوري عشان اصل النادي الاهلي مش هيروح الاسماعيليه. يا كابتن رضا، نادي الزمالك كان عنده مباراه مع اسوان، استاد اسوان مش جاهز لاستقبال المباراه نتيجه اشياء تخص تقنيه الفار. نفس مشهد مباراه المحله بغض النظر عن كواليس الاسباب، اللي النادي الاهلي لانه عمل صفقه لا يمكن تحصل، ان النادي الاهلي جه اتفق مع المحله ان لان استادك مش جاهز انا هبدل المباراتين وهلعب المباراه الاولى على استادي كانها بتاعت انت، والمباراه الثانيه تتلعب في المحله. متخيل النادي الاهلي عمل ايه؟ في نادي بيعمل كده؟ على الجانب الاخر نادي الزمالك ما عملش كده مع اسوان. نادي الزمالك ما قالش لاسوان استادك مش جاهز، لا تعالى نبدل، هنلعب المباراه دي نعتبرها بتاعتي واروح العب في اسوان الدور الثاني. لا ما صدقنا، جت من عند ربنا. وطبعا الاعلام اللي انت بتاخد من وراه اللي هو دايما بيتكلم في فكره اصل ما بيلعبوش في المحل، اصل مش هيتكلم، مش هينطق، هيختفي كعادته في المواقف دي اللي ما بيقدرش يتكلم فيها لان هو دايما فاقد المنطق. ولكن تعالى بقى نوثق لك موقف الاهلي المشرف مع نادي المحله اللي اتكلم فيه استاذ حسام عزو مسؤول النادي المحله، وقال ايه عن موقف النادي الاهلي اللي بنوثقه تاريخيا لجمهور النادي الاهلي عشان يعرف ان النادي الاهلي عمره ما كانت مشكلته ملاعب. نشوف الفيديو. تشرح لنا قصه مباراتكم مع النادي الاهلي. تمام يا فندم. هو الوضع بالظبط، احنا كان يوم ماتش الاهلي كانت لجنه المسابقات مستعجلانا على التحرير الامني. للاسف كان الشرطات الامنيه مش كامله. أيوة. فتواصلنا مع النادي الاهلي ولجنه المسابقات واتفقنا ان شاء الله يبقى الدور الاول في الاهلي والدور الثاني عندنا ان شاء الله، وبالفعل وافقوا الحمد لله. يعني النادي الاهلي لم يطلب تغيير مكان المباراه؟ لا يا فندم، لا خالص، بالعكس احنا اللي طلبنا. يعني احنا كنادي غزل المحله حضرتك اللي طلبنا ان احنا نلعب الماتش الاول في القاهره والاهلي ما تاخرش، والاهلي رحب فعلا بال، لانه كان في غضب جماهيري الحقيقه، الناس كانت متخيله النادي الاهلي ضغط عشان كده. لا يا فندم، احنا طلعنا وبينت الحقيقه في الموضوع ده كله، اتكلمت في كذا برنامج وبينت الحقيقه كلها ان احنا طلبنا عشان الشرطات الامنيه. طيب والحمد لله كملت دلوقتي وان شاء الله نعرف ملعبنا ان شاء الله. يعني مباراتك القادمه امام طلائع الجيش باذن الله بكره الجمعه تكون في ملعبك؟ لكن عندنا لجنه امنيه امبارح وخدنا الموافقه يا كابتن الحمد لله. فهمت؟ اتعلمت ولا لسه؟ ده النادي الاهلي وده غيره من الانديه اللي بتستغل الظرف، انما النادي الاهلي عمره ما استغل الظرف. ورحنا لعبنا في استاد الماكس مع النادي، مع نادي البنك الاهلي اللي هو القاهري، وما اتكلمناش لانه جاب موافقه الملعب، خلاص حقه. النادي الاهلي ما اعترضش، ومدير الكره طلع قال احنا عندنا معيار واحد بنطبقه مع الجميع. كابتن رضا، افهم ان النادي الاهلي مع بدايه مسابقه الدوري بطل 9 مواسم متتاليه. النادي الاهلي مش قصه ملعب هي اللي هتحسم له البطوله، دي جينات انت دخلت ولعبت في النادي الاهلي وكنت عارفها كويس. خلصنا كابتن رضا وهنروح لواحد تاني ما كانش من ضيوفنا الدائمين وما كانش في خريطه الاهلي خط احمر، ولكن هو اللي جه. اسلام صادق، كنا الحلقه اللي فاتت بنتكلم، ما كانش هو الهدف من الفقره، ولكن كنا بنتكلم في فكره ان النادي الاهلي بياخد موقف محترم فيما يخص عدم التفاوض مع لاعبي الزمالك على لسان مدير التعاقدات عنده وبشكل رسمي من النادي الاهلي،
وقلنا ان الاعلام على المستوى الاخر اسلام صادق وغيره كان بشكل عام بيصدر ازمات للنادي الاهلي ونادي الزمالك وبيقلق تعصب بانه رغم تصريح النادي الاهلي طالع بيقول النادي الاهلي بيكلم اوباما وزيزو وغيرهم وغيرهم وغيرهم، وقلنا ان ده غلط وان ده بيخلق تعصب بين الجماهير مع ان الناديين مش محتاجين ده، وبنرجع البعض يتهم غيرهم بالتعصب. كان رد اسلام صادق غريب جدا، فحبينا نوجه له رساله او يمكن درس النهارده، وهي حاجه بسيطه كده نتمنى يفتكرها. نطلع ونشوف الاول هو قال ايه. خلي بالك لما بنقول لك على مفاوضات، المفاوضات ممكن تتم بشكل كبير او بتكون وقت ما احنا بنقول بيكون في مفاوضات، وبنكون متاكدين جدا من الاخبار اللي بنقولها، يعني ملناش بقى علاقه بان ممكن حد يطلع يشكك عشان مصالح معينه. زي ما قلت لك قبل كده ده مش في دماغنا. برامج معينه في قنوات معينه برضو ليها اهداف معينه، سواء تابعين للاهلي تابعين للزمالك، كل الكلام دوت ما بيكونش في دماغنا. برامج يعني ممكن يكون حد بيسترزق من مكان معين فبنسيبه يعني يقول اللي يقوله. وضربت لكم اكتر من مثال وبيطلع كلامنا صح في الاخر، مش عايز اقعد اكرر الكلام. يعني رمضان صبحي وصالح جمعه ويوسف اوباما وعدد من اللاعبين اللي احنا اتكلمنا عليهم قبل كده. طيب كان معانا فيديو تاني بس عشان الوقت راح بعدها الفكرة ما يهمناش، فكرة خط احمر وخط اسود ودخل في قصة الالوان، ولكن احنا بقى بنتكلم في رسالة واضحة، احنا فعلا ما يهمناش فكرة صحفي او برنامج او ايا كان، احنا بنناقش قضية. ايه اللي بيعمله اسلام صادق؟ ببساطة كل موسم انتقالات زي ناس كتير جدا بتعمل على السوشيال ميديا بقول 20 30 40 واحد ان في مفاوضات ما بينهم وما بين النادي الاهلي. والله لطشنا واحد بالصدفه هطلع واقول ان النادي الاهلي شفتوا انا قلت لكم وانا قلت السبق وانا مصادري موثوق فيها. طب ال 30 40 صفقه اللي تقال عليهم ما حصلوش، هقول ان ده انا كنت بقول بس مفاوضات. هنروح لشقين ونبين لكم نموذج على ده، بس كمان عايزين نعرف ان الشخص اللي دايما بيصدر ازمات للنادي الاهلي هو رايه ايه في قضايا مهمه تخص النادي الاهلي، وهل هو موضوعي ولا لا. نشوف راي اسلام صادق في قضيه القرن. لا لا زي بالظبط نغمت نادي القرن. لا بالظبط هي مالها نغمت نادي القرن؟ لا هو الاهلي مش نادي القرن، دي حاجه تانية. الارقام بتقول يعني الاختيارات بتقول ان الاهلي ده حرص مستقي. ده حرص مستقي يعني. بص ده حرص مستقي من الاهلي ازاي؟ الاهلي نادي القرن. انا مالهاش علاقه. لا 16 سنه من 16 سنه اعلن الاتحاد الدولي ان نادي الزمالك هو نادي القرن. اسلام اسلام بص اسلام انا ارجوك لما انت بتتكلم حاجه تتكلم بادله. انا بقول لك 16 سنه نادي الزمالك هو الاتحاد الدولي بناء عليها الاهلي. طيب ما عليه انا لما انتقل نكمل النقطه. هو نفس المنهج المعمول بيه عنده في كل القضايا. النادي الاهلي مش نادي القرن. ليه؟ هتقعد تقول بقى اسس وضوابط وتتكلم او تتناقش نقاش موضوعي؟ لا، اصل الاتحاد الدولي اعلن في سنه 2000 ان النادي الاهلي مش نادي القرن. ازاي؟ ده بناء على ايه؟ واستنادا لايه؟ طبعا مفيش معلومات مرسله كالعاده، هي فكره ان انتمائي بيغلب عليا فانا مش قادر اشوف ان النادي الاهلي نادي القرن، حتى لو شرحنا المعايير والنقاط التراكميه وشرحنا اي حاجه مش هيشوف، لان هو عنده توجه معين. مش ده وبس، نروح كمان ونشوف رايه في فكره الاهلي بمن حضر ورؤيته المبعديه. نطلع ونشوف الفيديو. للاسف فكره ان انت لما تصدق نفسك احيانا من بالشعارات الوهميه اللي بيتم اطلاقها، الاهلي بمن حضر، الاهلي فوق الجميع، الاهلي مش عارف ايه، الاهلي فوق الجميع، دي ليه شعارات وهميه؟ لا هي شعار وهمي. شعار وهمي هو كلام انه الاهلي لازم نعلي مصلحه الاهلي فوقنا كافراد، ده كلام المسؤولين. يعني ما بيحصلش وقت الانتخابات. بمعنى ايه؟ يعني الانتخابات اللي فاتت يعني اظهرت
ان كانت الاهلي فوق الجميع ولا المصلحه الخاصه فوق الجميع. طيب والاهلي بمن حضر مش فعلا الاهلي اثبت في فترات كبيره جدا ان مع رحيل لاعبين بيستمر؟ مش بتكلم على قصه عبد الله السعيد دلوقتي اللي واضح ان هي اثرت سلبا. بص حضرتك احنا يعني لما رحل عبد الله السعيد قلنا لك ان الاهلي هيتاثر والناس انتقدتنا وبعض طبعا وليهم الحق جمهور النادي الاهلي وجمهور نادي الزمالك مش عايز كلمه سلبيه على فريقه ده طبيعي الواحد بي بي بيقدر دوت لكن قلنا لك ان الاهلي سيتاثر فنيا برحيل عبد الله السعيد وتقال لك وقتها ان النادي الاهلي بمن حضر واعتقد البعض ان خطا ان الفوز الوهم اللي كان بيتحقق دون اداء مميز خاص بيه اتعودنا عليه من النادي الاهلي الجمعيه في الاداء التاثير الكبير اللي تركه عبد الله السعيد الناس ما صدقتش الا مع مرور الوقت. بقى الاهلي فوق الجميع شعار وهمي رغم انه قال لك ان النادي الاهلي فوق مصلحه ابنائه. قلت له شعار وهمي عشان الانتخابات. النادي الاهلي ده اللي اي حد بينجح فيه هو اللي بيشكر اللي قبله، اللي الكابتن محمود الخطيب في كل رساله كان بيبقى حريص يوجه الشكر للمهندس محمود طاهر، اللي المهندس محمود طاهر بعد عدم توفيقه في الانتخابات اعلن ان هو بيتمنى التوفيق للمجلس الحالي وان هو يتمنى نجاح النادي الاهلي. ما شفناش ناس بتضرب بعض داخل النادي زي ما حصل في بعض الانديه، ما شفناش ناس بترفع قضايا على بعض وبتسيء لبعض وبتسيء للنادي ويتقال ان بنقعد سنين في المحاكم نتيجه الصراع على الكراسي. عرفت يعني ايه النادي الاهلي فوق الجميع؟ النادي الاهلي فوق الجميع. انت مش هتعرف ده ولا تحسه لان انت ما تشرفتش بفكره ان انت تكون اهلاوي. اما رؤيتك التحليليه العبقريه في عبد الله السعيد ان اعتقدوا واهمين ان بعد رحيل عبد الله السعيد نتيجه اداء في ماتشين ان هياخدوا بطولات وان القصه هتمشي، ولكن قلنا ان ما فيش حاجه اسمها الاهلي بمن حضر. لا، الاهلي بمن حضر والنادي الاهلي هو اللي حقق بطولات وهو اللي ماشي في مسيرته وهو اللي لعب 2 فاينل افريقيا ولعب بعدها بطوله افريقيا اللي حققها الاخيره وحقق الثلاثيه. النادي الاهلي اللي كل يوم بيكتب مجد جديد وكل يوم بيكتب بطوله جديده في الوقت اللي عبد الله السعيد من ساعه خروجه من النادي الاهلي صفر بطولات. الاهلي بمن حضر عشان النادي الاهلي هو اللي بيضيف لاي تيشرت بتاع لاعب وهو اللي التيشرت بتاعه هو اللي بيضيف لاي حد. النادي الاهلي بمن حضر وفوق الجميع معاني وحاجات صعب جدا تفهمها والحمد لله ان انت مش قادر تفهمها. هنروح بقى بعد كده لفكرة الاخبار. المهتم بالكرة العالمية بيلاقي بعض الصحف وبعض الصحفيين مشهورين على مستوى العالم في فكرة الترانسفير ماركت ويبدأوا يتكلموا البريدكشن بتاعة الترانسفير ماركت. زي ان انت بتتكلم لو عندك 6 لعيبة او 7 لعيبة ترشحهم وبتقول ان ده هيروح هنا وده هيروح هنا، غالبا مصداقيتك بتكون دايما مرتبطة بين 5-6 بيتحققوا. هنشوف لو طبقنا المعيار ده على الصحفي الشاطر اسلام صادق حقق كام مرة اخبار صحيحة. نطلع ونشوف اول فيديو. انا باكد لكم ان محمود عبد المنعم كهربا في النادي الاهلي الموسم المقبل باذن الله من خلال جلسه اللاعب يعني اكد لطارق العشري المدير الفني لامبي برغبته في الانتقال للاهلي الموسم المقبل. محمود عبد المنعم كهربا من المفترض ان هيعقد جلسه مع وائل جمعة مدير الكرة وعلاء عبد الصادق رئيس جهاز الكرة بالنادي الأهلي لإتمام المفاوضات. اللاعب مرتبط بعقد مع نادي إمبي لمدة موسم قادم. عمل جزء اللي هو بيعمله على طول إن في مفاوضات وفي جلسات وبتاع عشان لو ما حصلش بعد كده يكون المفاوضات يقول ما وفقتش اختلفوا، إنما هو قال بأكد لكم ان كهربا الموسم الجاي في النادي الاهلي وهو في انبي. هل ده حصل؟ لا، هي دي الفكره. كالعاده طول الوقت 100 خبر 100 صفقه 100 معلومه ما فيهمش حاجه صح. بس مش ده بس، تعالوا نشوف شروه اللعيبه اللي اسلام صادق اتكلم عنهم قبل كده. نطلع ونشوف الفيديو. النادي الاهلي لما تيجي تبص على
مفاوضات النادي الأهلي مع اللاعبين هتلاقي إن النادي الأهلي بيفاوض محمد أشرف لاعب لاعب الوسط المدافع في طلاع الجيش، ومحمود حمدي الظهير المساك في طلاع الجيش، أيضا رجب نبيل لاعب دجلة، صلاح ريكو مهاجم اتحاد الشرطة، رامي ربيعة، أحمد حسن مكي، إبراهيم عبد الخالق، وده نفس الأسماء اللي نادي الزمالك يعني بيفاوضها. تقريبا ولا واحد جه من دول، أنت متخيل؟ ولو كان باستثناء ربيعة حد جه كان هو اللي هيطلع يقول شفتوا كام صفقة قلت إن النادي الأهلي بيفاوضها واتكلمت عن المفاوضات وحصلت. هي دي لعبة إسلام صادق ببساطة. على فكرة كان عندنا أكتر من 20 فيديو ليك في حاجات زي دي، غير أخبار كتير جدا هتحطك في حرج. عشان كده فكرة الأهلي خط أحمر أو الأهلي خط أسود اللي أنت قلتها، الموضوع زي ما قلنا مش بالألوان، الموضوع بالمهنية وبالمنطق، وبأن المشاهد اللي قاعد قدامي ده يحترم كلامك، لأن أنت بتتكلم بوثائق وحقائق، مش فكرة ادي واللي يطلع صح صح واللي يطلع غلط غلط. وكالعادة كل واحد لازم يعرف ان في اعلام في النادي الاهلي مش هيسمح ان يتم في تجاوز ضد النادي الاهلي او كذب على النادي الاهلي. نروح بقى لحاجة اخيرة معانا النهاردة، وهي فكرة الكل بيتكلم فيها الفترة الماضية. طيب نادي الزمالك لعيبة عنده بيجيلها عروض شأن لا يخص النادي الأهلي، وأكيد ما شفتناش علقنا فيه خالص قبل كده لأنه لا يعنينا من قريب أو بعيد. طب لما نلاقي أن الكلام بدأ يوجه تجاه النادي الأهلي في الوقت اللي النادي الأهلي بيتعامل فيه في شيء مثالي جدا، حتى قاله كابتن فاروق جعفر مؤخرا، قال النادي الأهلي ساعدنا لأن الرمز محمود الخطيب موجود في تجديد بعض اللاعبين، لأنه هو ما كانش بيفاوضهم بأي شكل من الأشكال، فده خلى اللاعب اللي بيعمل فكرة أصل الأهلي بيفاوضني ما قدرش يعملها. تعال بقى نشوف إعلام نادي الزمالك كان بيقول إيه على النادي الأهلي في الوقت ده، نطلع ونشوف الفيديو. تمنى أن نادر شوقي يبعد عن لعيبة نادي الزمالك ويتجه للعيبة نادي الأهلي اللي هم أبطال الثلاثية، وعنده حسين الشحات بيلعب في نفس مكان أحمد سيد زيزو، عنده ماضي جميل جداً وتم شراؤه ب$5 مليون وتم بيعه مش عارف ب$2 مليون، فعنده لعيب كويس يروح للنادي الاهلي ويقدم عرض لحسين الشحات. لكن فكره ان طول الوقت احمد السيد زيزو عرض، مصطفى محمد عرض، محمود علاء عرض، شيكابالا عرض، يوسف اوباما بعد ما جدد عرض، فتوح عرض، يا جماعه في ايه؟ احنا ما خدناش الثلاثيه على فكره، احنا خدنا السوبر المصري والسوبر الافريقي. فبالتالي وعندنا لعيب اسمه كهربا هرب ورجع لهناك، فارجوكم لو سمحتم يا أستاذ نادر شوقي يا محترم، ليس لك علاقة بلاعبي نادي الزمالك، وإن لعيبة الزمالك ومجلس إدارته الحالي لن يتعامل معك. نادر شوقي أنت عندك قفشة اللي هو جاب القضية، اللي هو جاب الجون اللي هو القضية ده اللي بيتقال عليه القضية يعني في الدقيقة 85، ما تجيب عرض لمجدي قفشة، مش عارف إيه العروض كترت قوي على لعيبة الزمالك. قلنا قبل كده باعث التعصب الرياضي كابتن خالد الغندور، ما عنديش أي مشكلة إنك تدافع عن لاعبيك واستقرار فريقك وإنك يبقى عندك أي مشكلة مع كابتن نادر شوقي، وده شيء يعنيك وشيء شخصي. إنما فكرة إن أنت عندك مشكلة مع نادر شوقي فتقول له عندك حسين الشحات وعندك قفشة وعندك كذا، إذا كان شيء أنت يا أخي من مبادئ المهنية اللي أي حد لسه بادئ إعلام يوم هيفهمها، شيء أنت بترفضه على نفسك، وفي نفس الوقت انت نفس الاعلامي بتقول له اعمله مع نادي منافس، اي منطق بتتكلم بيه؟ اي احترام لنفسك بتمارسه وانت قاعد قدام الشاشه؟ تعالوا بقى نشوف كابتن خالد الغندور نفسه وهو بيجيب عروض او زعلان ان مفيش عروض لبعض لاعبي الزمالك في فيديو هيزعل قوي لما يشوفه، ونطلع ونشوف الفيديو. طب انا نفسي اسالك سؤال يا فندم، انت شايف محمد هاني ان هو نمره واحد انه يحترف، وشايف في زيزو اللي كان بيلعب في اكاديميه وادي دجله، لكن مش شايف في مصطفى فتحي انه يحترف؟ انا قلت لك الكلام ده تاني، هقول لك تاني وثالث ورابع، نادر شوقي مش مقتنع ان هو يطلع مصطفى فتحي، ممكن 50,000 واحد يطلع مصطفى فتحي، انا ما اقدرش اطلع مصطفى فتحي لان انا مش عارف اسوق مصطفى فتحي.
لكن انت 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 شايف ان محمد هاني رغم عدم لعبه في النادي الاهلي اساسي، لكن هو تستطيع من خلال امكانياته ان انت تخليه يحترف وتسوقه. محمد هاني احتوافي لاحمد فتحي. تمام. وانا شايف ان محمد هاني موهبه موجوده في المركز ده ولازم الواحد يستغلها. طب ليه شايف مش شايف في مصطفى فتحي ان انت تقدر تسوقه؟ ليه؟ ايه العيب في مصطفى فتحي؟ لا برضو ارجع اقول لك انا ما احترم مصطفى فتحي جدا جدا جدا، لكن الستايل بتاع مصطفى فتحي ما اعرفش انا اسوقه. جسمه ما ينفعش فيزيكلي او جسديا او بنقول ايه بدنيا. ما اعرفش ان هو تاخده وتوديه حته جامده او تاخده وتوديه حته تعرف تبني عليها. مهاري مهاري، بس حتى مصطفى فتحي ما بيلعبش اساسي مع نادي الزمالك. انا هو بينزل اخر الو يا اخي، بتحط نفسك في مواقف بايخه بشكل. انت نفس الاعلامي اللي زعلان ان نادر شوقي بيفاوض اللعيبه بتاعت نادي الزمالك وبتقول له روح لعيبه الاهلي، كنت بتقول له اشمعنى لعيبه النادي الاهلي، وعمال توصل لنتيجه ليه مصطفى فتحي انت مش عايز تجيب له عرض؟ هو نفس الاعلامي، بس الفكره تناقض. غياب المنطق بيعمل اكتر من كده، بس على لسان نادر شوقي لو عايز تعرف ليه لعيبه النادي الاهلي ما بيجيلهاش عروض في الوقت ده، زي ما قلنا لك من شوية سادس مرة كأس العالم للأندية، اسمعها وافهمها على لسان نادر شوقي. الأهلي بطل إفريقيا وجاب الثلاثية وما جبتش ولا لعيب في النادي الأهلي عرض تخرجه بره، وبتخرج لعيبة من الزمالك. أنا جايب لزيزو عرض في الخليج. إيه؟ بعد كده النادي الأهلي هيلعب كأس العالم للأندية، مين فيهم هيكون عايز يسيب النادي الأهلي ويحترف دلوقتي؟ ومين اصلا هيحترف في النادي الاهلي دلوقتي؟ ده كل الساينجز بتاعت النادي الاهلي دي اللي كانت طالعها اعارات او اللي لسه ساينجز جديده، فلسه في بقى ايه المرحله اللي جايه اللي هي السنه دي والسنه اللي جايه، وبعد كده تبتدي تعرف تطلع. وصلت على فكره فرجاني ساسي اللي عنده مشكله في التجديد مع نادي الزمالك، كان احد اهم اسباب رغبته في انه يروح الدحيل ان هو يلعب كاس العالم للانديه. لازم تعرف ان كاس العالم للانديه هي يمكن بطولة عشان انت ما اختبرتهاش او ما حسيتش مشاعرها، فعندك مشكلة في فهم قيمتها اللي تخلي اي لاعب يكون حريص انه يبقى موجود فيها. اتمنى تراجع تناقضاتك وتقف قدام المراية زي ما نصحناك 100 مرة وتسأل نفسك اللي انت بتعمله مهنيا صح ولا غلط. كانت حلقة مهمة جدا من الاهلي خط احمر، كان لازم ناس كتير جدا تعرف فيها ان حقوق النادي الاهلي كانت وستظل خط احمر. نشوفكم في حلقات جديدة إن شاء الله.